السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن اليوم 12 جانفي 2019، والموضوع تاعنا اليوم هو حول يناير والانقلاب في الجزائر. بداية قبل ما نفتح الخط للإخوة والأخوات اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا اللقاء، أنا عارف باللي فيه شباب جزائري ما عاشش تلك المرحلة، أو ربما في الوقت هذاك كان صغير، وبالتالي كثير من الأشياء ربما تخفى عليه، لا سيما هو أنه فيه أدعياء الآن راهم دخلوا للساحة السياسية واستغلوا هذه الفضاءات، ومنهم اللي صار هو يدرس للناس كأنه عارف يعني بمجريات الأمور، بل منهم حتى صار من أنه يسوق في نفسه وكأنه على بعد أمتار من أصحاب القرار. بداية الإخوة والأخوات، لا سيما منكم الشباب، يعني الدون هو أنه نغوصوا في التاريخ. تعرفوا من أنه وقعت ثورة، وبحيث هو أنه كانت فرنسا تحتل الجزائر لطيلة قرن وأكثر من 30 سنة، والثورة هذه التي لقبت بثورة التحرير كانت بين 1954 وسنة 1962. قبل سنة 1954 كانت فيه نضالات، بحيث أنه كانت هناك جمعية نتاع العلماء الجزائريين ممثلة في الشيخ عبد الحميد بن باديس ومجموعة من العلماء اللي كانوا معه، بالإضافة إلى حزب الشعب الجزائري ممثلا في مصالي الحاج. المهم، فيه ناس اللي هما كانوا يناضلوا، كانوا حتى منهم اللي نواب في البرلمان تحت الرعاية نتاع السلطات الفرنسية. المهم، اقتنعوا يعني مجموعة من الشباب من أنه المخرج هذا لا يتم إلا عن طريق القوة، وبالتالي هما قرروا على جال باش هما يدخلوا في ثورة عارمة مع فرنسا، مع أنه في تلك المرحلة كانت الوسائل اللي عندهم يعني بنادق نتاع صيد وإلى غير ذلك، دون تعمق ودون دخول في التفاصيل. المهم، شباب هذوك هما نشأوا هذه واسمو جبهة التحرير. باش نمر يعني على السريعة، المهم هما خاضوا هذيك الحرب الضاروس، وفيما بعد يعني قدروا هما أنه يفرضوا واقع على فرنسا، وبالتالي الجزائر استقلت عسكريا في تلك المرحلة. حتى إلى بداية نتاع الاستقلال كانوا الناس اللي هما منضوين تحت اللواء نتاع جبهة التحرير كانوا هما المجاهدين أو الناس السياسيين، يعني سواء العسكريين ولا الناس اللي هما كانوا سياسيين. لكن فيما بعد هذه جبهة التحرير تحولت إلى حزب، وفيما بعد اخترقت، على جال باش نجيو فيما بعد للانقلاب. في حزب جبهة التحرير كانوا فيه ضباط في الجيش نتاع التحرير. المهم، بعد اغتيال هواري بومدين، لانه كاين كثير من الناس اللي ربما ما يستعملوش هذا المصطلح، هو اغتيل بطريقة او باخرى. فيما بعد لما اغتيل هواري بومدين، فيما بعد فيه مجموعة هذو الذين لقبوا بضباط فرنسا، هما اخترقوا القيادة بعد الوصول نتاع الشاذلي. وربما يعني يروح للأذهان تاع بعض الناس قال باللي هذا الشاذلي ربما يعني إنسان قال مش وطني، ولا إنسان مش صادق، أو ربما حتى تعامل معهم يعني بالخيانة. أنا نقول باللي هذا الكلام غير صحيح. الشاذلي إنسان وطني وإنسان مجاهد وإنسان صادق وعنده نية صادقة، ولكن للأسف الشديد كانت تنقص بعض الأشياء،
وكعادة يعني كثير من المسؤولين سواء في الجزائر أو في غير الجزائر هم يحبون الناس الطيعين. هو يعني كان معاه هذاك العربي بالخير، بحكم هو أنه هذاك العربي بالخير ومجموعة معاه من الضباط هما دخلوا على الحدود، دخلوا على الحدود يعني بين الجزائر وتونس، وكان اللي فتح لهم الباب هو كريم بالقاسم عن طريق ألمانيا اللي قتل فيها. فيما بعد بطبيعة الحال هما وصلوا إلى سلطة القرار في وقت الشاذلي بن جديد، وفي المقابل الشاذلي بن جديد كانوا معاه ناس من بينهم مولود حمروش وعبد الحميد مهري ربي يرحمهم. وكان التوجه نتاع مولود حمروش هو انه لابد انه تكون هناك اصلاحات في الجزائر، وبدا يعني من خلال الفريق اللي كان يعمل معاه بدا في تلك الاصلاحات. المهم كاين الناس اللي هما اعطيت لهم الفرصه بحيث هو انه ازيح الكثير من الضباط الوطنيين من قياده نتاع الجيش، وفيما بعد دخلت الجزائر في هذا النفق بحيث هو انه ارغموا الشاذلي بن جديد على الاستقاله. وراكم شفتوا التصريح نتاع خالد نزار، مش غير خالد نزار، فيه هذاك الجنرال واسمه بن حديد، وانه يقول باللي هذا الجنرال بن حديد يقول باللي اجتمعوا بالاضافه الى واسمو الكتاب، ربما راه منكم اللي طالع واسمو الكتاب نتاع واسمو صم محمد صمراوي، وين انه فيه داروا اجتماع الى غير ذلك، وين انه قرروا على جلب باش هما ينقلبوا وانقلبوا على الاراده الشعبيه. علاش انا ربطت واش اسمه هذا يناير بالانقلاب في الجزائر؟ يناير احنا نقولوا له في المنطقة نتاعنا وفي العائلة نتاعنا، خلي حتى باش ما ندعيش او باش ما نتكلمش باسم ناس اخرين، نقول في العائلة نتاعنا. يعني احنا في العائلة نتاعنا كانت الوالدة الله يرحمها كانت تقوم بطبق تقليدي، كانت تدير شخشوخة، او مرات يديروا طبق يسميوه المبرم وهو عبارة عن شخشوخة، ويديروا له الغارس واحد التمر هكذا يخزنوه في المزود، ومن بعد يستعملوه يديروه في الشخشوخة هذيك ويسميوه المبرم. ويعني ما كانتش يعني أشياء كثيرة هكذا، عبارة عن أكلات هكذا شعبية، ولعلكم كثير من الناس في مناطق مختلفة في الوطن كانوا هما يشوفوا من أنه هذا يناير هو يعني بداية نتاع رأس السنة اللي فلاحية. كانت هناك يعني واسمه أسماء واحدة أخرى تطلق على أشهر يعني خلال السنة، وقال مثلا أنها مدخلوا ليامات البيض، قالها مجو الحسوم إلى غير ذلك من الأسماء. الناس اللي ربما راهم عايشين في البادية أو عايشين إلى حد ما في الريف هكذا يعرفوا مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء ليست جديدة على المجتمع الجزائري. لكن هذه المجموعة الذين انقلبوا على الإرادة نتاع الشعب لقبوا بالمجموعة نتاع يناير. لذلك أنا ربطت هذا العيد، لا سيما هو أن الآن راه خذا بعد رسمي، وحبيت على جنب باش نربط هذا المناسبة اللي الآن صارت رسمية، لأنها ابتعدت على التقاليد، لأنه هو العيد والله الاحتفال بهذا اليوم هو من المفترض يكون يعني يوم وطني اللي الناس تحتفل فيه بشكل يعني تقليدي، ولكن الآن خذا طابع سياسي، لا سيما هو أن هذا الناس اللي انقلبوا على الإرادة الشعبية كانت عندهم حسابات، وأيضا وافق من أنه في تلك المرحلة كانت الحرب في العراق، كانت الحرب في العراق، والناس اللي هما درسوا هذه المسألة نتاع الشرق الأوسط الجديد، لا سيما هو أنه الآن راه فيه تحولات كثيرة. راكم شوفوا واش راهو صاري في سوريا، وش راهو صاري في مصر، وش راهو صاري في ليبيا. إذن فهذا الأمر حسب الوجهة نتاع النظر تاعي أنا عنده أبعاد. أنا حاب نسمع الوجهة نتاع النظر تاعكم في هذا الموضوع. نرحب بكل الإخوة والأخوات اللي يحبوا هما يشاركوا معنا في هذا النقاش، نحن على المباشر. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش مرحبا بكم في هذا الحوار المباشر. نبداو مع خونا هذا محمد حاسم، نشوفو ترى بلا يقدر يطلع.
الإخوة اللي يحبوا يشاركوا معنا لابد هو أنه تشاركوا معنا عن طريق الهاتف النقال، وعن طريق الابليكاسيون تاع الفيسبوك. تفضل أخ أبو محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم، السلام عليكم يا الأخ الكريم الأستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا سأقول أن القصة يناير لازم تكون لها بعد سياسي واجتماعي وثقافي، لأن الجزائريين في كل العلم والتاريخ هما أمازيغ. نظن فيه موافقة من كل الجوانب، وتسمح لي يعني نتقدم بكل التهاني للشعب الجزائري بمناسبة العيد يناير. يناير هو أساس أمازيغي، ونظن لازم يكون، ما لازمش يكون بعد سياسي كما تقول، لأن في العلم الفكري لو كان يناير الأخ بالصح. الكريم، أنت جزائري أنت يا؟ نعم يا الأخ الكريم، منين؟ من المنطقة؟ منين؟ وش من المنطقة؟ من المنطقة الجزائري، منين؟ من المنطقة؟ وش من المنطقة؟ من تيزي وزو. تفضل، ما فيش مشكلة، تفضل. من تيزي وزو. نظن يعني ما فيه أي مشكل، الجزائريين هما كلهم أمازيغ ولا عرب، ما فيه فرق يعني في ظني أنا. بالصح أنت كي قلت باللي العيد أمازيغي، هذا الاحتفال الوطني، واش رأيك لو كان يديروا رأي ويديروا عيد واحد آخر، عيد عربي في الجزائر؟ يا الأخ الكريم، الشعب الجزائري مسلم. تراك تقول باللي هذا الجزائر شيء، جزائر أمازيغ، ما لا، كانش العرب، ما كانش العرب في الجزائر. الإسلام هو الدين لكل الناس، ليس الدين للعرب فقط ولا للأمازيغ ولا لأي. السؤال تاعي أنا ما هوش الإسلام، قلت لي أنت نعم باللي هذا العيد عيد أمازيغي، وباللي الجزائريين أمازيغيين، بمعنى نعم أنه صح. العرب ما همش موجودين ولا؟ لا 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 نعم لا لا لا، لن أقول ذلك يا الأخ الكريم. أنا نعم قلت في بداية كلامك، قلت لا 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 لا، ليس خلطوه بالسياسة. أظن نعم أن أي شعب، أظن أي أن أظن أي شعب لو تنزع ثقافة أي شعب، فلا يستطيع ذلك الشعب أن يعيش بدون ثقافته. الجزائر منين مشكلتها، باللي تنزع الثقافة نتاع شعب؟ شكون اللي قال لك نعم هالكلام؟ من نعم قال لك هالكلام نتاع أنك أنت تنزع الثقافة نتاع شعب؟ شكون اللي قالها؟ شكون اللي قالها؟ إيه؟ شكون اللي قال باللي تنزع في الثقافة نتاع شعب؟ حديثك الأول يا الأخ يا الأستاذ، تكلمت أن ربطها بالسياسة. صح، هذه حقيقة، هذا شيء، إني حقيقة. صح. هذه حقيقة. لو كان جاء هذا الشيء استعملوه منذ سنوات، لن تصبح سياسة. للأسف الشديد، منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا، استعملوا هذه الورقة للتفريق بين الشعب الجزائري أكل. شكون بين هادو من هاد الناس اللي يستعملوا هذه الورقة؟ شكون هذا الناس؟ هم الحكام الجزائريين من بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. وش استعملوا هذا الحكام؟ استعملوا فرق تسود، استعملوا كلمة فرق تسود، يستعملوها كورقة في كل مرة. لأن نظن يعني لو كان جاء
لو كان جات في منطقتها، يعني في النقطة جاءت في المنطقة، يعني نعتذر أن عربيتي ما فيش ليست مشكلة الأخ الكريم. شوف اسمع، تكلم نعم بالدارجة، مش بالضرورة تكلم باللغة العربية، تكلم بالدارجة. وإذا تتكلم بالفرنسية ولا ديك ما فيش مشكلة، راني نفهم اللغة الفرنسية، تفضل. أنا لا للأسف ما في الشديد الأمازيغية ما نفهمهاش، وبالتالي كنت تكلمت معك بالأمازيغية. وإذا تحب تتكلم بالأمازيغية تكلم، ما عندي حتى مشكلة. شفت المشكلة فين يا الأخ الكريم؟ نحن الجزائريين نفضل أن نتكلم باللغات أخرى أحسن من راني لغتنا قلت لك الأصلية. ما نفهمش اللغة الأمازيغية، لو كان جيت نفهمها نتكلم معك بالأمازيغية، ما عندي حتى مشكلة. اتكلم ما بالدارجة، اتكلم بالدارجة. معليش معليش معليش، هي ماشي مشكلة عندي أنايا، نتكلم اتكلم بالدارجة ولا يعني بتزيرية نقول من كما يتكلموا كلمة. بتزيرية. نعم نتكلم بالجزائرية ماشي مشكل. كي تكلمت على التاريخ ما قبل الاستقلال، فيه حسين أيد حمد وفيه بزاف الأمازيغ اللي كافحوا على جال استقلال الجزائر، في عبان رمضان، كريم بلقاسم، مصيرهم كان عميروش، مثالا عميروش. لماذا كانت تصفيتهم أكل؟ هذا هو السؤال المطروح. شكون اللي لماذا صفاها كل ميروش؟ نعم شكون اللي صفاها ميروش؟ شكون اللي صفى عميروش؟ أظن أن أنت يا أستاذ أحسن مني في التاريخ، تعرف التاريخ أحسن مني. انا نشوف باللي ميروش راهو استشهد في معركة. استشهد في معركة ايه صح، كيف حصلت هذه المعركة يا الأستاذ؟ المعركة هو أنه كانوا رايحين لتونس، التونس باش وقعوا في كمين، في وقعت كامين معركة ثم في الجهة نتاع أبو سعادة، واستشهدوا في كما يقولوا في الكومبا، فهمت؟ هما كانوا رايحين لتونس. استشهدوا في الكومبا. إيه. وعلاش كان وعلاش حتى استشهد عميروش في ذلك المعركة؟ وعلاه بومدين خرج شحال من خطر على التونس هو ثاني باش يجيبوا السلاح من تماك، وعلاه غير عميروش؟ اسمها كانت أشياء مسروبة، ضده باش يصفيوه، كما كلام فارغ تكلمت هذا، ثاني على كريم بالقاسم، لماذا أغتيل؟ كلام فارغ. شوف كريم بالقاسم قل لي باللي ممكن الوفاء واسمه العملية نتاع الاغتيال تاعو فيها حديث، بصح بعد تقول لي اميروش باللي كلام هذاك اللي ردوه من انه تم التسريب وكذا، هذا كلام فارغ هذا، فهمت؟ كلام فارغ. شوف نقول لك، الانسان اللي يطعن في الجهاد نتاع هواري بومدين هذا تأكد من أنه حركي أو ابن حركي، تأكد. هذا الإنسان اللي يطعن في الجهاد نتاع هواري بومدين هذا حركي أو ابن حركي، وإلا إنسان جاهل، يعني هذا في أحسن الظروف إذا كان ما هو لا ابن حركي لا حركي، إنسان جاهل. يا هواري الأستاذ بومدين، الكريم أصبرني برك، الموضوع تاعنا هو ليس روح هواري معي. بومدين وأميروش، ولكن فقط برك على جلبش نوضح بعض المسائل ونعاود نرجع لك الكلمة. هواري معلش بومدين أولا هو راح مشين على الأقدام، راح إلى مصر وعيطوله في تلك المرحلة على جال باش هو يدير الخدمة العسكرية، فيما آخرون دون هو أن نظل نعطيك الأسماء حوس عليهم وتلقاهم راهم داروا سيرفيس ميليتار عند فرنسا. هواري بومدين ما داش سيرفيس ميليتار تاعو وانطلقوا من نعرف ذلك، فرنسا. وكان هواري بصحبة وكان بومدين راح بصحبة لمصر وكان فيما بعد بصحبة هو حسين أيد حمد، الناس اللي وكان هما بصحبة يا أستاذ، ايه يا أستاذ وكان من بعيد فضلك من حمد فضلك ثم ايه أرحم والدك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذه النقطة مهمة. كان مع أيد حمد في القاهرة، كان يدرسوا في نفس الجامعة. نظن أن مشكلة تقول على بن حركي وكذا على بومدين. أنا من تيزي وزو كان عندنا مشكلة، كان يصفي كل لا تستطيع أن تتكلم بالقبائلية في الشارع تاع تيزي وزو،
في وقت بومدين، هل هذا حقا؟ هل هذا شوف من سمعت فهذا النقطة بالذات؟ نعم بس سمعت. شوف تقول لي من أنه كانت فيهم قولوا مثلا صرامة من طرف النظام ممثلا في تلك المرحلة في بومدين، نقول لك إيه. شوف القضية هذه نتاع اللغة، شوف غير فرنسا، شوف الناس اللي راهم عندهم علاقة باللغات وعندهم علاقة باللسانيات، فرنسا اللي الآن راها تسوق في نفسها على أنها مهد نتاع الديمقراطية ونتاع حقوق الإنسان، شوف كيفاش تكونت اللغة الفرنسية، ماهيش بعيدة، ماهيش بعيدة اللغة الفرنسية، ماهيش بعيدة. نعرف يعني ذلك. قال مثلا غير بعد القرن نتاع قرن 15 وقرن 16، ارواح شوف اللغة الفرنسية كيفاش تكونت، وشوف كيفاش كانوا هما يتعاملوا مع اللغات الآخرين. الآن هما راهم عاودوا رجعوا لهذه المسألة نتاع اللغات واللغة الوطنية. فهمت؟ اللغة الوطنية يعني هما، تعرف انت دوك مثلا اللغة العربية ولا اللغة نقولوا مثلا القبائلية، يا هل ترى قبل الثورة كانت القبائلية مكتوبة؟ كانت مكتوبة. يا الأخ الكريم، كانت فيها كتب وكانت لغة، والناس مولد معمري الله يرحمه ويوسع عليه كان متأكد في ذلك الوقت. وقبل الثورة وفي الثورة ثاني كان هناك سوء تفاهم بين حسين آيت حمد وكريم بالقاسم على أبروبو دو سو بروبلام. في علمك أنت أستاذ وتعرف التاريخ، هكا كان هناك في وقت الثورة كان هناك مشكل قبل الثورة، كان هناك مشكل قبل الثورة. هم كانوا راه كاين شهاداتها وكاين الكتاب نتاع يوسف بن خداع، وين أنه كانوا راح يديروا حزب نتاع القبائل، راه مذكورة في الكتاب نتاع يوسف بن خداع. وأنا أعرف ذلك يا أستاذ. والمشكلة بعد الاستقلال الذين تضامنوا، القبائل الذين تضامنوا مع الثورة الجزائرية خدعوا، من بينهم حسين آيت حمد، كريم بالقاسم، ولا غير ذلك من 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 شهداء الوطن. آيت حمد شكون اللي طلقوا من الحبس؟ نعم، شكون اللي خرجوا من الحبس؟ لم يخرج، كان هاربا يا أستاذ. شكون اللي خلاه باش يهرب؟ أصدقاؤه في الحرب. شكون أصدقاؤه في الحرب كما هو عمل؟ شوف نقول لك، ما لا اسلم مليح كما هو ثاني عمل كما اللحظة يا أستاذ، تكلمت على حسين آيت حمد، من فضل حسين آيت حمد بوضياف خرج من الشيشن عندما سجنوا بوتفليقة، عندما سجنوا بن بلة، عندما سجنوا بن بلة. فذلك أظن أن يعني لو كانت يعني سي فريمون لي زالجيريان فول فريمون يسونير اونتر او، يا با فريمون ان بروبليم، مي لو ريجيم الجيريان سي توجور لا ريبريسيون، سي توجور لا ريبريسيون. اصبر برك نعاود نرجع لك الكلمه الاخ محمد. شوف نعم، هما لو كان دوك مثلا راحوا هما بالعقليه هذه نتاع عربي وقبايلي وشاوي وترقي، نعم، لو كانوا ما راحوا بالعقليه هذيك، يا هل تراهم يقدروا يفرضوا واقع على فرنسا؟ لا 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 لا، نتكلموا على سي لونيون كي ا فاسا جوستمون، مي لو بروبليم كي سبوز، مي لو بروبليم كي سبوز سي كو لي كابيل سون توجور مانتينو كوم لا ديرنيير دي شوز، سي سا c'est la dernière des choses. C'est venant par exemple. C'est venant par exemple. اسمع لي شوف، لو كان تقول لي درك مثلا ولايه من ولايات واحد اخرى قلت قرت والله محقوره، تقول لي تسمسيلت محقوره، تقول لي عين صالح محقوره،
تقول لي اضرار محقوره، تقول لي عين قزام محقوره، الكلام تاعك يكون صح. مقبول. صح صح هذوك ثاني، هذوك ثاني سي سي. اسمع لي خلينا اسمع، ما دام رانا نحكيو بهذه القضيه نتاع عقل واسمه نتاع منطق نتاع قبيلي وتاع عربي، شكون اللي راهو حاكم السلطه راك؟ شكون اللي راهو حاكم السياحه؟ شوف نقول لك انا كيف. قريت في بوسعاده، شوف نقول لك قريت في بوسعاده، بوسعاده كي نوليو نحكيو بهذا المنطق نتاع عربي وقبيلي، بوسعاده لا 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 ما قبيليه. لا لا خلينا والله خلينا نتكلموا بالصراحه وبالوضوح. والله انت نظن je pense que comment vous avez mal entendu mon point. انا حبيت نقول لك على كلمه قلتها ربطوها بالسياسه، ربطوها بالسياسه على يناير. شو هذه الناس الجزائريين قاع يعرفوها. نعم تفضل. الجزائريين قاع يعرفوها باللي المشكلة هي في التفريق، وهذه ورقة استخدموها الحكام الجزائريين. بصح الشيء راح حبيت نقول لك عليه هو أنك اليوم صح في 92 صارت المشكلة هذه على الانقلاب العسكري وكذا وكذا، الربط هي المشكلة. كي ربطوا يناير هو تراث قبائلي أمازيغي، نعم. عنده أهميته، عنده تسمى شيء 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 من المنطق يكون أحسن من ذلك. ما أنا من مستحيل تربطه مع العشرية السوداء الجزائرية. لا 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 ما ربطتوش أنا بال، لا ربما بالك أنت استوعبت المسألة هذه. نو ما شوف الحدث هذا اللي صرا نتاع الانقلاب صرا في يناير. صح صرا في يناير بصح صرا في يناير درك. مانيش انا اللي ربطته، مانيش انا اللي ربطته، انا راني نطرح في سؤال، يا هل ترى هذا الحدث هذا هو جاء عن طريق الصدفه والا هو انه تم ربطه؟ لانه دوك انت الان ماشي غير القضيه نتاع واسمه، دوك لو كان جات غير القضيه هذه نتاع يناير ممكن نفوتوها، ممكن نفوتوها. راها جات قضيه واحده اخرى نتاع ترسيم هذا الوسمو الاحتفال هذا داروه بالمناسبه نتاع واسمو اغتيال عبد الرمضان، ونفس المناسبه راها جات في نتاع بالمناسبه نتاع اغتيال هواري بومدين، يعني نتاع وفاه هواري بومدين. فهمت؟ فهذه الناس هذو هما لما يحبوا يديروا حاجه في السلطه ما يديروهاش هكذا، قال مثلا تجي واحد هكذا برك صدفه هكذا، راه الناس عندها حسابات. ولما نتحدثوا احنا بهذا المنطق هذا راهو كان وش اسمه كان هذا جنرال بوتر ولا راهو كذا. انا معك يا الاخ الكريم، انا عندي مشكله كي ربطوا يناير بالعشريه السوداء. سمع نورمالمون يقولوا هكذا لو 12 جونفي، ما يقولوش يناير. وعلى يستعملوا هذه الكلمه هكذا؟ ما كانتش مقبل، كانت تسمى لو 12 جونفي. وعلى يربطوا يناير اسم يناير هكذا في العشريه السوداء؟ هذه المشكله نتاع يستعملوا هذه كل خطره يستعملوا هذه الورقه. افهم مقصودي يا الاخ يا الاستاذ الكريم؟ نعم فهم مقصودي. وعلى ما يسموهاش لو 12 جونفي؟ شوف نقول لك الاخ الكريم، شوف انا شخصيا ما عندي حتى مانع، ما عندي حتى مانع، خاطر كاين بعض الناس هكذا اللي ربما ما يفهموش اللغه العربيه او ربما عندهم خلفيات الله يسهل عليهم. انا شخصيا شوف انا ما عندي حتى مانع هو انه يكون هناك احتفال بيناير، ما عندي حتى مشكله شخصيا، ولكن يعني باش تفهم الوجهه نتاع النظر تاعي في الموضوع، انا نعم. افضل هو اننا نغير هذا النظام، ومن بعد هذه المسائل هذا يناير والثقافه الامازيغيه واللغه انا معك هذه كلها، انا معك 100% الاشياء. واسمح لي غير اسمح لي برك، اسمح لي نعم. برك الاخ محمد ونعاود نرجع للكلمه. شوف نعم.
انا من رايي هكذا تغيير النظام من بعد هذه المسائل نتاع الاحتفال بيناير ونتاع اللغه الامازيغيه ونتاع التاريخ ونتاع هذه الصراعات وهذه الاشياء كلها، هذه نعالجوها من خلال الحوار مع بعضنا البعض. يعني هو انه تحدث كما نقولوا ملتقيات مؤتمرات وتتناقش الناس واحده واحده، ومن بعد الناس تتخاوى مع بعضها البعض، فهمت؟ هذه الجزائر تجمعنا كامل قال مثلا، ونخليو الحريه للناس، فهمت؟ مش انت تفرض درك. قال مثلا انا راني ضد بوتفليقه وضد النظام، ولكن النظام لما رسم لك واسمه هذه واسمه نتاع الاحتفال بيناير تقبل انت كيما يقولوا في البلاد داب جيفه ومصورو حلال، فهمت؟ انا من نعم رايي هو انه نغيروا النظام، خاطر هذه المواضيع هذه الناس هما راهم يلعبوا عليها. دوك انت قبيل قلت لي باللي انت هذا البوفوار هو راه يستعمل الفرق اسود، انا معاك وما راهم يلعبوا عليها، بل حتى الناس اللي راهم يقولوا دوك الان من خلال التعليقات تاعهم راهم طايحين في هذه المساله هذه. يعني دوك انت جايه تتعارض النظام وتريد تغيير النظام تغيير حقيقي، ويجيك واحد يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. انظن يا استاذ، انظن يا استاذ على هذا الموضوع، سور سو بوان دو شونجمون، لي ولايه كبير سيتي لي بريميي كي سون توجور اوبوزي كونتر لو ريجيم كي ايتي اي كي اي مانتونون. الشيء اللي صرا في لي 2000 ولا في الثمانينات، يعني ما كان حتى ولاية صرا فيها ذلك الشيء. نظن كي تتكلم على هذا الشيء بصح المشكلة، أنظن أن لازم الشعب الجزائري، أنا في ظني أنا لازم يفهموا حاجة، لا فرق كما قال الإسلام، لا فرق بين أعجمي، بين لا فرق عربي بين وعجمي عربي وأعجمي إلا بالتقوى. بالتقوى. نحن نعم. صح الجزائر هي أول كل شيء. أنا خصوصا يا أستاذ، مكاش اللي ما يحبش بلاده يكذب عليك، يكذب عليك سواء امازيغي وشاوي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. الناس راهي تحرق، تروح تموت، البرفير دو مورير في البحر خير ما يقعدوا في الجزائر. هذا دليل على ان الشباب كرهوا، اش ما كانش اي حل واحد اخر، ما عندهم اي حل واحد اخر. الشباب يقولوا نحرق نموت ياكل لي الحوت، خير ما نبقى في ديك البلاد، ما فيها لافراستركتور، ما فيها لا قرايه، ما فيها اي شيء. نظن اي يعني لو كان جاوا الناس هذو، في ظني انا الحب الجزائر، حب الجزائر هو اغلى من كل شيء، اغلى من اللغه، اغلى من كل شيء. بصح الثقافه هي اساس كل شيء، تنزع الثقافه الواحد نظن تنزع الدين منه. ما تنزعها هاي المشكله اللي صارت. يوم نقول لك الاخ الكريم، شوف نقول لك راهو كاين خلط، كاين ناس ما راهيش فاهمه حتى الموضوع تاع الهويه، ما مش فاهمينه. كاين الناس اللي تلقاه هو يهضر لك على الهويه واللغه وكذا وكذا وكذا، ما مش فاهم حتى الموضوع. يوم الهويه راها مجموعه نتاع عناصر، وكاين هناك فرق بين الهويه والانتماء، صح فهمت؟ كاين فرق بين نعم الهوية والانتماء. صح كاين بعض من الناس اللي هم يخلطوا، ماهوش فاهم حتى الموضوع تاع الهوية، ماهوش فاهم حتى العناصر تاع الهوية. ومن بعد والله التطور تاع الهوية راها تتطور، ماشي حاجة قال ثابتة وانتهى الأمر. خلقت قال أمازيغي بسلامة بالعافية باسطة، والله قال خلقت مسلم ولا عربي وباسطة. هذا اللي راهو فاهم الموضوع هذا، ما راهوش فاهم موضوع الهوية كما ينبغي. في الهوية كاين هناك عناصر ثابتة وكاين هناك عناصر متغيرة، فهمت؟ صح، هذا واقع، هذا واقع يا الأخ الكريم. هذه والثقافة دراسات ما كون جزائري والليري والريلي واحد جزائري، راهو هو أنه قال راهو ضد أنه القبائلي يحتفظ بالتقاليد تاعو بالثقافة تاعو. وري لي واحد برك، وري لي واحد. أنا يا الأخ بالعكس الكريم، نفرح لما نشوف درك أنا واحدة جزائرية قبيلية راها قال مثلا هي لابسة الروبة القبيلية، وقال واحد جزائري واسمه واحد من خاوتنا من المنطقة تاع القبائل راهو لابس البرنوص ولا راهو داير القشابية،
ولا راه هو يحتفظ على التقاليد نتاعو ولا قلب. شوف نقول لك في مناطق وين راهم كاين اغلبيه نتاع العرب، في مناطق والله نقول لك استغفر الله يا ربي نحلف لك بالك على المصحف الشريف ما تلقاش عرس، عرس واحد بالك ما يديروش فيه قال يلبسوا اللبسه واسمه القبائليه ويديروا اغاني بالقبائليه، ما تلقاش بالك عرس واحد. ناس راه يا مخلطه الاخ، دم ولحم، ناس راه يا مخلطه الاخ دم ولحم، ناس راها هي تستغل في هذه المواضيع من اجل زرع الفتنه بين ابناء الوطن الواحد. انا دوك شوف نقول لك لما دوكا نكونوا نركزوا على الاشياء اللي هي تجمعنا، ما تلقى حتى مشكل بيناتنا. لكن لما انت درك انت شوف من جهه تدافع على ايت حمد ولكن في نفس الوقت تطعن في بولمدين، هذا الشيء اللي يا هو الاخ كان. لا 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 اسمح حسين، انا بالنسبه لي هواري بومدين شخصيه وطنيه، نعم، وايت حمد شخصيه وطنيه، في اثنين هما راهم شاركوا في الثوره الجزائريه، حصلت خلافات بيناتهم، حصلت صراعات مما لا شك فيه، هذيك الخلافات وهذيك الصراعات اللي هي حثت احنا نحاولوا هو انه ندرسوها دراسه موضوعيه، ونحاولوا هو انه في المستقبل على جال باش احنا ما نورثوش هذيك الصراعات وهذيك الخلافات اللي هي حثت في وقت ما قبل الثوره ولا اثناء الثوره. هذه هي النظره نتاعي انا. انا موافق معك الاخ الكريم، كاين يا ان بوين il faut pas me comprendre dans un sens que je déteste Boumediene. Non. Il a fait de bonnes choses pour l'Algérie. Je lui tire chapeau. Mais il a fait des choses que, à partir de ces choses, aujourd'hui, il y a vraiment كاين حوايج رانا نخلصوا فيهم في الحال. واش هما على جال الاخطاء اللي دارها. مثالا على النقطه اللي تكلمتك عليها، على قضيه اللغه، على قضيه اللغه في هذا خطا عمله بومدين، لازم خطا فادح يا الاخ الكريم، خطا فادح، يعني زاد في العنصريه. ما اعتقدش انا الاخ الكريم. شوف بدليل نعطيك والله يا من اخ الواقع. الكريم نعطيك ادله من الواقع الاخ محمد، الواقع الادله من الواقع يا الاخ. اصبرني برك، اصبرني محمد. شوف الاخ محمد، شوف نعطيك ادله نعم. من الواقع نعم. وش اسمه مولود ايت قاسم، عربي ولا قبايلي؟ مولود ايت قاسم قبايلي. وعلاش عينه هو وزير؟ عبد الرحمن شيبان عربي ولا قبايلي؟ قبايلي صح، سعودان صح. المشكل الوزراء اللي هما كانوا معاه كانوا قبايل، ما كانتش عنده هذه القضيه نتاع العنصريه هذه. صحيح هو انه قال مثلا دركا كاين بعض الاشياء اللي هو كان صارم فيها، ولكن ما كانش هو واسمه الهدف نتاعو على جال باش يمحي القبايليه. والله لو كان جات راه قال مثلا هذه الفكره هذه نتاع انه يمحي القبايليه، لو كان راهو قتل القبايل كامل ما خلى حتى واحد. نسالك سؤال يا الاخ الكريم. نعم. نسالك سؤال. انا نعطي لك، انت تحبي تعطيني الادله وانا نعطيك ادله. القرى الريفيه اللي اسسها بومدين، ماذا كانت مصالحتها؟ كيفاش؟ القرى الفلاحية التي أسسها بومدين، ما هي الهدف نتاعها؟ كيفاش الهدف نتاعها؟ القرى الفلاحية أجل على جال باش هو يخدم الفلاحة. نعم، من أجل باش يخدم الفلاحة، ومن أجل على جال باش الجزائر توصل إلى مستوى وإن أنه تحقق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالامور نتاع التغذيه، بالاضافه الى انه هو دار هذيك القرى النموذجيه للفلاح حتى باش ما يبقاش الفلاح مثل بكري قال كيما يقولوا خماس، والله يصير الفلاح عنده التلفزه ويصير كيما يقولوا فلاح مودرن. في ظنك يا الاخ الكريم، في ظنك يا الاخ الكريم، الولايات القبائل في نتكلموا على بومرداس مثلا ولا البجايه ولا لا تيزي وزو، ما عندهمش فلاحين. علاش ما عندهمش؟ عندهم صح. ولماذا يجيب الفلاحين من مسيله مثلا اللي تيزي وزو يقيموا في تيزي وزو؟ وعلاش لو كانوا ولينا نهضروا بهذا المنطق هذا،
لا لا خلي لكن عاد هو يفكر. تكلمت على على المنطق، هذا لا نتكلم على نجاوبك المنطق يعني. بأسئلة، نجاوبك نعم بأسئلة. لو كان هو نعم راه يا جاي الأخ. يفكر بهذا المنطق هذا، وعلاش في تيزي وزو داروا هذيك تاع اسمه تاع الالكترونيك، وعلاش داروا نتاع البتروكيميائيه كانوا لونيام يداروها في بومرداس؟ تتكلم على لونيام، ايه واسمه نتاع تتكلم على اللي هو لونيام البتروكيميائيات في بومرداس؟ بومرداس يا ايه اوكي. ففي النقطه دي في هذه النقطه ده بالضبط سالتك ولم وقلت لي vous avez répondu que c'est pas possible, c'est pas ce point qu'il voulait. Je voulais dire, même ce qui concerne, bon, je ne veux pas tomber dans le cercle du racisme, parce que c'est évolué parce à Tizi, ou à n'importe quel lieu kabyle. C'est une personne sort de sa maison, des montagnes, et parle la kabyle à la ville, il sera arrêté. C'était quoi ça? Quand vous me dites qu'il n'est pas raciste, c'est pas son objectif. Je ne dis pas que Boumediene n'a pas fait des choses. عطينا الديفينيسيون تاع تاع راسيست، تاع واحد راسيست واش معناتها حتى باش نفهموا، بالك لا ربما راه عندنا مفهوم واحد اخر. يا الاخ الكريم الديفينيسيون تاع واحد راسيست، قضيه العنصريه باش هي شكون هو اللي راسيست، باش نعرفوا شكون هو اللي راسيست، شكون هو الراسيست. قضية العنصرية سواء تتكلم على اللغة، سواء تتكلم على البشرة، سواء تتكلم على هذه هذه شكون هو هذه اللي عندها راسيست؟ تفاصيل. شكون هو اللي راهو حاط روحه باللي شعب الله المختار؟ شكون هو اللي راه يشوف في روحه باللي اللغة نتاعو أكثر من الآخرين والبشرة نتاعو أكثر من هذوك اليهود، الآخرين هذوك وهو اليهود فاهم وهو هذوك اليهود شكون هو؟ الأخ الكريم، هذوك اليهود نعنة الله عليهم. نحن الجزائريين لن نقول نحن شعب الله المختار، كل الناس سواسية، كل الناس سواسية. هذه النقطة هذه ما نتفق معك. لن نكون شعب الله المختار، لأن الناس عند ربي أكل كيف كيف. متفق معايا الأخ الكريم؟ كاين أشياء نتفق فيك معها، وكاين أشياء اللي ربما ما نتفقش معك. باش كنت تقول لي تكملوا على باللي أنا حساسية. وسمع، نعم والله انا شوف نعم نقول لك، انا شوف نقول لك، انا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا من خلال يعني الاحتكاك نتاعي باحمد طلب الابراهيمي في مرحله هكذا من المراحل، وسمعت يعني من خلاله هو كان يعني عمل مع هواري بومدين، وكانت عنده علاقات يعني رائعه مع اسمه مع ايت حمد. صح، فهمت؟ كانت هذا عنده هذا علاقات رائعه مع ايت حمد. صح، هذا التاريخ يعني متأكد منه، ايه قريت عليها وسمعت منه. لا 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 لا، ها كان يتلاقى به واسمه يعني في لقاءات يعني تقدر تقول دائمه، لانه هو كان عنده اولاد ساكنين ثم في سويسرا، وكان باستمرار يلتقي هو وياه، كانت عنده علاقات يعني رائعه مع واسمه مع ايت حمد. وايت حمد راهو معارض وهو على باله به، وهو راهو كان مع بومدين، كان قادر هو لو كان جامع الناس هذوك اللي راهم هما عنصريين ولا واسمه ما يهدرش معاه، لكن هو خطر كانت العلاقه نتاعو مع واسمه مع يتحمد علاقه قديمه راها ترجع للسجن، لانه كانوا مسجونين في نفس السجن مع بعضهم فيش نفس كانوا في الشيء. فرنسا. هذا هذا التاريخ منه يعني، يعني هكذا مره على مره نسمع منه فيما يتعلق بهواري بومدين. نسمعوا انت دوك لما تكون تسمع هكذا في الشارع كلام يتقال ومنه ومنه تسمع، لكن لما خلينا تحضر مع واحد اللي راهو كانوا عايشين معاه تسمع منه هو مباشره، والله العظيم غير كثير من الاشياء غلطه اللي تسمعها عند الناس، عند عامه الناس هكذا، ما عنده حتى علاقه بالعنصريه. تقول لي انسان صارم معاك، حتى قضية تاع الاستبداد واسمه تاع ديكتاتوري، تقول لي انسان صارم كان سيفر معك، اللي يتحرك يعطيه الدماغ هذه معك. باش يعني تقول لي كي تتكلم على بالقضية كلمة تاع سيفر هذه، الحريات، تقول لي بالقضية تاع الحريات، قال مثلا هو مثلا فضل اللغة العربية على القبائلية، نقول لك معاك، نقول لك عندك الحق. تقول لي باللي فضل اللغة العربية على القبائلية
وقال مثلا انه هو ساهم على جال باش تطور اللغه العربيه، وهو قال مثلا ما اجتهدش مثلا بنفس المستوى القبائليه. نقول لك عندك الحق، بصح باش تقول لي عنصري نقول لك لا. هذه من ظل الكلمات ذي يعني كان ما كانش مستبد، باش تقول لي ما كانش مستبد. نظن يا الاخ الكريم هو ربما دين اعمل دار اشياء احسن للجزائر، عمم البترول ودار يعني حوايج يعني ما لا ننسوا الاشياء التي عملها، صح عمل اخطاء ثانية. لازم 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 الشعب الجزائري يعرف باللي بومدين اعمل الاخطاء. شوف نقول لك اللي يقول لك باللي هو بومدين ما دار الاخطاء التي يعملها راهو يكذب. شوف نقول لك من ضمن الاخطاء اللي يعملها الراسخه هو انه كلهم غلطوا، لخطر علاه ما كان حتى واحد منهم بدون استثناء، كلهم بن باديس الابراهيمي بومدين اي تحمد عبان رمضان كريم بالقاسم الشعباني كلهم بدون استثناء ما كان حتى فيهم واحد يقول لك باللي انا راني لم اخطئ، ما كانش منها، كلهم غلطوا لخطر علاه ما كان حتى واحد راهو كان هو راهو هكذا خلق قال كامل، ما كانش منها. بصح يا الاخ كانوا يناضلوا كل واحد والمستوى نتاعو، كل واحد والموقع نتاعو. المهم درك هما راهم ناضلوا وحقوا الشيء اللي يعني راهو يحسب لهم. احنا الان لازمنا ننظروا للمستقبل، ولكن في نفس الوقت ننظروا ليه من خلال دراسه نتاع الماضي، دراسه موضوعيه من الاخطاء الماضي. الحاضر هذا وشخص من الاخطاء لازم نتعلموا من الاخطاء الماضي. لا يا نعم. استاذ لازم نتعلموا من الاخطاء الماضي. نعم معك، فهمت. نعم معك. منها يكون الانسان موضوعيه، تقول لي باللي بومدين كان راهو ذوك مثلا هو في عهده راه كان فيه نقولوا مثلا تعدي نقولوا مثلا على بعض الاشياء، ولا التقصير في بعض الاشياء، ولا يعني مصطلحات اللي هي. بصح تقول لي ذوك انت واحد مستبد، المستبد هذا راهو اللي ذوك انا راني معك، راني نتكلم انا ومعك، تقول لي انت باللي مستبد، كن راني مستبد، راني داير ليك، راني نتكلم وحدي. لا يا هذا رجل، هذا رئيس دولة، وفي وقته يا أستاذي تقول ما فيش استبداد، في وقته ما كانش تعددية الحزبية يا الأخ الكريم. ما كانش تعددية الحزبية، ما فيش تعددية الحزبية. أنا أعطيك واحدة بواحد يا الأخ الكريم، هذا خطأ كبير. شوفوا يا الأخ الكريم، انت تعرف التاريخ سجن حسين اي تحمد وكذا يعني هذو اخطاء نعم ماشي قضيه نتاع تاريخ. شوف نقول لك الاخ محمد، شوف نعم احنا الان رانا في 2019، رانا في 2019. انا من رايي نعم وكان حل جل باش حنايا نعالجوا المشكله من الجذور تاعها. نعم أنا من رأيي هو أنه يتم تجميد الأحزاب. تجميد الأحزاب. في 2019. أصبرني نكمل لك الفكرة برك. نعم يا أخي. شوف علاش نجمد الأحزاب؟ نجمد العمل الحزبي مش السياسي. نجمد العمل الحزبي علاه؟ الجزائر خرجت من احتلال دام قرن وثلاثين سنة. الجزائر كانت محتاجة لمدارس، كانت محتاجة للطرقات، كانت محتاجة للجامعات، كانت محتاجة للمستشفيات، كانت محتاجة للمساجد، كانت محتاجة للمرافق عمومية، كانت محتاجة للإدارة، كانت محتاجة للتغذية، كانت محتاجة للعمل، ما كانتش محتاجة للأحزاب. انت دوك لما تقول لي انت يا تعدد الحزبية باش تدير انت التعدد؟ يا الاخ الكريم ننظروا، شوف ننظروا غير ل 88 برك، واش صرا في 88؟ هاي الناس الان راه كاين منهم اللي يقول لك باللي سنه 1988 تشوف فيهم تسمع فيهم رؤساء احزاب نعم. مديرين نتاع صحف يتكلموا يقول لك باللي احنا كنا في بدايه نتاع التعدديه، ما كانش عندنا وعي سياسي كما ينبغي، وهذا في 88
او ماشي في نعم في اسمه ماشي في بدايه تاع 62، بدايه تاع 62 راها كانت اغلبيه اميه ما يعرف لا يقرا ولا يكتب. واش دير بالسياسة السياسه تاع اي تحمد كسياسي معاك، مع اي تحمد كسياسي معاك، شعباني كسياسي معاك، كريم بن قاسم كسياسي معاك، ولكن عامة الشعب ما كانوش في المستوى نتاع السياسة. نظن يا الأخ الكريم عندما نتكلم على الديمقراطية والاختيار وحرية الرأي والتطبيق والتضامن، يعني فيه لازم يكون فيه حرية الرأي، وذلك في حرية الرأي تتكمل من الفرد والمجتمع. فإن لم يكن ذلك فلا تستطيع يا الأخ الكريم. صح، أنا موافق معاك. خرجت فرنسا، كي خرجت فرنسا من الجزائر خلت قريب 56% أميين، أميين، ده الموافق معاك. ما كانش لافراستركتور، ما في أي شيء. أنا موافق معاك يا الأخ الكريم. صح، كي تتكلم على عهد بومدين تجمد السياسة، تجمد الأحزاب، هذه يعني نقطة نظن ما لا تستطيع أن تتقدم بها، لا تستطيع أن تتقدم بها. انا نشوف باللي اسمه نشوف باللي كانت كاينه بعض الاخطاء اللي راها كانت وقعت، ولكن نشوف مع ذلك لما تقارن انت الحكم نتاعو وتشوف الوضع نتاع الجزائر الان، كثير من الجزائريين لو تسالوا تقول له مثلا اللي راهم عايشوا كل المراحل هذو، عاشوا المرحله نتاع بن بلة والمرحله نتاع بومدين والمرحله نتاع وش اسمه نتاع التسعينات، يعني المرحله نتاع زروال والمرحله نتاع تاع الشاذلي وزروال المرحلة نتاع الشاذلي ومرحلة نتاع بوتفليقة، لو كان تسألهم يقول لك أنا المرحلة اللي كنت فيها لاباس عليا في السبعينات، رغم أنه الناس يعني بومدين. ما كانش كيما نقولوا يعني عندها أموال مثل ما هو راها لهنا ولا. انا موافق معك يا الاستاذ في قضيه، في قضيه قضيه الوضع الاقتصادي، قضيه الاجتماعيه وكذا. كانت يعني كانت كان شيء كان شيء كانت يعني مرحله طيبه. بس صح نتكلموا الاخطاء اللي ارتكبها، نتكلموا على الشيء اللي داروا مليح والشيء اللي داروا خطا يا الاخ الكريم. مشكلة في شو اسمه، ما كان حتى جزائري ينكر باللي بومدين يعني ما قدم الجواز الجزائري، يعني ارفع قيمته اكثر من ما الدينار. كان الدينار يساوي واحد فرنك، وان فرنك فرنسي، يعني هذا يعني لا 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 المبالغة فيه، يعني كان واقع. بصح ظن الأخطاء ثاني، الأخطاء ارتكب أخطاء، ارتكب أخطاء، أكيد وهذيك أكيد. الأخطاء أنا اللي قلت لك ارتكبهم. قبيل مش غير هو بومدين لم يخلق رئيس، فهمت؟ ما زادش قال مثلا ولا راح تكون في بلاد، وقال باش يكون رئيس ممارسة اجتهاد، كان هو يستعين مثلا بكتب ولا كانت تجيه أفكار، أو كان يستعين بمستشارين ولا كذا. ما راهوش كان كيما نقولوا مستشارين، الإنسان عنده يكون مستشارين، مثل ما راه هو الرئيس قال عنده مثلا. مستشار. شوف مثلا ويحيى الآن، نعم، ويحيى راهو درس، راهو وذلك درس في الإدارة، راهو قرا، راهو كذا. كثير من الشخصيات اللي في الجزائر اللي هما درسوا سواء في الإدارة الجزائرية ولا في إدارة واحدة أخرى، درس عليها وراهو يعرف يسير هذيك الأمور. بومدين لم يدرس في الإدارة ولا كذا، بومدين راهو هو خلى الدراسة والتحق بالجيش، بالجيش. أنا ومن معاك فيك. بعد مش غير هو، كثير من الناس اللي هما مارسوا الحكم مارسوه شي درسوا عليه، بالتالي الأخطاء موجودة. لكن هو ما كانش سراق، ما كانش خائن للوطن. تقول لي مثلا فيه بعض الأشياء هكذا، قال مثلا كان صارم، والله كان بعض الشخصيات اللي هما ربما راهو قال مثلا ما عطاهمش قيمة، والله قال مثلا همشهم، والله ما كذا، ممكن كاينه بعض الأشياء هكذا اللي. بصح ما كانش لا، قضية سراق، كان خدام، دار مستشفيات، دار جامعات، دار مدارس. هذه معك يا أخي الكريم. قضية الخدمة أختم، قضية قضية تاع خدمة أختم، هذه الحريات، معك. قضية صح، تاع الحريات موافق معك. هذه واسمه تاع التعددية الحزبية هذه معك، ما دارهاش ولكن والنقطة، هو
كانت كاينه بعض الاشياء اللي ربما كان راه رايح يروح لها. مثلا نعطيك غير مثال برك، هذه قضيه نتاع الحركه، نعم راه كاينه شهادات موجوده من بين الشهادات نتاع هذاك يوسف ملوك هذاك اللي نعم 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 لعل راك سمعت الكلام نتاعو، هو بروحه يقول لك باللي عطى له تعليمات على جال باش هو يدير تحقيقات حول الناس هذوك اللي هما كانوا حركه ولا كانوا كذا في القضاء. معناتها انه راهو كان رايح، هو رايح جاي، خاطر علاش باش انت تبني دوله لازمك تعرف باللي الجزائر راها كانت محطمه، لا مدرسه ولا هم يحزنون، كانت الجزائر مكوليه في الارض، بالاضافه الى انه الاغلبيه نتاع الشعب الجزائري كانت اميه. الان الطفل اللي راك تشوف 65% 65% المنطقه 65% كي خرجت فرنسا 65% تشوف انت مثلا فيديوهات راهم موجودين في اليوتيوب، تشوف انت الشعب الجزائري كيفاش كانوا يرحب بدو جول، وتشوف تشوف تشوف فيديوهات هم موجودين، تقول نندب، تقول هذو نظن بومدين كان مع هذوك، بومدين كان مع هذوك، وكثير من الناس اللي هما كان طاغية عليهم هذيك نتاع العروشية، كان طاغية عليهم هذيك نتاع الشعوذة هذيك، راه على بالك راه الجزائر راه الآن في 2019 ما زالت موجودة في بعض الولايات. أنا موافق الأخ معك في محمد، راهم كاين إخوة راهم يحتجوا، ما تشي مشكل، وزعنا الوقت، ما في مشكل يا الاخ وزعنا الكريم، ما الوقت في مشكل يا الاخ يا الكريم، ونعتذر كمل ونعتذر على كلامك برك ونعتذر ونعتذر عن عن اللي بالك يفهموني غلط. انا والله ما عنصري، انا نتكلم على التاريخ والواقع، ونظن الجزائر قبل كل شيء، لكل انسان حريته، لغته، دينه. نحن نعتز بالاسلام، هذا ما في مشكل، الحمد لله. واللغة واللغة نظن واللغة نظن نظن اللغة هي الأساس، ثاني اللغة نظن هي الأساس. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. الله يبارك فيك الأخ محمد، ومرحبا بك في كل وقت، فهمت؟ جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. نمر للإخوة الآخرين، المهم معذرة الإخوة، نشوفوا ترى الأخ هذا مصطفى، مصطفى عطيل هذا. المهم الإخوة الأكارم، كان تحبوا نديروا وقت قولوا لي شحال نديروا، اعطوني بالدقيقه 5 دقائق 10 دقائق، نخلي الاخوه يتناقشوا يدليوا بالاراء تاعهم. قولوا لي شحال، واش الشيء اللي ساعدكم الاخوه اللي راكم تتابعوا فينا. الاخ مصطفى مرحبا بك. اهلا، السلام عليكم الاخ، واش راك؟ وعليكم السلام. من راك تكلم فينا الاخ مصطفى؟ من باتنا. مرحبا بك الاخ مصطفى. اهلا بك، واش راك لاباس؟ الله والله يبارك حبيت فيك. ندخل في هذا الموضوع، في المناقشة اللي راهي عندكم. تفضل. فيما يخص يعني يناير، يناير أنا كنا نحتفل به شوية وعرب، يعني من نعم. منذ القدم، من اللي نعرف صلاحي، وإحنا نحتفلوا بيناير هذا بدون يعني قرارات سياسية. واش ديروا أنتم في الأخ مصطفى؟ كانت أطباق تقليدية، كانت واش ديروا في بلادنا؟ واش ديروا؟ نديروا مثلا كيما الشخشوخه تاعنا تاع بلادنا. ما رانا كيف اخويا؟ هي ما نديروش الشخشوخه. يعني كان كنا نحتفلوا به بدون قرارات سياسيه، يعني والله يعني نحتاجوا يوم عطله، والله كانوا يحتفلوا به شويه وعرب على كل حال. نعم. اما اليوم رانا نشوفوا هاله اعلاميه يعني فرافقت هذا القرار هذا، اللي هو يعني ربما استغلته بعض الناس السياسيين باش يزرعوا بعض الفتنه بين كما يقول الامازيغ والعرب. انا ما نتمناوش يكون الشيء هذا ان شاء الله. على كل حال الامر يعني الناس كلها تحتفل بهذا يناير هذا عندنا في كل جو. مش عيب، مش عيب. يعني شوف نقول لك، احنا لما تشوف انت الناس راها تحتفل بلا نوال وتحتفل بالنوفالون، وراه المشكل هو انه الجزائريين راهو قال هذا راهو داخل في التقاليد نتاعهم يكون يوم وطني ويحتفلوا فيه، وراه المشكل. مش مشكله، المشكل وين راهو؟ المشكل وين راهو؟ المشكل هو انه لما الناس تولي تدير في اساطير، ها
فهمت، تولي دير في اساطير وفي هذا الشيء اللي حاب اكاذيب نقوله لكم. وتولي دير في تاريخ نعم يعني. مزيف وتولي دير كذا، هذا ايوه الشيء اللي مش مقبول. يعني واحد الامور يعني تقرا تقول لك باللي الامازيغ هذو خلقوا قبل ادم، ها يعني شفت واحد يقول كيفاش؟ لك شايف، واحد ايه يقول لك الامازيغ هذو شيء تجاه التاريخ، كل واحد وش يعطيه الاخر. ما كان حتى يعني روايه صحيحه وصادقه، ما كان حتى واحد عطانا روايه يعني منطقيه يتقبلها العقل. ولا يعني نشوفوا انه ناس راهي شويه فات على المسار تاعو، اللي راهم كان الناس يعني تحوس تزرع بين فتنه بين الشعب الواحد. يعني الناس هذا المشكل هذا يعني بين العرب ولا بين الشاويه ولا بين القبائل، ولا يعني كاين نوع من الهاله الاعلاميه ولا من نوع من الاستغلال كاين لهذا استغلال سياسي. الهاله، استغلال سياسي، وحتى يعني نقول استغلال سياسي من جهه معينه. يعني الناس كلها تعرفها، يعني ممكن تمد يعني فرصه لناس واحد اخرين ولا جهات خارجيه باش تضرب الوحده كما نقولوا الشعبيه الوطنية. وطنيه ان صح التعبير. على كل حال كنا نحتفلوا بهذه النايره هذا بدون يعني، والله عمرنا ما حسينا كما الخطره هذه، حسينا نوع من يعني شغل حاجه زايده هكذا ماهيش نورمال. يعني الناس تستغل فيه استغلال سياسي يعني واضح. على كل حال يعني شيء مؤسف على كل حال، وانما احنا ماذا بينا تبقى هذيك الاخوه وتبقى هذيك وتلحى هذيك بطبيعة النعرات الحال بين هذيك النعرات بين الناس كل بين الناس كل واحد دروكا يجبد كيما كنت تحكي معاه دروكا يقول لك ما بو مدين ما بو مدين، ما كانش يخدم الجزائر كيما بو مدين. ما كان حتى واحد خدم يعني الجزائر، يعني كانت محطمة داب ومدين لا يعني. لا، ها هو شوف نقول لك الاخ، شوف نقول لك الاخ، درك انت لما الانسان يكون هو ينتقد انتقاد موضوعي، تنتقد بومدين ولا تنتقد الامير عبد القادر ولا بن باديس ولا اي واحد على الكره الارضيه في الجزائر، فهمت؟ نعم مش مشكله. لكن لما تصير انت مثلا تشوف راهم ناس، درك مثلا انت يا فرحات مهني اللي راهو اعلن حكومه من الخارج نعم وراهو يعلن يعني بلسانه، وراهم كاينين لهنا الناس معاه راهم يتبعوا فينا، يعلن على لسانه باللي راهو رايح يدير يعني جماعات مسلحة، فهمت؟ وفي المقابل، في المقابل تهاجم لي ناس آخرين، تهاجم لي ممنع لابو مدين ولا الأمير عبد القادر ولا بن باديس ولا الإبراهيمي ولا اسمه جايبينها يعني كيما ورا العرب هكذا خارجين لها صواب، يعني مش قال زعما وراهم فاتحين صفحات، موجودين صفحات الى درجه قالها هو اسمه، انا يعني شفتها وراهم موجودين، يعني الناس راهم كاينين اللي راهم يتبعوا في الانترنت، واسمه يقول لك باللي هذا هو ريمانار، هذا اللي راهم مات البارح هكذا يعني موت بين قوسين هكذا، ها هو ممثل العرب، يعني واحد السخرية من العرب، يعني لصقوا بهم التخلف، لصقوا بهم كل شيء إلى درجة هاك. تشوف أنت البارح الآخر ذاك الكاريكاتير هذاك اللي داره واحد يقول لك باللي ديلام 14 قرن نتاع تخلف نتاع كذا، يعني سبحانك يا رب، شكون هو اللي عنصري؟ من هو اللي عنصري؟ الأمور شكون راهي اللي واضحة، عنصري؟ الأمور راهي واضحة. شوف يعني هذه الأمور هذه تاع واحد يطعن في بومدين ولا يطعن في الأمير عبد القادر، هذو رموز تاريخية رموز وطنية. مهما غلطوا ما كانش اللي ما يغلطش، اللي ما يخدمش هو اللي ما يغلطش، جميع اللي يخدم يغلط وإن كان النية كانت صافية. ما نقولوش واحد ما ينجم يقول بومدين باللي سرق، واحد ما يكون بومدين باللي حول دراهم تاع الشعب. بومدين خدم الشعب بكل تفاني، كان بعض الاخطاء وما كانش اللي ما يخضعش غير اللي ما يخدمش، اما اللي يا يخدم ودي كنا يغلط. وليو نحكيو على الدراهم، نحكيو على الدراهم، شكون اللي ادى دراهم؟ شكون اللي داهم؟ ما داهمش اسمه معروفين محمد خير معروفين ذرة، ما معروفين داهمش معروفين محمد الناس خير كانت ذرة تدري وداروا به معارضة في سويسرا. كنا وليو التاريخ نحكيو على الدراهم، دراهم الشعب. راه صح. لا بصح انا حاب نقول لك يعني بومدين رغم انه كان رئيس دولة،
بصح واحد ما يقول لك باللي بومدين سرق، ايه كاش اللي يقول بومدين راه سرق سنخدم واسمه ربي يرحمه، وهما ثاني كيف كيف راه مجتهدوا وخدموا، وقعت اخطاء وقعت صراعات، كان ربما مش وقتها، كان ربما تاويل في غير محله، كان ربما مثلا على باليش انا حب الزعامه ولا كذا، ولكن كانوا يحوسوا على السلطه. واش اللي خلاه يترشح عيد احمد في 99؟ ما كانش يحوس على الرئاسه، يا وترشح من اجل الرئاسه بوغياف اللي راه عمر كانوا يقولوا باللي راه واسمه اقترح عليه بومدين على جنب باش يكون رئيس وما بغاش، وكان هو ضد المجموعه نتاع ضباط فرنسا. شكون اللي جابوه؟ ما جابوهش هما، هما اللي جابوه. اكيد اكيد هما كثير من الاشياء وقعت اخطاء، كاين اشياء اللي ربما احنا رانا الان رانا ندفعوا في الفاتوره نتاعها، ولكن نديروا كيما نقولوا بسطه، نديروا نقطه نظام ونشوفوا المستقبل. انت كيفاش درك انت يا النظام هذا راك ضده، وراك ضد الدستور، وماكش قابل العربيه، وماكش قابل العرب، وتحتفل بيناير ونحتفل معاك انا، وكل نتا رمضان باسكو حريه شخصيه، واش التناقضات هذا؟ شوف انا يظهر لي الفئه هذه ما كانش اللي راه يعني مستفاد من النظام كما هما، ما كانش اللي مستفاد كما النظام يعني من النظام هذا كما هما، راهم عايشين حاكم المناصب، المناصب الحساسه، المناصب المليحه، الشركات المليحه، كل الحقوق تاعهم يديو فيها كامله، وهكذاك ويبكيو وهكذاك ويبكيو. يعني الناس كلها على بالها واش راه كاين كل شيء، غير ما يشقاوش الامور راهي مكشوفه على يعني امام الناس، كل الحقوق تاعهم يديو فيها وهكذاك ويبكيو. نشوفوا سوناطراك شكون راهم يخدموا في حاسين سعر غير هما، شكون راهم حاكمين لي بي دي جي والاخر والمدراء التربيه ومن الاخر غير هما، في كل القطاعات الحساسه يوجد كاينين هذا الناس هذوما، وحاكم المناصب وهكذا ويبكيو توجو يبكيو. احنا كونتر النظام، ما هم لا كونتر النظام لا والو، هما في حد ذاتهم هما النظام، راهم موجودين على كل المستويات، وراهم كما نقولوا يديروا في المشاريع تاعهم، وان كان الناس تبكي. على كل حال مثلا كيما نعيمه صالحي هضرت خشت الهجوم هذاك اللي صار عليها، مجرد انها قالت الراي تاعها يعني هجوم يعني منقطع النظير عليها، تقول كيما هكا. هما يعني الحريه يحكيوا اي حاجه نورمال، واحد يحكي معاهم، لكن لو كان ينطق واحد ضدهم قال لك لازم يحلوا على الحزب نتاعها، يحلوا على الحزب نتاعها ويرفعوها من الحصاله، يرفعوها من الحصاله ويخرجوها من البرلمان. صح يا سيدي، فرضا باللي انت راها درك هي راها مثلا استعملت نقولوا مثلا مصطلحات، او نقولوا مثلا راها قامت مثلا بمواقف نقولوا مثلا راها عنصريه ونعاقبوها معاك داكور، ولكن في المقابل شوف لي في المقابل الناس الاخرين اللي راهم دركوما راهم يطعنوا في الدين، يطعنوا في اللخه، ويقول لك باللي العرب يخرجوا روحوا لليمن. يا واثبت لي انت قبل باللي راك جزائري، يعني وين هضر هكذا، اثبت لي انت قبل باللي راك جزائري، اثبت لي انت باللي راهم عندك والدين، نولي نهضروا هكذا. لا هذه كاين منها، كاين منها. لا شوف كل من يكشف ناس عندها قرون وهي عايشه مع بعضها البعض ابا عن جد قرون، ويجيك واحد انت ما على بالكش به، ما على بالكش حتى به شكون هو، ويجي خرج انت روح لليمن، وانت منين جيت؟ سبحان الله، انت منين جيت هذه؟ لا مش فاهمها، انا اللي مش فاهمها علاه الماك يعني لحد الان يعني ما كان حتى واحد ينتقده، رغم الشيء اللي داروا، زياره لاسرائيل، انشاء حكومه خارج البلاد دايرها في فرنسا، واحد ما انتقده، واحد ما يحكي عليه، واحد ما يجي يهضر عليه، على واش؟ الور نعيم صالحي قالت كلمه راهي رئيسه حزب وعندها راي، الحق باش تقول اي راي سياسي. في بعض المناطق في بعض المناطق اللغه العربيه يمحيوا فيها نشوفوا هي راهم، ودوك في ولايات واحده اخرى يديروا في اسمه في الامازيغيه باللغه العربيه وترجمها بالتحت من الامازيغيه. والله انا يظهر لي العنصريه هي من الفئه هذه،
العنصريه، هما اللي يديروا في العنصريه ويبكي ويقول لك راهم يديروا علينا في العنصريه. ما كاش منها، ما كاش اللي يدير العنصريه كما هذه الفئه هذه. على كل حال انا ما نسبوش كاع الناس هذوك، كاين فيهم الشرفاء وكاين فيهم العملاء، ومي حركه الماك حركه عامله بكل الادله راهي واضحه، حركه عامله تخدم باش تمزق الجزائر، تخدم كونتر السياده الوطنيه. حركه الماك نورمالمون تعلن بانها حركه عامله ونورمالمون يتابعوا العناصر تاعها وتاخذ ضد هذا كامل الاجراءات القانونيه. لحد الان ولا اجراء قانوني اتخذ ضد هذه الحركه هذه اللي راهي تستفز في كاع الجزائريين، وبالعكس انا يظهر لي كاين حتى اللي راه يحمي فيها داخل الوطن ولا خارج الوطن. بطبيعه الحال شوف دوك راهم قنوات فضائيه راهم يخوضون في حرب ضد ضد العرب، راهم يعني خارجين وبالعربيه بالعرب ويخوضون في حرب ضد العرب. اكيد هي اكيد اجنده خارجيه، واكيد من وراها اسرائيل. هذه اسرائيل يعني داخله مع جا راحت مهني راح زار اسرائيل وقال لهم انا كي ندير الاخر اول حاجه راح ندير سفاره اسرائيليه. هذا يعني نطقها كليرمون، راهي في لي فيديو راه منتشرين في اليوتيوب وكل شيء. لكن واحد ما ديكلارا كونترو ولا انتقده ولا قال كيفاه وعلاش، نورمال الناس تهتم. في واحد يفضح المشاريع تاعهم العنصريه ما يحبوش، ما يحبوش الناس. على كل حال الامور راهي واضحه واضحه. على كل حال وبارك الله فيك استاذ شكرا الاخ مصطفى، وان شاء الله نزيدو نتواصلوا ان شاء الله. شكرا بارك شكرا. نمر الاخوه اخرين. شوفوا ترى هذا احمد السبنيولي يا اخويا احمد، ان شاء الله المره هذه برك تفوت برك. للاسف الشديد الاخ احمد اللي ترمز الاسم تاعك بالسبنيولي. شوفوا ترى مراد هاشمي هذا نفس الشيء الاخ مراد. شوفوا ترى هذا هشام، هشام عوني نفس الشيء، وعندك مشكل ولا خلل. شوفوا ترى هذا حكيم، ومن بعد نجي لك الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك ورزيق يحيى. شوفوا ترى هذا حكيم هذا بارك الله يطلع. يا الله يا كريم. أخ حكيم رانا ننتظر فيك. المهم الإخوة صبروا شوية دوك راني نجي لكم إن شاء الله بالواحد. إيه قل لك مكان شانسون. مرحبا بك الأخ حكيم. الزول في الأول سكوا سام كاز بوغ تو لي زالجيريان. مرحبا بك. تفضل الاخ حكيم، يا راك تكلم فينا الاخ حكيم. انا راني دوكا راني في بوردو، راني طالب هنا في بوردو. راني في بوردو ماكش بعيد عليا. بيان مال سي بور سارا والريزو يحكم بيان مال. فوالا ليسونسيال حبيت برك فوالا اولا اولتها نهنيو الجزائر ب ب لا نوفال اون بابيغ. Quoi que ce soit, s'il y avait quelqu'un qui n'accepte pas, c'est son choix. Le mouchkil, les rani chahed fih, donc rani tibat minna min ba'id bark, ou charaoui yahdit hana fi dzayer. Sah ma jbetnish tariqat l'ihtifal ou l'akhar, parce que hiya asbahat tariqa folklorie. Voilà, et ça je pense qu'on ne peut pas l'accepter. Voilà. Moi, en tant que Kabyle, je ne peux pas accepter ça. Et où il y a Baina, Baina Billy, Mkhdouma, Mintaraf Atraf, Bah, Had l'Ihtifal, Bah, la nouvelle en Bah, tous les Tenhaz, le Had Tariqa, Bah, Trouh, même les Nas, les Mataraf, les Nas. Kul Wahad, ou Moustawa, Kul Wahad, ou Thakaftu, Kul Wahad, ou Tchmam, ou Kifah, Khmam. يقول شوفوا يقولوا شنو هذا دايور جي روماكي سوغ لي ريزو سوسيو
هذا واش قالوا اونتخ بارونتاز، ما على بالناش شكون راه يكومونتي المستوى تاعو ولا، مي مالوريزمون هذا الميساج اللي لحق. تما اون باناليزي هذا الموروث تاعنا، لا لا ما التاريخ تاعنا كانش ما راح. كانش هما دوك مثلا دوك نعطيك الكلمه للاخ الكريم الاخ حكيم. شوف هذه القضيه دوك مثلا تاع هذه تاع الاحتفال، ما كانش كانت الناس تحتفل به كل واحد كيفاش يحتفل به على الطريقه نتاعو. قال مثلا احنا في الدار تاعنا، الدار تاعنا لقيت الوالده انا دير لنا يوم، قال مثلا هذا يناير ولا راس العام ولا كذا، قال اليوم ديروا شخشوخه، راه والله كاين واحد الطبق كذا نسميوه المبرم، والله نتعشاو ونتلاقاو ندرتشو مع بعضنا هكذا وبسلمه بالعافيه. دركا حبيت انت دوك مثلا يكون هذا يوم انت احتفال وطني، قال مثلا قال ما على باليش انا يكون فيه مثلا معرض وطني ولا نشاطات وطنيه، اللي قال مثلا هي قال مثلا المنطقه نتاع القبائل راهو كاين طابع قبائلي مثلا لباس مأكولات موسيقى كذا، قال مثلا في منطقه نتاع مثلا الشاويه نفس الشيء، قال طابع شاوي، قال مثلا لباس موسيقى كذا كذا كذا، في منطقه نتاع الصحراء قال مثلا وين كاين توارك كذا كذا، ومن بعد انت توحد هذيك الاشياء. حنا وكرانا شوف اسمه انت يجيب لك فيها اشياء كانك انت ما قبل التاريخ يا صاحبي، انت راك تمشي مع ناس الان في 2019 راه تستعمل فيسبوك وتستعمل اسمه، يشوف فيك يقول لك انت يا ودي روح رحم والديك مش من التاريخ انت جيت تحكي لي عليه انا. هذا هو العنصر اللي حبيت نحكي عليه. كما تقدمت قلت باللي لا نوفالو بربير رانا نحتفلوا بها بلاك منهار زدت انت يا وانت شافي بلي راكم تحتفلوا بها، انا منهار زدت وحنا نحتفلوا بها كلهم بطريقته. الاوفيسياليزاسيون هذه وي جو سوي داكور، مي ماشي بلا مانيير هذه، ماشي بها بلا مانيير هذه. ما ديرليش كارنفال تشوفي دو نامبورت كوا اخويا، دير دي كونفيرونس الناس تعرف وشنو هذا لا نوفالو بيربير، واش صرا الناس تعرف واش صرا، باه ما نستهزيوش بالشعب ما نستهزيوش بالتاريخ وهكذا، الناس تفهم واش كاين. واللي برك الواحد النقطة تطرقت إليها أستاذ، هضرت على الهوية قلت باللي عندها عناصر، وي جو سوي داكو عندها عناصر. نعم. عناصر الهوية، مو أون أجيري جي في لي سيونس بوليتيك إي سي جو سوي أون ماستر سوسيولوجي. تما جو كو كومبخون أن بو، تما راني شوية في الدومين. عناصر الهوية عندنا الوطن، عندنا الأمة وعندنا الدولة. هكذا. عندنا الوطن راينا كي نهضر على الوطن نهضر على الرقعة الجغرافية اللي رانا ساكنين فيها، هذيك الرقعة الجغرافية اللي راهي تلمنا. وقلتنا باللي هذه العناصر راح تتغير. العنصر الأول اللي يتغير هو الوطن. مثلا واحد كان ساكن مع لاباليش أنا في أفريقيا ولا هجر لأوروبا، كان عنصر من الهوية راح تغير، هو الرقعة الجغرافية، هو الوطن. عندنا العنصر الثاني الأمة. الأمة هي كي نهضروا على الأمة نهضروا على ذلك التوافق تاع الأفكار وتاع العقائد وتاع راك فاهمني وتاع تسمى أمور نتوافقوا عليها، تسمى الناس اللي راهي ساكنة في الرقعة هذيك تتوافق على هذه الأمور. وكان العنصر الثالث هو الدولة. الدولة نتحدثوا بها في ذلك الإطار القانوني. هذه العناصر الثلاثة هي الأساسية وهي ثابتة وقادر تكون متغيرة. الانسان كي هاجر مثلا ترك في اوروبا راك تنتمي الى رقعه جغرافيه، تنتمي الى امه لانك راك تقبلت الافكار تاعهم، وتنتمي الى تلك الدوله راك تمشي بلي بابي تاعهم. سي صا كي نطبقوا هذه، اسمح لي برك نكمل الفكره. نعم كي نطبقوا هذه على النور افريكا، النور افريكا كاين ماشي اصل واحد، ما نقدرش نقول لك انا كاين غير لي بربير، ما نقدرش نقول لك انا كاين غير لي زراب ولا لي ما على باليش، كاين بزاف اجناس على مر التاريخ، كاين الناس اللي جات قعدت، كاين الناس اللي جات وعاودت راحت خلات الثقافه تاعها، وكاين وكاين. اذا كاين تكامل، كاين عده عناصر وكاين عده جنسيات. كاين العربي، منهم من هذا الجنسيات كاين الانسان العربي. الانسان العربي منين جا؟ جا من الجزيرة العربية. توافقوا عليها هذه أستاذ؟ أستاذ هل نتوافق على هذه الفكرة؟ الإنسان العربي جاء من الجزيرة العربية. كاين اللي ما يقولش هكذاك.
انت درك انت الان نو كانك دوكا راك تحكي كيما عليا قلت لك درك. انا راني قال انا لا لا راني لا جاي عايش في لا فرنسا، لا لا جيت من مانيش نحكي الجزائر، عليك انا جيت من فوالا الجزائر. يا اثبت لي انت قبل انت اثبت لي انت باللي انت راك الجزائر هذه نتاعك، اثبتها لي. نو 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 شكون ما قال نقولش باللي انت الجزائر راك جيت تاعك من جيت ايه نو ما ايه نقولش الجزائر تاعك بوتيتخ ماما انا راني جيت من الجزيرة العربية ولا ما على باليش انا ما على باليش جو سي با مي انا كي نروح البلد كي نروح البلد ندي الثقافة تاعي ندي اللغة تاعي ندي الدين تاعي ندي المعتقد تاعي ندي كلش كي نلحق البلد هذا كاين ثلاث العناصر اللي راهي في البلد هذا يعني لحقت كاين الوطن كاين الرقعة الجغرافية وكاين التقاليد تاعهم وكاين الاخرى اللي فو ريسبكتي تو سا الفو ريسبكتي تو ما سا يبدو مالغري لي ما على باليش تبقى عند اي قرن يبدو لي هو انه راه عندك خلط بين الانتماء ما عنديش خط وبين استاذ الهوية. فقط بوتيتخ سافا كومبخي لا 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 ماشي لو لا لا سوجي ها انا درت واسمه بحث في هذا الموضوع باسكو هذا. اسكو تعترف استاذ اسكو تعترف باللي لو نور افريكان في شمال افريقيا شكون اللي ساكنينها اولا شكون قبل مجيء الاسلام وقبل مجيء العرب وقبل كاين انسان ساكن في شمال افريقيا ها وشكون هو؟ نو اسكو تعترف بها انت يا ولا لا لا وشكون في هو شمال هذا افريقيا الإنسان؟ هذه وشكون كاين هو انسان هذا ساكن الإنسان؟ نو سقسيتك اعطيتك سؤال ما نقولكش قبايلي ولا شاوي ولا امازيغي ولا ما نقولكش لا ولا الأخ عربي الكريم ما شوف، نقولكش حنا ليسونسيال اسمع لي هاي اسمع لي، حنا مسلمين فهمت؟ دركا لما واحد هو يكون لا لا الاسلام لا صبرني خلوه صبرني خلوه صبرني برك بس بالجانب أصبر. لا 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 ما داخل في القضية هذه، تحكي لي على الهوية. كي يدخل الاسلام ما اصبرني صبرني لبسوش صبرني الاسلام نجي واحدة العربي واحدة صبرني نجي واحدة اه واحدة باش ما يكونش فيه كيما نقولوا لخبطة وتخلط نتاع أفكار ومن بعد الناس تروح تضيع خلاص. نعم شوف قضية نتاع الهوية، أولا لازم هو أنه الإنسان يفرق بين الانتماء وبين الهوية. الهوية هي مجموعة نتاع عناصر فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متغير. الديانة تعتبر عنصر من العناصر المتغيرة ماهيش ثابتة. اللغة ما حكيتش على تعتبر عنصر الديانة من العناصر المتغيرة ماهيش ثابتة. فوالا فهمت؟ كاينة أشياء اللي هي تتغير، قادر الإنسان هو يهز فوالا لغة واحدة أخرى. هذه قضية مكتوبة نتاع الوطن الميلاد، لما تكون أنت مولود في وطن ما تقدرش تغيرها. تعرف قال مثلا راك جزائري ولدت في الجزائر تقعد معاك، راك قال فوالا ما مثلا أنت من تبدلهاش أصل قبائلي تقعد معاك ما تقدرش تغيرها. نفس الشيء قال مثلا أنت راك من أصل عربي ما تقدرش تغيرها، ما تنجمش تغيرها. درك فوالا احنا مي الآن كومام الفو اكسبتي لوت كومام نعم الفو اكسبتي لوت كومام بطبيعة لازم الحال تتقبل العنصر الاخر بطبيعة الحال لك ودرت لي الفكرة اللي كنت رايح نتحدث عليها فوتو ودرتها لي. برك معلش باش ما نضيعش الوقت باسكو مانيش حاب نحكم بزاف وقت الناس تتقلق لا لا برك لا على الاخ قضية اللي نتاع الهوية، برك قضية نتاع الهوية واللغة فهمت. راحت لي الفكرة، كنت ما سجلتهاش وبالتالي كنت نعاود نرجع لها، خاطر عيبك فكرة تجيك في معلش لحظة معلش هكذا والله كيف وتروح كنت تمشي. راني مازالني اونلاين نتبع الاخ فقط الاخ اللي سبق جبد حركة الماك حركة الماك ما لازمش نلبسوها ديريكتومون لهذاك الجانب هي اسمح لي حركة برك اسمح سياسية لي عاودت رجعت لي الفكرة، اسمح لي برك عاودت رجعت لي ترى الفكرة. قلت لك انا باللي الدين يعتبر عنصر من العناصر نتاع الهوية. علاش كي نقول لك دوك مثلا هذا الانسان اللي مسلم، الانسان هذا اللي مسلم راهو تحكمه عقيدة. دوك هذا الانسان المسلم هو يؤمن باللي راهو كاين الميلاد نتاع سيدنا آدم. سيدنا آدم يا هل ترى هو ولد في منطقة نتاع تيزي وزو ولا في بجاية؟ ما با دي سانو ما قلناش هكذا يا هل ترى سيدنا آدم أمازيغي؟ درك هذا ما الناس قلناش اسمح هكذا لي برك اصبرني صبرني برك، أنا نهدر لك على الإنسان المسلم.
درك الانسان اللي راهو يشوف في روحه هو، خاطر انا بدينا نسمعوا في بعض الكلام قال باللي راهو الانسان الامازيغي راهو ولد قبل ادم، راه بدينا نسمعوا فيها، بالك لو درك قريتها ولا راك شفتها. كاين امور، كاين امور يا اخي، احنا عندنا عقل، عندنا مستوى، هذا الناس لا دينيين، هذا الناس لا دينيين، هذا لا عندك مستوى باسكو كاين الناس تهضر نيمبورت كوا، انا عندي عقل عندي مستوى الله يبارك نفهم الامور. ايه علاش قلت لك انا هذا الكلام؟ لانه كاين اللي راهو درك هو يامن باللي الانسان هذا راهو كان قرد وراهو تحول ولا كل واحد هو لا يؤمن بهذيك المعتقدات. الانسان المسلم، الانسان المسلم راهو درك هو يؤمن من انه راهو كاين تشريع الهي وكاين هناك ميلاد نتاع البشر، كيفاش خلق هذا الانسان تطور. دوك حنا الان في 2019 رانا عايشين تحت رحمه التخلف، تحت رحمه الجهل، تحت رحمه هذا التنازع وهذه الصراعات، كيفاش نخرجوا؟ لما حنا دوك في 2019 نوليو حنا نناقشوا في انه انت الجزائري هذا العربي هو راهو مش جزائري، لازم يروح يعاود يرجع للجزيره العربيه، ونوليو حنا الان نشوفوا في مثل هذه الكرنفالات هذا. دوك انت في 2019 يجيك واحد انت يجبد لك من العدم، تقول لي دوك مثلا قضيه نتاع يناير موجود وكانوا اهلنا وعائلاتنا كانوا يحتفلوا به بطريقتهم بطبيعه الحال، نقول لك وي، بس عباه تبدا انت تخلط لي وقال شي شناق وما ايش عارف انا والف سنه كذا قبل الميلاد، ويبدا الواحد يالف في اساطير من راسه وكذا، وغير لو كانوا يقولوا مثلا راهو جا انسان مؤرخ ولا راهو جا انسان، صار اي واحد يلا يحط روحه مؤرخ يكتب لك زوج كلمات يبدا هو يهضر لك في امور. لا، الواحد يكون منطقي شويه، يكون موضوعي شويه. كاين المنطق كمان نقتدي به. كاين نقطة واحدة أخرى حبيت سمعت لك هضرت كي في حوار تاعك مع القبيلي هذاك. نعم. جبتو بومزيان جو نسي با، جبتو بومزيان وأنت قلت كلام يا حبذا لو كنت تسحب الكلام تاعك. واش هو؟ يا أستاذ مع كل احتراماتي. واش هو؟ قلت بأنه من شكون يشك في نضال بومزيان هو حركي. هو قلتها. يعني مستحيل، يعني باش واحد هو يكون وطني ويكون جزائري قح وهو يشك في النضال ولا في الجهاد تاع بومدين، مستحيل، من المستحيلات السبع. رأي تاعك وانا عندي الرأي تاعي وعندي تاريخ وعندي امور. نعم. يعني الى خذنا الموقف تاعك، يعني هذا الناس حركة اللي راهم يشكوا في الجهة تاع بومدين، يشكوا في الوطنية تاعو، يعني أي تحمد حركي، الكولونيل سليمان دهيلس حركي، الكولونيل محمد الحاج حركي، وكان آخرين. واش قالوا؟ يعني هذو كاع كلهم شككوا في وطنية بومدين. والله. كلهم جيب اللي ترى كلهم بأدلة، يعني كاين ديفيديو، شوف الكولونيل محمد الحاج، شوفوا هو اللي يهضر، ما تما ما كاش زعما واحد يكذب ولا، شوفوا هو اللي راهو يهضر، اي تحمد هو اللي راهو يهضر، وقتاش الكولونيل سليمان دهيلس هو اللي يهضر بلي فيديو. انت اي تحمد دركي الا كان قال مثلا اي تحمد في وقت من الاوقات، هذا هو التاريخ، غير صبرني برك، هذا هو التاريخ. ايه باسكو حقيقه تجيب لي انت ظهرت. اسمح لي برك في هذه النقطه بالذات، تا دوك مثلا لما تجيب لي مثلا تاع تصريح نتا اي تحمد، تجيبوا لي نتا في 1962 وتجي نتا تناقشوا بمنطق 2019، راك غلط، فهمت؟ راك غلط في حسابك. تصريح نتا اي تحمد، اسمح لي، تصريح نتا اي تحمد قالوا في 62، قالوا في 62 وفي 63 قالوا في ظروف. لا 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 لا, لا. يا هل ترى درك حنا وكنت مرات هو انك انت تقول مثلا شيء ظهر بومدين، حقيقه بومدين وقتاش عرفناها بعد الاستقلال، عرفنا شكون هو بومدين، عرفنا من بومدين بعد افون الاستقلال ما كان حتى واحد ما كان يسمع بومدين، افون الاستقلال حتى واحد بومدين هذا كان قائد الاركان، كان من العدم. خلينا من قائد الاركان،
حقيقة بومبيان عرفناها بعد سنين وستين. يا ودي بعد سنين وستين عرفنا يا ودي والله العظيم مخطط مرك ما بعد بومبيان، على الموضوعية. عرفنا شكون اللي جاب خلاص الجنرال، خلاص عرفنا شكون اللي قتل المجاهدين، عرفنا شكون اللي قتل خيبر بعظمة شكون اللي لسان أحمد بن بلة. بومدين بعظمة لسان أحمد بن بلة. أو واش قال كاين بن بلة؟ ادخل اليوتيوب الحوار تاع بن بلة، هو اللي قتل، قالها بعظمة لسانه باللي بومدين قتل خيضر، واستغل هذيك الفعلة تاع خيضر كي سرق شوية دراهم راح قتلوا بها، وهي ماشي هذا هو السبب، السبب الأساسي ان أمور. هذه والله حقيقة، استاذ، ما يا ودي تضحكش اسمع أستاذ، اسمع أصلا أنا نهضر في حقائق. يا الاخ الكريم، شوف اسمع، ايه لا تتهضر في الحقائق. شوف انت كي تروح انت دوك مثلا تهضر لي على بن بلة، دوك لما واحد راهو درك هو راهو مع بن بلة، مع بن بلة وراهو درك هو يستشهد بكلامه، قال يا ودتم في بن بلة هو في نفسه تطعنوا فيه، كيفاش انت واحد تطعن في بن بلة، تطعن في العروبة نتاعو، وتطعن قال هذا هو كان جمال عبد الناصر هو معاه، ومن بعد لما قال مثلا قال بومدين قال كلمة ولا كذا، هو بروحه بن بلة راها التسجيلات نتاعو راها مازالها موجودة، احنا الآن رانا في الإنترنت، راه اليوتيوب مازال موجودة موجود، وشهادة نتاع وشفناها نتاع كامل، بن بلة موجودة على الجزيرة وشفناها راها كامل. موجودة. ايه هو بروحه، ما شكون قلت اللي كان لنا، واقف أنا مع اسمح بن لي بلة؟ برك، الفكرة تاعك، الفكرة تاعك أون طون كان قبايلي، نعرض تخمم تاع بن بلة، السياسة تاعو لأنه عربي تو ألور، إلا قال حاجة ما ناخذهاش، وهي حقيقة ونعرفوا باللي بن ايه بلة سي وبوم اما ديال انت كي تقول بغاسك هو هضر على حاجه على بومدين سليمان تقبلها. تما بن بلة. لا، هو شوف قالها انا تما، هاني نقول لك، يكذب اسمع بن بلة، اسمع، انا هاني بن قلت بلة لك يكذب. جبت لي اي لا، تحليل. بن شوف بلة اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي كلامك اسبق، اسمح لي. تما نكذب في بن بلة، هو اللي كان في الوقت هذاك، ونام من واحد جاء ما على باليش، انا زايد في كتخوفه، دار كتاب على التاريخ لا على بومدين لا 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 ونام لا له. لا لا سي لا سا لا لا اسمعني اسمعني لافغي اسمعني. شوف استواغ، شكون يكتبها؟ انا ما قلتلكش، اصبرني التاريخ الحقيقي، اصبرني فهم لي الكلام تاعي، التاريخ ما الحقيقي تقاطعنيش، ناخذوه اسمع من لي الاشخاص ونسمع لك اللي عاشوا. اسمع لي ونسمع لك اسمع لي ونسمع لك باش ما نشوشوش على الاخوه اللي راهم يتبعوا هاي فينا. صح، شوف دوك الانسان هذا لما يكون هو مثلا يدير بحث في موضوع معين، سواء تعلق الامر بالتاريخ ولا باي حاجه واحده اخرى، يدرس الموضوع دراسة موضوعية، وهو أنه تكون عنده دي سورس، مصادر اللي يتحدث بها. أنت دوك جبت لي مثلا القضية أنت أي تحمد، وقال مثلا هذا محمد الحاج، وكاين ناس واحد الآخرين يعني تحدثوا على بومدين في وقت من آخرين الأوقات، قلت لك محمد أنا الحاج، شوف كورونيل محمد الحاج إيه تعرفهم؟ بحكم هو انه انا راني نستند للمصادر، وبحكم هو انه الانسان لما يتحدث في الموضوع يتحدث بموضوعيه، قلت لك باللي الكلام هذا ما كانش منه، قلت لي انت باللي ايه، قلت لك باللي انا الكلام هذا قيل في وقت معين، خطر علاه هذا ايه تحمد راهو درك هو انسان شخصيه وطنيه تختلف معاه ولا تتفق معاه، راهو شخصيه وطنيه أنت شخصيه قلت تاريخيه تاريخيه، هو صاحب من حسب ما قلت المحال أنت، قلت باللي احنا من كيف، المحال أنت باش قلت حقي. هو يراه هو يتهم بومدين، اذا كان قال كلام راه قالوه في ظروف لما كان هذا السلاح ضد بومدين في 62 و63، لكن فيما بعد اي تحمد موش هو نتاع 62 و63، مش غير اي تحمد بوضياف مش تاع 62 و63، الانسان هذا راه يتطور، راك شفت الانسان هو بالاستقلال كامل يكون في كانوا مرحله نتاع 20 وطنيين، ل 20 من بعد عمره، الاستقلال مش هو متحركة. نفس الانسان لما يكون في مرحله نتاع 50 او 60 سنه، شي كيف كيف. لا، اسمح لي فقط تسمع، اي تحمد وكاع المجاهدين كانوا قبل الاستقلال كانوا وطنيين، بعد الاستقلال ولو حركة لا لا بارتي ما قلتش تعبان. انا الكلام معليش هذا، ما قلتش الكلام هذا، ما قلتش الكلام ما انا سي هذا، صح، هذا الفهم ما سي صح، نتاعك انت، هذا الاستيعاب نتاعك انت، بس فهمت؟ لا، هذا هو انا شغيب راني امام نشوف في المشاهد، ناس، وهذا هو الشغل نتاعي. ها هو اسمه برقعة، هذاك برقعة هو واحد من الناس اللي كان هو
جايبها من وراء بومدين. الان واسمه برقعه، راه التسجيلات يقول لك باللي انا تصالحت مع التاريخ، وانا راني كنت نشوف باللي بومدين كذا وكذا. الان راني نتمنى على جال باش يكون كل في كل ولايه كاين بومدين. هذا راه برقعه اي تحمد، راه ما بقاش بنفس المواقف اللي كانت موجوده في 62 و63. بن بلة نفسه ماهوش هو اللي كان في الحكم. بن بلة راه التسجيلات هو يقول لك باللي انا الا كان غلطت راني سلكت، هو بروحه، والله يغفر لهم هذ الناس اللي كانوا في الحكم، الله يغفر لهم وكذا. راه التسجيلات موجوده في الجزيره. يعني هذ الناس يتغيروا، المواقف تتغير تاع الانسان. لماذا؟ لانه الانسان لما يكون في حاله تاع غضب وفي حاله توتر، وحتى الشباب لما يكون مثلا في 22 و23 سنه، ماشي لما يكون هو في عمره 65 سنه و70 سنه وكذا. لذلك انا لما تحدثت على بومدين، انا درك شوف لما تحدثت على بومدين، هذا الانسان اللي هو درك راهو خدم في البلاد، راهو درك هو خدم في البلاد، راه كاينه مستشفيات، كاينه مدارس، كاينه جامعات وكذا. دوك تقول لي بومدين غلط، نقول لك معاك. أعطيك فكرة. تقول لي بومدين راهو قال مثلا نرتكب اشياء، نقول لك معاك، عندك الحق، راه كان مثلا ما على باليش انا، يعني كلام موضوعي منطقي نقول لك معاه. بصح باش تقول لي باللي بومدين موش وطني، ان بومدين يحبش الجزائر وقتل عليها. المجاهدين، كلام مش موضوعي هذا، وكلام مش منطقي. قتل المجاهدين والجميع يعلم، ما كاش اللي ما يعرفهاش. ما تهضرليش على التاريخ تاع ليكول، قتل الرجال وقتل المجاهدين واش منيك يا راجل، الناس قتلت في التسعينات. هو اسمه فرحه عباه، واسمه فرحه تمني، هو يقول نهز السلاح وندير سلاح وندير وندير. هاو دوك احنا في 2019، ما تبدلش فرحه تمني، لا يمثل اي ناس انتخبت مهني. انتخبت احنا اليوم رانا نتحدث على الانقلاب، ناس انتخبها الشعب وناس انقلبت عليها ويهدرك بالديمقراطيه، والناس دوهم الحبس وقتلوهم، راهم قتلوا اكثر من 30,000، اكثر من بومدين. شحال قتل؟ 10 15 20؟ شحال قتل بومدين؟ شحال قتل؟ نورمال 10 قليل. شحال؟ شحال قتل؟ واللي قتلوا 10 قليل، واللي قتلوا. لا لا، الكل يتحاسب، الكل يتحاسب، ماشي علاش ما تهضرش على التوفيق، علاش ما تهضرش على الاخر. دوك نجيك الكويتي، دوك نجيك ليهم، دوك نجيك ليهم. انتوما جبدتوا بومدين، انا جبدنا بومدين، سيتو. ماشي كي نجبدوا بومدين تقول له بومدين ما قتلش 200,000، قتل غير 10. عيب يا استاذ، ما نهضروش بهذا المستوى. لا لا، اسمح لي، ما نهضروش بهذا المستوى صراحة. المستوى عندك اللي راك تحكي عليه، ما كاش فرق بين واحد قتل 200، ما كاش فرق، ما كاش فرق بين واحد قتل 200 و10. داروا لي زوج، في زوج انقلابيين، واحد قتل 200 والاخر قتل 10. جو مون فو ديسوسيال. بومدين قتل، نتفاهموا على حاجه، بومدين ديكتاتور. بومدين لما شوف البومدين اللي حب يقتلو، اللي حب يقتلو تير عليه، لما جاوا يقدموه للمحاكمه قال لهم اعطيوا لي انا نحاكمه، وطلقوا. هذا بومدين اللي تهضر عليه انت، قتال. لا بومدين هو لو كان قتال، لو كان قتل بن بلة، لو كان بن بلة هو لما دار عليه الانقلاب، لو كان قتلو، كان حاكمه بالتهمه نتاع الخيانه نتاعو وقتلو. لكن هو داروا في اقامه جبريه وخلى عليه بدليل انه تزوج وهو تحت الاقامه الجبريه. وين صارت هذه؟ في الاقامه الجبريه وتزوج. ترخير وبومدي، ترخير وبومدي. واش من؟ لا لا، عارف باللي هو بن بلة راهو رجل تاريخي، بن بلة راهو ساهم في الثوره الجزائريه، مهما كان الامر هو بروحه يقول لك باللي احترموني وداوني وكذا وكذا وكذا، وما ما عذبوه ولا تعب. ولكن هو في المقابل، روح سمع احمد طالب الانقلاب هذا، مش عذبوه. استاذ استاذ، انت تتقلب الانقلاب هذاك؟ واش من انقلاب؟ تتقلب، تتقبلها الانقلاب اللي داروا بومدين على بن بلة، تتقبلوه؟ سمعت واش قال بن بلة على الانقلاب ولا ما سمعتش؟ فكرة الانقلاب تتقبلها استاذ؟ فكرة الانقلاب تتقبلها؟ تقبلها؟ شوف الظروف يا استاذ، شوف الظروف انت. لا 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 استاذ، لا لا، اسمح لي اسمح لي، باش اشك فوا تجبد لي دي زيكسكيوز ظروف فوالا ليستوار، وتحكي لي هذيك الحكايه اللي حكيتها السيد قبل، قلت له باللي تعدديه باسكو الشعب ما كانش مثقف. تما في الوقت هذا كاين غير بومدين اللي قافز
اخذ الحكم وعلاش عينوه، وعلاش عينوه في بالجاز قيادة الأركان؟ علاش عينوه في قيادة كاين غير الأركان؟ بومدية على بال وعلاش؟ كيفاش ولا على ما قيادة قعدش الأركان. كريم بالقاسم هو قائد الأركان كريم بالقاسم الديمقراطي، كريم بالقاسم الفيلسوف تاع الثورة، علاش ما قعدش هو في قيادة الأركان ما ومنع تستهزيش بناءها؟ بالرموز هذه بزاف، ماشي مليح استهزأ. تستهزأ بالرموز هذه. أنت لما تستهزأ قلت نورمال. نقول لك صراحة، أنا بومدين، بومدين ما يستاهلش، ما يستاهلش أصلا نذكره، ما يستاهلش أصلا نذكره للتاريخ، شفت أصلا ما يستاهلش نذكره للتاريخ. أول ديكتاتور عرفته الجزائر، واش رانا نعانيو ذوكا، واش رانا نعانيو ذوكا بسبب بومدين، شوف هذا واش الحقد رانا اللي نعانيو ذوكا. شربتوه، حقد ماشي شربتوه شربت أنايا، ماشي شربت أنايا، أنا ما شربتوه شربتش، شربتوه أنا برضو. الحمد لله عندك خلوا معلومات عينيا، تاريخية خلوا عينيا كي وجد كنت راك صغير فاهم فهمت واش الموضوع، كاين. قال الحقد شربتوه، شربتوه غير لو كان جيتوا راكم فاهمين الموضوع كما ينبغي. لا لا أستاذ، هاني لا لا جبت أستاذ، لك ما أشياء، هذا كريم بالقاسم اللي راكم انتم تعتبروه مرجع، هو بروحه مع ابو صوف ومع الجزائريين ابو كاع كوبان يعتبروه رمز وعينه كريم بومدين، علاش بالقاسم. باش يكون قائد الاركان؟ لانه ما قدروش كريم هما بالقاسم، يضبطوا. كيفاش؟ كريم بالقاسم العالم كله يعتبره رمز، تقول لي حنايا؟ اي والله كريم بالقاسم رمز، ما تقدرش، ما اي جزائري انا اللي يعتبر كريم بالقاسم ولا اي تحمد ولا خيضر ولا شعباني ولا اسمه محمد الحاج، اعتبرهم باللي خوانا، هو الخاين، هو الحركي، اللي يعتبر هذا حركه هو الحركي. باسكو كي تقول لي وانت كيفاش تعتبر لا بومدين؟ مرض هذه اللي اسمح لي على الامور اللي رانا عايشين فيها بسبب بومدين، وبومدين بومدين يا ودي بومدين ما كاش في الثوره، هو اللي حصلنا دركا، هو اللي حصلنا دركا. بومدين تسمى نتاع الاخرين اللي يتكلم عليهم خوانا الاول اللي هدر وقلبك هلك انا. قال لك استاذ، استاذ انا كي كنت صغير كانوا يقولوا لنا بلي بومدين دار ثوره زراعيه، التأميم والخرطيق، قال في وقت بومدين كنا عايشين لاباس والاخر كيما بومدين. على بالك انا نعطيك معلومه بالك انت ما تعرفهاش، ما على باليش، المديونيه الخارجيه اللي خرجت في 90، عباك بلي الاصل تاعها هو تاع 79، عباك بهذه ولا ما على بالك؟ على بالك بها نورمالمون، يكون على بالك بها انت، معظم الجزائريين ما على بالوش بها، ما على بالهمش بها. وانت على بالك بها المديونيه الخارجيه تاع 90 اصلها 79، مديونية الجزائر، ما الناس الشعب الجزائري ما على بالوش بها وانت على بالك بها. انا على بالي بها، ونعطي لك التصريح تاع الخبير الاقتصادي فرحات اي تعليق، راح تشوفوا فرحات الا اي تعليق. يعطي لك المصادر ويعطي لك كل، يعطي لك المصادر ويعطي لك كل شيء. يا ودي نعرف المصادر نتاعكم، نعرف المصادر انا ما نتاعكم. عندي حتى مصدر، انا ما عندي حتى مصدر، انا مواطن بسيط كنت في البلاد يوتيوديو، كملت قرايتي ما لقيتش خدمه، جيت لهنا نقرا، ربي يكون هذا ما معك كان. الأخ حكيم، نشوفوا نمروا للإخوة آخرين راهم ينتظروا فينا، نمر لهم الكلمة. شكرا للأخ حكيم. شوفوا ترى الأخ هذا، الأخ هشام عوني للأسف الشديد. نشوفوا مراد هذا هاشمي، نفس الشيء الأخ مراد. محمد سبنيولي نفس الشيء. نشوف ترى هذا ياسر، مهم معذرة الإخوة، نحاول قدر الإمكان على جل باش نشاركوا خوتنا في هذا النقاش. وكم تعرفوا كل واحد راه يحمل خلفيات، كل واحد كيفاش السلام يناقش عليكم. الموضوع. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ ياسر. الله يبارك فيك خويا العزيز. والله كنت نسمع في السيد هذا اللي كان يهضر، هو نورمال يعني استاذ، كل واحد يعني تعطيه فكره، يعني ديما كاين واحد، ديما طيح في واحد
لا لا كما يقول لك، يطيح كونترك، هذه سي نورمال. يطيح في مش شوي مشكلة عنده تقاليد، يطيح في عنده مش شوي عنده مشكلة تقاليد قبيلي. بصح الانسان هذا يعني كي تحكي، يعني تحكي نورمال وتحكي الصح، ما تقولش بوميديان تحكي على بوميديان. انا انسان، ملي كنت صغير نشفى، ما شفيتش على بوميديان 78 الله يرحمه في ديسمبر 78 كي مات، ما شفيتش عليه كنت صغير. بصح شفيت كي كان يهضر الشيخ، بابا كان يهضر عليه، كنا عايشين مليح، كنا ناكلو، كنا نشربو، كنا نديرو منا، شاد لي كيف كيف. واش هنا عندنا فكرته ثاني، عندنا افكار كبيره، على كيما يقولك على البلاد تاعنا كيفاش كانت، كيفاش كنا عايشين. ليش تقول لي دوكا كيما قبيل كنت نسمع فيك، ما على بالي شكون اللي عطى الفكره هذه. اول انسان اللي كان عايش في الجزائر كان قبيلي، هذه انا اصلا انا ما على باليش، مانيش كونتر واحد قبيلي، بصح انا ما على باليش. ما عنديش انا دي بروف نقولهم لك دوكا، نقول لك انا سي فري كانوا قبائل عايشين والله كانوا شويه، هذه ما على بالناش. يفو با سبريسيبيتي، يعني كما يقول لك ما تقدرش تزرب روحك هكذا تقول للناس كانوا القبائل اللي عايشين. لازم تديروا تقاليد تاعنا، لازم تديروا دوك رانا عايشين كيف كيف، دوك شعب مسلم، رانا قابلين بعضنا، كاين شاوي كاين مزابي كاين قبيلي كاين عربي كاين كلش. دوك يفو ساكسبتي، واحد ما يديرش النميمه بين هذاك وهذاك. دوك النميمه من جات هذه كيما لافير هذه اللي دارتها، هذه منين جايه؟ جايه من الاستاذه بن غبريط، يعني عيب عليا نقول استاذه، هي ماشي استاذه، هي حبت تتفرق، الشعب. باه تفرق الشعب تبداه من الاستاذ، هذه يعني باه ترجع الشعب يعني متخلف، باه ترجعك يعني متخلف صح. تبداك منين؟ تبداك من الاستاذ، تروح لك الحاجه واحده اخرى. بيسكي فلا مينيستير عندها كيما يقول لك، عندها تو لي دروا، يفوك لاتاك لي راسين، باه الجيل هذاك، ينسى، الجيل هذاك ما تعودش عنده فكره هذه تاع واحد قبيلي واحد فوالا ما على باليش. فهمتني يا استاذ ولا ها؟ هي لازم تبداك من اللي راسين، تاعك، باه ما تبينلكش، ما تبداك لا 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 تعطيك سياسه، لا اعتقد الاخ ياسر، لا اعتقد. شوف نقول لك، هذه بن غبريط ولا غيرها، هي راه تخدم في منظومه تاع حكم، ما راهيش هي اللي تقرر والله، هي اللي راها تدير من راسها، راهم كاينه اجهزه راها تخدم من وراء الستار. هما عارفين، باللي الشعب الجزائري مثل ما قالها هو ريبو مدينه ربي يرحمه، راسو خشين، صح. الشعب الجزائري على بالهم باللي راسو خشين، لما انت تجي تحب تفرض عليه حاجه هو يرفضها. هما ذركا من جهه يناوروا مع بعض الجمعيات وبعض كذا على جل باش يظهروا لهم على اساس انه احنا، راه ما عندناش خلفيه وحنا راه ما عندناش حاجه ضدكم ولا كذا، لكن في نفس الوقت يمارسوا في هذيك الاشياء باش الشعب يرفضها وعلى بالهم بها. دوك الشعب هو، هما راهم يستعملوا في هذه نتاع سياسه فرق تسد باش يبقاو هما في السلطه، يبقى الناس قال درك هاني انا وش الشخص هذا، عوض هو اننا نتفق على جل باش هذا النظام يروح، ومن بعد احنا نتناقشوا في هذه المسائل بموضوعية، وكل واحد في الاختصاص نتاعو. يجيك انت يا درك واحد راهو مثلا قاري اللسانيات، وراهو قاري لغات، وراهو يعرف مثلا اللغة كيفاش تتكون، ويعرف المصطلحات، ويعرف كذا ويعرف كذا، ويناقش الموضوع نتاع اللغة، هو انسان مختص في اللسانيات. تيجيك انسان ما عنده حتى علاقة بالموضوع تاع الهوية، مش فاهمها اصلا، ويجي يحكيك فيها.
صح. موش فاهم الموضوع تاع اللغه ويجي يحكيك فيها وبالعيط تقول له مثلا دوك هذه القبائليه مكتوبه، يقول لك ايه مكتوبه، شكون اعطيني كتب، اعطيني كتب راها كانت مكتوبه، يا ويجيب لك كتاب راهو كاتب واحد بعث بريا من فرنسا، راهو بعث بريا الخوه بالقبائليه اش كاتبها بالحروف نتاع الفرنسيه باللاتينيه، هذه قبيليه، هذه كاينه، هذه ماشي قبيليه، هذه ماشي قبيليه. هذه دوك قال مثلا واحد راهو درك هو مثلا عايش في فرنسا وراهو عربي، عربي وعايش في فرنسا وهو يهضر دارجه كيما رانا نتكلموا هذوك انا وياك، ما يعرفش يكتب اللغه العربيه، ما يعرفش يكتب العربيه، يكتب الواحد يكتب له بالحروف اللاتينيه بصح بالدارجه الجزائريه، واش راك اسم محمد وراني كذا وراني كذا، يا هل ترى هذه هي العربيه؟ خاطئه العربيه. يعني حبيت تقول بالفرنسيه المعربه، يعني ماهيش عربيه وماهيش امازيغيه. دوك كي تقول لي مثلا كاين حرف بتاع التفناغ هذيك امازيغيه، نقول لك اوكي معك، بصح باش تجي تكتب لي انت قال امازيغيه باحرف لاتينيه، وكي تقول انت عربيه عند الاحرف العربيه كاينه الامازيغيه، اعطيني الاحرف القبائليه وش هي، كاينه انت كاتبهم لي باللاتينيه وجي تقول لي باللي راها كانت موجوده، تبلعط فيا كما يقول لك يا استاذ. كما السيد كان يحكي على الانقلاب تاع بومدين هذاك، الانقلاب اللي داروا بومدين هذاك يعني كنت حط ان بورسونتاج نتاع 50-50، الاغلبيه كانت مع بومدين، الاغلبيه كانت مع بومدين، باسكو الناس هذوك اللي كانوا حابين كان ايت احمد، كاين بن بلة، انسان كانوا راحين يبيعوا البلاد، وكي يقول لك هذا الانسان تاع بومدين، هذا بومدين الله يرحمه يقول لك انسان جامي جاهد، جامي كان في ما تعرفش تاريخ انت، كي تقول لي انا بومدين موش مجاهد وجامي رفض السلاح، ثم صافو دير انت انسان متخلف، انا عندي انا انت انسان متخلف، ما تعرفش التاريخ تاعك نورمالمون ما تهدرش عليه. السيد هذا حارب دار، وكان معيش البلاد تاعو، كان يحب الوطن تاعو، كان يدافع الوطن تاعو، كان يدافع الشعب تاعو، انسان يستاهل. واش انا قتلوه؟ علاه قتلوه؟ واسمو الاخ ياسر، اصبرني برك حتى باش ما نحرفوش على النقاش، حنا الموضوع تاعنا هو يناير والانقلاب في الجزائر، على ذكر الانقلاب تاع بومدين دركا. الانسان هذا اللي راهو ضد الانقلاب بحكم الموضوع تاعنا هو على الانقلاب، راهو ضد الانقلاب، عنده ثقافه بمعنى انه انسان هو راهو يمشي في اطار تاع الشرعيه وفي اطار تاع القوانين في اطار تاع الدستور وكذا، ويرفض هو الانقلاب سواء قام به بومدين او قام به فرحه مهني او اي شخص واحد اخر. الناس هذه اللي رفض الانقلاب، الناس اللي هما راهم درك هما ضد انه بومدين راهو دار انقلاب على بن بلة، وهم نفسهم كاين منهم اللي كان هو مع بومدين، طاهر زبيري كان معاه لما داروا الانقلاب على بن بلة، كان معاه طاهر زبيري، كان معاه في اللي وصلوا بن بلة، كان معاه في اللوطه، منهم اللي هما راهم هما مع الانقلاب اللي داروه في 92، هما اللي كانوا يساندوا في بوغياف اللي هو جابوا هذا المجموع، من جهه يقول لك باللي هذا بومدين جاب ضباط فرنسا، ومن بعد راهم واقفين لك مع بوغياف مع نزار ومع تواتي ومع الجماعه هذو، هذوك هما راهم دوك داخلين في تناقضات ما على بالهمش بها، خلاص داخلين في تناقضات. لو كان جاوا راهم ناس هما يامنوا بالحريه وناس فعلا يؤمنون بالديمقراطية، كيفاش انت درك هذا قال يوم وطني، يا هل ترى حصل عليه نقاش؟ انا نعترف باللي النار كاين موجود قبل ما يزيد بوتفليقة، نعترف به
فهمت نعترف به بصح واحد ما يخبيش يوم وطني يوم وطني وراه المشكل انت لما يحصل فيه نقاش وتتخاوى الناس وقالوا ودي احنا دوك الناس راه تحتفل قال مثلا براس السنه الميلاديه ولا كذا ما هو الاولى هو انه انا نحتفل بيوم وطني وقال وراه سيدي من التاريخ الفلاني قالوا دي واللي يوم وطني ويكون يوم نتاع عطله وراه المشكله وتكون فيه قال مثلا معارض ولا مثلا اشياء تتعلق بالثقافه وبالتقاليد وراه المشكله ويكون فيه حوار ونقاش وحنا خاوه جزائريين مع بعضنا وكل منطقه عندها خصوصيه تاعها قال الشويه قال الصطايفيه قال النوايل قال كذا كذا وكل واحد يحتفل به على الطريقه نتاعو ويكون يوم وطني وراه المشكل فيه طبوع مختلفه وهذا الثراء راهو يخدم الجزائر وراه المشكل بصح باش تجي انت تالف لي في اساطير وتجي انت تكذب يا ودي التاريخ قدامنا تحرف فيه هاو قدامنا هاو 92 مازلنا حيين مازلنا حيين ناس انتخبهم الشعب فهمت ولو كان قال مثلا درك غرام هذو نتاع الفيس قال يا معاهم اي تحمد يا صاحبي هو اي تحمد هو اي تحمد قبيلي صدقني يا اخوي العزيز صدقني والله العظيم صدقني لو كان اي تحمد حكم الجزائر هذه اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم لو كان تبعت لفرنسا اخر كلمه نقولها لك اخر كلمه لو كان حكمها اي تحمد الله يرحمه لو كان حكمها لو كان عايشين دوكا مع فرنسا هنا والله كريم بالقاسم والله كريم بالقاسم ما ظنيتش اقسم بالله العلي العظيم شوف نقول لك ما ظنيتش شوف نقول لك هما يعني الاخوه في المنطقه نتاع القبائل ما مش كلهم كاين الناس اللي هما مأثر عليهم غير صبرني مأثر عليهم هذا الفكر الجهوي وخلاهم هما لا ما يفوتان دخلوا في الجهوي لا 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 هذه هي الحقيقة هذه الحقيقة كاين الناس اللي مأثر عليهم هو الفكر الجهوي وبقاو بقاو يمشيوا هكذا بقاو يمشيوا هما كل شيء اللي راهو جاي من المنطقة نتاع القبائل اوكي مقبول الشيء الاخر يسيء على جال باش قال يستغل واحد ولا كذا وبقاو هما هاك تشوف دوك مثلا تروح انت للانتخابات شوف انت الار سي دي ولا الاف اف اس ولا رغم انه راهم هما يقولوا باللي راهم احزاب وطنية وكذا ولكن تشوف للمقاعد اللي راهم يديو فيها كلها اغلبها تعاملوهم في وقت من الاوقات قال مثلا منطقه نتاع غردايا مجموعه نتاع بني مصاب شافوا رواحهم هما باللي ما يقدروش يديروا حزب سياسي لانه ما عندهمش اسمه تواجد على المستوى الوطني ولا هما استغلوا الار سي دي والافاس على جال باش هما قالوا ودي حتى احنا راني احنا ثاني امازيغ وكذا 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 وبقات القضيه هذه هي هذه الحقيقه علاش درك انت الشويه يعني لو كان نوليو نهضر بهذا المنطق نتاع عربي وقبائلي وكذا علاه الشويه ما يقولوش وما نديرو حنا نفصلوا المنطقه نتاع الشويه ونديرو دوله كيما راه دوك الناس يفكروا علاه بني مزاب علاه بني مزاب علاه بني مزاب علاه بني مزاب ما داروش هكذا والشويه ما داروش هكذا كاين تورك كانوا عايشين ثاني ما داروش هكذا كاين غير القبائل احنا 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 احنا, احنا. وانت شكون انت وحتى هذه الحروب اللي راه موجوده ونحكيوا احنا على التاريخ هذه الحروب هذه نتاع ماسينيسا وما على باليش انه وكوسيلا والكاهنه وين كانت موجوده كانت في جايه في تيزي وزو في العزاز كاع الناس الكل قال لك يهضرك على هاي لا نسومر لا نسومر لا هاو لا مرعب قادر هاو عندنا لي مرعب قادر هاو كاين بزاف كاين بزاف كاين بزاف عندنا ثاني حنا من هاو التاريخ اللي يهضر عليها التاريخ اللي يهضر بصح يفو با كيما يقول لك الواحد يدخل هكذا في ال كل واحد يديفوندي على المنطقه تاعو ولا نو شاوي قبيلي عربي اوني توس باري بصح يفو اكسبتي دفع لروحك يفو اكسبتي لو بصح تتكلم بموضوعيه وبمنطق وتكلم يعني بمعلومات دوك انا نجي نشوف واحد دوك انا راهو عنده معلومات تاريخيه وراهو فاهم الامور كما ينبغي وموضوعي دوك لما تقول لي مثلا بومدين راهو انسان خدم ودار وانسان وطني وما سرقش وكذا ولكن راهو وقع في اخطاء وراهو وقع وكذا وكذا نقول لك ها تحيلك فهمت لانك راك تتكلم بالصدق وراك تتكلم بموضوعيه بصح باش تجي انت
تجعل من بومدين ما كلمش قرطاس، وعلاش عيد حمد كان داير حواجز في الطريق وكان يقتل في الفرنسيين؟ واش نقول لك يا استاذ، نقول لك يا استاذ هذا اسمه كامل عيد حمد هز السلاح هزو بعد الثوره، نوليو نهضروا بهذا المنطقه. هو هذه اللي راح نقولها لك، عيد حمد اللي راهم يهضروا عليه هذا، هذا انسان هذا ما شاركش في الثوره، هذا الانسان هذا خرج من بعد الثوره، وين كان مخبي ما على بالناش، الله اعلم. بومدين كان يروح الجيري فرنسا، كان يدير لا تونيزي فرنسا، كان يدير المغرب فرنسا، وكع على بالك بالاستوار لابارتمون اللي كانوا عايشين فيها هو واسمه يا ربي، كانوا عايشين في فرنسا الاخر، كان كارينهم لابارتمون هذاك، حبي يخرجهم منها. استوار طويله الحاصل، استوار طويله. سيد كان رافد السلاح، كان يدافع على بلاده، كان يحب شعبه. باه تجي تقول لي انت كريم بالقاسم، سيد كريم بالقاسم، لا بومدين وسمي لي صاحبه يا ربي يا اك تهضر لي على القصه هذيك تاع مصر هذيك والله؟ لا لا ماشي تاع مصر، نو ماشي تاع مصر خاطيه. اللي حاوزهم وكاين واحد خرجهم من لابارتمون هذاك، كرالهم ابارتمون في فرنسا. يا فرنسا بومدين ما حدش رجلو خلاص، شو بك هذا؟ لا فرنسا راح ليها وقعد دو سمان هرب من ثم، ما حدش فيها بومدين ما حدش فيها رجليه خلاص، شو بك هذا؟ راح من ثم بومدين هرب، ما حدش فيها رجليه طول، فهمت؟ حتى كي مرض يا في الهواء، في الهواء ما حبش يعقب عليها في الهواء. تو شو بك هذا؟ إيه دوكا سبحان الله، دوكا نقول للتاريخ والله، الناس اللي الناس القدم اللي كانت تحكي يا اخي. يا بومدين فرنسا سقسي مليا، شوف تاكد من المعلومه تاعك. بومدين شوف في الهواء، في الهواء ما عقبش على فرنسا، كي جاو يعقبوا بعث رساله لاسمو الرئيس نتاعهم وشكروا، قال له خطر، قال له هو لك انت تجي لهنا. ماش نهضر لك على الروس، ماش ضربه تاع النهار راح للروس، لا لا خاطئه هذيك. نو يا بومدين ما جاش لفرنسا اصلا، بومدين ما حدش رجليه في فرنسا خلاص. هذه شوف تاكد من المعلومات تاعك، بومدين ما حدش رجليه في فرنسا نهائيا. هذيك القصه نتاع الدار هذيك راهو حكاها شيروف اللي هو كان زميل تاع بومدين، كانت في مصر وكراو لهم، ثم واسمه كان ثم خيضر كاينه، وكان كاينه تاع مصر هذاك وصاحبهم خرج عليهم الطريق، هذيك كاينه. هو بومدين، بومدين البداية نتاعو خطر كاين بعض من الناس اللي هما يتحتوا في أمور، والله يسمع مثلا حوار ولا كذا وما يفهموش، ويبدأ هو يهز التاريخ في رأسه ويبدأ يمشي. بومدين بن بلة بنفسه راهو كاين تسجيل، خطر كاين اللي يسمع ما يسمعش برأسه، ما يسمعش بعقله. بن بلة هو نفسه لما داروا معه الحوار هذاك على الجزيرة مع أحمد منصور، كانت العلاقة نتاعو مع بومدين قبل الثورة، وهو شافه من أنه إنسان هكذاك يعني ذكي وكذا، اقترح عليه على جال باش هو يشكلوا مجموعة، لأنهما كانوا يحضروا على جال باش يفجروا الثورة. وبومدين كان الناس اليوم استجابوا لنداء الوطن وراحوا، هما داروا تدريبات، كان اللي داروا تدريبات ثم في مصر، وكانوا اللي راحوا للعراق ووجدوا لهذيك القضية نتاع واسمها تاع الباخر اليخت هذاك اللي جابوهما، دخلوا عن طريق السلاح. سلاح هو هذا الانسان اللي يقول لك ما كلمش قرطاس. تحكي لي على باخره الاميره هذه، بدايه نتاعو هو الاول جات عن طريق السلاح، دخلوا السلاح من مصر الى واش اسمه، وقعد شهر كامل وهما في البحر. هذيك باخره الاميره تاع مصر والله. يجيك واحد انت اللي هو اللي جاب سلاح، هو اللي دخله، هو اللي وزعوه على المجاهدين، وكان مع العربي بن مهيدي في وهرن، مع العربي بن مهيدي كان معاه في وهرن، مع ابو صوف اللي هو راه واحد من المجموعه نتاع 22، ويجيك واحد انت يا ضراط ما على بالوش حتى واش اسمه، ويجي يقول لك انت ما كلمش حتى قرطاس. كان رئيس نتاع الاركان وما كلمش حتى قرطاس، وانت واش كنت؟ هو كان رئيس اركان تاع جيش التحرير، وانت واش كنت في الثوره؟ هو كي دار انقلاب، ما داروش على يعني دار انقلاب هكذا وما عندوش مصدر باه يدير انقلاب. كي دار انقلاب تاعو كاينه حاجه اللي دار بها الانقلاب هذه، ماهيش جا هكذاك برك داخل عليها
داخل على حمام ولا داخل على سيد عنده مصدر قدر سوا شاف حوايج ممش ملاح في البلاد هذه، إنساني غير على بلاده، دير الإنقلاب هذا وربي يوفقه الحمد لله. بي تقول الإنسان هذا موش مجاهد ولا مرفدش سلاح ولا نو، هذه ما كانش منها. نرجعوا أستاذ الكريم عايشك، اتفاقية إيفيون هذيك شكون اللي كان فيها؟ اتفاقية إيفيون كانوا فيها خمسة، الربعة هذوك ما نهضروش عليهم، هما إيزون شوازي لي دو ولا تروا بيرسون، قال لك لازم تتقن تتقن اللهجة الفرنسية، تتقن اللهجة الفرنسية باش تدخل. شكون اللي راح نيغوسي يا اخي؟ كريم بالقاسم كان ثم في اتفاقية إيفيون، كان ثم اتفاقية إيفيون هذه البركة رانا عايشينها. انا عايشينها وقع الاتفاقية تاع إيفيون. C'était quelqu'un civilisé ou diplomatique ou maintenant ou qui sait parler français. Hana aishin fiha al-dharka. Hadi France, n'atik al-istiqlal. C'est Mohamed, n'atik al-istiqlal. D'accord. Bsah bladak nsal ma3k. Hawi nsalou. Hana nchoufou fi Total, fi Sahara. Total, est-ce que yidiou fi al-gaz ou al-pétrole ma yidiouch? Ham yidiou fi gaz, pétrole, yidiou fi al عندهم كما يقول لك مناطق مام الشعب الجزائري ما عندوش صلاحية فيها. المهم شكرا للأخ، بارك الله فيك أستاذ، وخليه كلمة للأخ ياسر نشوف الآخرين. ربي بارك فيك، شكرا للأخ ياسر. يا الله شوفوا ترى الأخ هذا أحمد حجاج، للأسف الشديد الأخ أحمد حجاج نشوف ترى بالك المرة هذه وقال يطلع هذا خونا. أنا طلعتك الأخ هشام ولكن عندك مانع. نشوف ترى الأخ هذا أنا طلعته في انتظار هو أنه الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. واش راك خويا؟ والله غلا بس الحمد لله، مرحبا بك الأخ. شاركت معنا المرة اللي فاتت. شاركتكم دار بيت الشارك فوكا. تفضل الأخ مراد. في تغير العيد، عيد صغير والعيد الأضحى، ولكن أنا شفت تطرف من الناس سواء من القبائل والعربين، سمعت الحكم هذا على القبائل لا عند العرب من القبائل. حاولوا انك تكون في مكان فيه لا كونيكسيون مليح لجل باش نسمعك، راهو كاين مقطع في الصوت تاعك. الصوت تاعك مستعمل لي كوتور على جل باش ما يتعاودش الصوت. قلت كي قوميين العرب، قوميه العربيه هذا سمعت لي تسمع؟ سمعت غير كلمه القوميين العرب. الو سلام عليك. الو لا راهو عندك تقطع في الصوت تاعك، ربما الخط قل باش نمر الإخوة آخرين. نشوف ترى الأخ هذا حميد عثمان، للأسف الشديد الأخ حميد شوفوا ترى هذا كريم بن تومي بالك لا عاود يطلع. الأخ محمد قيشاوي ربي يبارك فيك. أخ كريم مرحبا بك، وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، حبيت نوضح واحد النقطة برك السير. مرحبا بك الأخ كريم، من راك تكلم فينا الأخ كريم؟ من ولاية مدية.
مرحبا بك. يا استاذ برك لازم في الحوار يكون كاين شويه احترام، باسكو كبير راه كاين شويه احترام ناقص مع الشاب اللي كنت تحكي معاه. الو، وينه؟ حبيت ان كون نقول لك جبت واحد الجورنال عندي، حبيت ان نوريه لك، بالك راك تشوف فيه. وهذا خير ديلي راه شوف الصوره تاع بومدين. ايوه، وهاوليك التاريخ. ها الجريده نتاع وبرك الشعب. ايوه يعطيك الصحه، جريده تاع الشعب نهار اللي فات فيه الهواري بومدين. ايوه، وشوف الشعب ذاك الوقت كيفاش كان مع الهواري بومدين، هاو مليك العناوين واقرا. انا عشتها، ليش نقرا في جريده الشعب؟ لا 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 لا، اللي ما لحقوش عليها، اللي كان يقول لك كنا نسمعوا كنا نسمعوا كنا كذا وكنا كذا، هاو ليك الديلي. موجودين فيديوهات، راه موجودين في اليوتيوب، يروح واحد يسمعهم بالك. اللي ما لحقش على الفيديو ذاك معايا، اللي كان يقول لك الديكتاتوريه والديكتاتوريه، وقال لك لو كان كنا في وكان راه بومدين في هذا الوقت ما على بالي واش راهو صاري، ولو كان بومدين ما جاش في هذيك الحقبه لو كان رانا حنايا راحت علينا وما على باليش كيفاه. فهمتني؟ هذا واش حبيت نوضح فقط. الو، نعم ماني اسمع فيك. يبدو هو انه راه عندك خلل ثاني في الخط تاعك، راه الصوره جامده والصوت انقطع. الو، نعم هاني نسمع فيك، تفضل. الاخ الكريم، الاخ كريم، الخط. نعاود نرجع لك الاخ مراد، بالك لعله راه الخط تاعك للاسف الشديد. يبدو أن الاخ مراد هاشمي عندك مشكله في الخط، عاود خرج الاخ مراد وعاود ادخل. والله ماذا بيا اجل باش تشاركنا، كنت شاركت قرب بزاف في الطرح، ماذا بنا اجل باش تعاود تشاركنا. شوفوا ترى الاخ هذا اللي يرمز للاسم تاعو بزاوي صالح، للاسف الشديد الاخ زاوي راه عندك خلل في الخط تاعك. الاخ هشام معاوني، راني قلت لك شحال من مره راه عندك نفس المشكله. اخ مراد اخرج 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 وعاود ادخل. اخ احمد حجاج نفس الشيء. ايوه ترى احمد صبني لي هذا، ترى بالك المره هذه تطلع. إيه راني شحال من مره وانا نحاول معك الاخ هشام، ولكن السلام احمد مرحبا بك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك. هاك تسمع في... نعم راني مرحبا بك استاذ. ماذا بيا على جال باش تكون في مكان برك يكون عندك لا كونيكسيون، ما تحركش بزاف برك. نحاول ما نخرجوش على الموضوع استاذ، انتم درتوا لنا الموضوع تاع يناير وطلع عشرية والانقلاب في 92، ومن بعدها ولات في حكاية بومدين وحكاية الديكتاتورية وحكاية للأسف الشديد كل مرة يجي واحد يشارك يكون عنده مشكلة في الخط نتاعه. والله غير يا الله يا كريم. أخ أحمد، للأسف الشديد نشوفه ترى مع هذا الأخ سمير، لعله يقدر يطلع. هذا سمير تيرتي. الأخ أحمد اللي ترمز للاسم نتاعك بالسبنيولي، عاود ادخل. أخ سمير مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الأخ سمير؟ من بوردو. مرحبا بك الأخ سمير.
يبارك فيك الشيخ. كنا غير نهضروا على الحصة اليوم هي يناير سيسا يناير والانقلاب في الجزائر. وانقلاب في الجزائر، كانوا زوج انقلابات في الجزائر، سي بور سا رانا دينا تعودنا على الانقلابات. هم فات لا، هو الانقلاب هذا نتاع 92، كاين هذا المجموعة هذو اللي داروا هم الانقلاب يسميوها المجموعة نتاع يناير. يا هل ترى دوك بعد ما هذا الاحتفال هذا اللي راهو صار الآن خذا طابع رسمي نتاع 12، يا هل ترى هذ الناس هما داروه يعني اكسبري، داروه يعني كانوا كيما نقولوا مخطين له على جال باش ينتقموا وداروا له هذا الموعد هذا الرسمي، وإلا هو جاء فقط عن طريق الصدفة؟ هو جو بونس عن طريق الصدفة، باسكو أنا نعقل ملي قبل 90 كنا نديرو العام في ديارنا. لا 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 لا، مانيش نهضرك انا على المساله الثقافيه هذيك ونتاع التقاليد، هذاك امر مفروغ منه، هذاك رانا كنا نعرفوا هذه المساله. راني نحكي لك على القضيه نتاع التخطيط لهذا الموضوع. خاطر علاه؟ لما تشوف انت مثلا درك في العراق، العراق هما نهار اللي عدموه صدام حسين عدموه بالعيد، نهار العيد، واه باش يخلوها لنا ذكرى. ايوه، درك هذ الناس هذو لما داروا هما هذا الانقلاب في الجزائر بهذا الاحتفال نتاع يناير، يعني ترى هما داروا له خطوا له ولا جا فقط عن طريق الصدفة؟ لا، ما كانش عن طريق الصدفة في بلادي. هذا هو الشيء اللي حبيت انا نتحدث فيه. صح، هي انا نقول رايي انا، ونتقول نختلفوا في الراي، بس راي بنادم انا مانيش منهم. هما خطوا له، هي دي دولة وسياسة وقانون، ما تمشيش هكا بارازار وازار سي طومبي هكا زعما هذا في هذا النهار كيما هكا ودرنا. هما خطوا له وميم طو هكا باش الشعب ما يتفكرش الانقلاب، يولي نولوا احنا متدابزين على حاجه واحده اخرى، نهضروا على حاجه واحده اخرى، نهضروا باريزون باسكو هذه وثنيه، قبيل غاديين يهضروا على ماسينيسا ويهضروا على الكاهنه ويهضروا باسكو انتم عرب ماكمش جايين منا وانتم رجعوا لجزيره العرب. وهنا نقولوا حنايا فيها شرك بالله، باسكو اصلا هذا يناير عند القبائل، قبايليين بروحهم مش متفاهمين عليه. يقول لك اللي تكري كون 1980، هذا لو 12 جانفي يناير اللي نديروه تاع القبائل. ما تشوفش انت باللي راهو هو احتفال يعني تسمى هذا الناس اللي هما داروا الانقلاب من اجل التشفي، خاطر الناس اللي هما كانوا هما ثما في المرحله هذه كان الفيس تسمى نجحوا في الانتخابات، كانوا يحوسوا يديروا الدولة الإسلامية. هذا الناس اللي هما داروا الانقلاب داروه التشفي في العرب وفي المسلمين، وإلا كان هكذاك برك عن طريق الصدفة. راك تهضر على الانقلاب ولا على الناير اللي داروه؟ الانقلاب ويناير في زوج. هذا الناس اللي هما الانقلاب داروا، خطر ذوك هما راه ما طاولوا طابع رسمي. بكري قال مثلا هذا يناير هذا، كانوا يديروه، كنا نحتاج يعني تسمى نقولوا مثلا هنا في الدار تاعنا الوالده تاعنا كانوا يديروا شخشوقه هكذا، وكل منطقه كيفاش هما يديروا، يسميوه كاين اللي يسميوه راس العام، كل واحد كيفاش يسميوه. لكن دركا هما بعد ما عطاو له الطابع الرسمي، بكري هما دوك هما داروا الانقلاب، النهار اللي هما علنوا على الاستقاله نتاع الشاذلي بين قوسين علنوها يوم 11 جونفي، لما فطنت الناس الصباح يوم 12 جونفي كان انقلاب، كانت الناس معرسة اللي داروا الانقلاب كانوا معرسين، الناس الاخرين كانوا يبكيو وكانوا في السجون وفي الاعتقالات. الان في 2019 الان صار هذا الاحتفال بيوم عيد تاع يناير، صار يوم وطني. يا هل ترى عيد هذ الناس هما ايه، هذ الناس اللي راهم هما في السلطة؟ مانيش نحكي لك انا على بوتفليقة راهو الان في نحكي لك عن جماعة اللي هما داروا هذا الانقلاب في هذا النهار، يعني الجماعة اللي هما كانوا في السلطة، نزار وتواتي واسمه عليه هارون، والجماعة اللي راهم معاه، بالإضافة للناس اللي هما أيدوهم مثل سعيد سعدي وآخرين. هما جو بونس هما داروا هذا النهار باش يفكوا اللحمة الوطنية، باش ندخلوا في بعضنا، باش ندابزوا، باش من باسكو الناس اللي كانت مع الفيس على ليبوك كي داروا لهم دروك هذاك نهار عيد، زعما راني نستشفى فيك،
اني بدلت لك نهارك ونستشفى فيك، ويقول للقبائل عندكم رانا درنا لكم من يناير كوم ان جور ناسيونال، فهمتني؟ اني درنا لكم يناير كوم ان جور ناسيونال، الور هما لا غاديين العرب غاديين ما نتقبلوش يناير، اللي جاوا مع الفيس ما يتقبلوش يناير، والقبائل غاديين يقولوا نو عندك العرب راهم راسيست كونترنا ما مش متقبلين يناير باسكو مينو جايين لينا حنايا. هي سياسة الديفونس، هي سياسة تفرق تسد. انتوما الشعب الهو بعضاكم وفي بيميناتكم وحنا نديرو شنو نبغوا. انتوما الشعب مسكين راك راكيك اقعد انت دابس على الناير وقعد كيفاش داروا لي هذا انجور ناسيونال وكيفاش هذه علاش، والقبائل يقول لك نو هذا عيدنا وهذا نهارنا وهذا عيد تاعنا اللي يكون وطني، باسكو راك تشوف ميم لي ديسكوسيون رجعنا نهضروا علاش على اللغه تاع القبائليه القبائل، انتوما العرب ماشي منا. هي سي بو كري ان بوليميك اون فيت بور كو لو بوفوار اون بلاس اي ريست. هذه امور موجوده ما لازمش تغلط روحك. فوالا باللي راهم يحبوا يخلقوا بوليميك ما كاينش منها، الناس ما مقتنعين من انه مش غير الجزائر نو نو قال البلدان دير كيما قال لي لي زون بوليتيك يديروا كيما هكا هما بالك يسهروا في راه. لا 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 فهمني كاينين الناس اللي هما راهم مقتنعين درك، كاين درك مثلا هذا فرحه مني هو راهو يريد فصل منطقه القبائل، ولكن كاينين الناس الاخرين اللي هما ماهمش يحوسوا نتاع فصل منطقه القبائل، حوسوا منطقه نتاع المغرب هذه نتاع اللي يسموها المغرب العربي، ما تقولش المغرب العربي فهمت، راهم يحوسوا على دوله واحده اخرى اللي هي تجمع هذه الدول، والان راهم تقدموا راهم مشاو في توحيد العالم، الان راهم وصلوا دوكا هذه قضيه نتاع توحيد نتاع يناير مش غير في الجزائر دوكا في المغرب وفي ليبيا وفي في مصر ربما في المستقبل، راهم دوك هما وصلوا الى درجه من التوحيد ومن كذا وماشيين البعيد، وانت العربي روح اخرج روح عاود ارجع لليمن وروح عاود ارجع للجزيره العربيه، هذا هو المنطق اللي الان درك راهم يمشيوا به، ولما تشوف انت دوك الصفحات اللي راهم ينشطوا فيها في الانترنت سواء في اليوتيوب ولا في الفيسبوك المواقع اللي راها موجوده عنصرية ضد العرب ولات طاي طاي، ما كانش واسمو ماشي يقول لي واحد دوك انت راك داير بوليميك تاك تشوف فيهم دوك واش راهم يهضروا على واش اسمو، ولات عيناني على الشروق على قنوات واحد اخرى تشوف فيه ذاك النهار هشام عبود على القناه، ولات طاي طاي ما كانش هذيك انت قال راه الناس ضرب ولا طاي طاي خارجين ليها صواب، ما كان حتى كلام. هي هما لا ضروك مين هما خرجوا لها الطايطه اللي حنا نفهموا ضروك شراغ شاو الدور تاعنا اللي غادي نديروه، باسكو سي با بوسيبل يخلوا لنا هذا البريزيدون كيما هكا وهذا الحاله تاع الجزائر رانا عايشين هنا في اوروبا، في اوروبا راهم كاع الناس تضحك علينا، حنا ينخطوا هذا المواضيع اللي انا نقول هادو دي فيتيليتي ماهمش حتى دي نيسيسيتي. فيتيليتي هذه يا راجل واش من فيتيليتي هذه يا راجل، الشعب سي فيتيليتي باسكو الشعب دروك نقولوا حنا متخابطين غير على هذا الشيء ومخلين ليسونسييل اللي غاديين يقدموا لنا دروك ان سانكيا موندا ولا يديروا له ان برولونغاسيون من الرئيس. شوف نقول لك هي المشكل ليسونسييل تفهم السياسه، شوف لا تفهم السياسه، شوف سانكيام موندا والله يديروا بريزيدون واحد اخر والله ياجلوا الانتخابات كل النتائج وحده فهمت، هاي لا وحده راني عارف اللي لهم يديروا هي كلها وحده، ولا الشعب ينوض ويدير حاجه مختلفه. لو احنا درك الشيء اللي احنا مطالبين به هو رانا كيما يقولوا انا شحال قلتها شحال من مره كيما ديرها انت تحرق فهمت، انت راك كيما يقولوا بين المطرقات والسندان، من جهه نظام مستبد ومحتل راهو يتربص بك وعدو داخلي فهمت، كاين عندك عدو داخلي هما راهم كاينين الناس اللي هما راهم مثل ما هذوك اللي راهم يحرشوا بين زوج وراهو يستنى فيك انت وكتاش انت يطيح واحد ومن بعد يطيحوا عليكم في زوج ياكلكم، راهم ناس يفكروا هكذا،
وكاين محتل راه هو ينتظر فيك وكتاش تطيح. المحتل راه داخل ديجا، المحتل راه عندنا. ايه ومستبد، مستبد هو راه هو يزرع في هذه الامور هذه نتاع الشقاق والنفاق بين الجزائريين على جال باش يبقى هو مستمر. وانت كيما قلت لك كيما تحطها انت تحرق. عوض هو انه هذ الناس من كل الجهات، شاويه عربيه قبائل مزاب كذا، تلتقي الناس قال باللي هذا النظام بسطة، النظام هذا لازم يروح ماشي بوتفليقه، النظام كامل يروح. سيستم سي سيستم هذه ديك كاع والناس فيما بعد تعمل من اجل نظام جديد، نظام عصري، النظام اللي هو يواكب الطموحات نتاع الشعب وتخدم الامور. قال مثلا دوك انت هذه موضوع تاعي يناير نتناقشوا عليه، نتناقشوا على موضوع نتاع الامازيغيه، نتناقشوا على العلمانيه، نتناقشوا على امور كثيره، ولكن في الوقت نتاعها في اطار نتاع مؤسسات شرعيه منتخبه ونمشيو وفق ضمانات تمشي وحده وحده. اسمح لي اما هو انك انت تروح تمشي هو راهو يخدم يدز فيك يدز فيك يطبع فيك على جال باش انت تخرج في اطار هذه نتاع قال اروح نديروا اضراب سلمي واروح نديروا عصيان مدني، هذا راهو يطبع فيك على جال باش انت فيما بعد هو يركب عليك. ما تستعملنيش نو، هي كاين شي صوالح باسكو سي امبوسيبل كون فيفر كوم سا توت لا في. هما يديروا في الشكاره ويديروا في الدراهم ومخلين الجزائر متخلفه ورانا في لاريير لاريير باسكو الدينار ما عنده حتى اوكين فالور. الشعب ضايع هامل، الدنيا عايشه برا مساكين اللي ما يتعشاوش ما يفطروش، مخلينهم كيما هاك وقاعدين. احنا علاش رانا خايفين على الفقر اللي رانا عايشين فيه؟ قال لك اذا اراد الشعب ان يعيش يوما لابد له من ان ينتفض، باسكو سي با نورمال. انا عندنا نشوف دي فامي مساكين ما يلبش ما يتكش يدي ولدو للطبيب، عايش كيما باسكو خايف من المحتل الاجنبي يجي. وانا نموت انا ولدي وعلاش نقعد نعيش في دي عيشة الكلب؟ كيما قال لك جدي بكري الله يرحمه، قلت له كنت كان جدي مجاهد الله يرحمه، قلت له بوي علاش كيفاش حاربتوا فرنسا وانتم ما عندكم زويجه؟ قال لي يا ولدي نعيش ديك نهار. قلت له بزويجه تعرف ميسيل امبوسيبل. قال لي يا ولدي انا بغيت نعيش بشرف نهار ونموت، خير من اللي نكون خمس، خير من اللي نكون خمس عندي. ربي نهار كانت الناس صادقه وكانت الناس تضرب على الوطن وكذا، ربي اللي عاونهم التالي، واش من زويجه ولا مكحله ولا والو. الله يرحمه سعي. هي الحرب وكل اللي تشوفها بمنطلق القوه والمعرفه، هذه تاع اراده وناس كانت صادقه، فهمت؟ كانت الناس تلتقي على كسرى يقسموها، يتكيفوا قروا مع بعضهم، يشتق نتاع كسرى يشربوا مع بعضهم، ياكلوا في بمغرفه واحده بملعقه واحده، والناس تاكل في مثرد واحد، وكانوا متعاونين من اجل عجل باش ينهضوا. ولو كان هما مشاو بهذه المنطقه هذه نتاع واش اسمه يناير واللغه الامازيغيه، لو كان راها فرنسا مازالت راها دوك راها الناس ولات راها تهضر ماشي غير بالفرنسي. لو كان راها دوك الناس راه لا جامع ولا مدرسه ولا حاجه ولا. انا بور موا الجزائر ما استقلتش خلاص، هذاك سي ان فاساد برك. فرنسا مازالت اللي على الانتيريور تاع البلاد، سي تشوف لي لوا تاع فرنسا مازالوا لي لوا تاع الجزائر. سيستم دو بونك سي الميم سيستم كو دو فرنسا. الجزائر ما استقلتش كاع ومازالت عندنا كيسموها اللي راه فيه ني دو فرنسا وهذوك صوالح طوطال، هما اللي يمدوا في الخيرات تاع الجزائر، هما غير اون فاساد راحت وخلات المتوكل على المستعمر برك، هذوك هما اللي قعدوا في بلاصتها. هي راحت اسميا ودات لا كولونيزاسيون باسكو دخلنا في الأخ. الاخ سمير راه كاين اخو راهم يحتجوا. صح هاي صحي تخلطي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ سمير. المهم الاخوه معذره للاسف الشديد، ساعه هكذا نشوف ترى الاخ مراد بالك لا على الله ان شاء الله تطلع. اخ عيسى والاخوه الاخرين صبروا شويه. اخ مراد ان شاء الله المره هذه برك تطلع كيما مراد ان شاء الله المره هذه برك تطلع ان شاء الله. السلام عليكم الاخ مراد، دير لي كوتور الاخ مراد. هاوني درت انا درت. ايوا تفضل. واش حبيت نقول على يناير والكوديتا 92 هكذا. ايوا انا واش نقول لك، انا نوافق الشاب هذا اللي دوكا اللي راح
نوافقوا 100%. احنا دوكا لازم ترتيب الاولويات، لازم نرتبوا الاولويات. الجزائر يا سي نور الدين، انا يعني ناضي في الجزائر، الجيري بلوريال راك عايش في فرنسا، عندهم العلمانيين، عندهم الدينيين، عندهم حتى شذوذ الجنسي، ما سمعت عندهم ديبيتي تاعهم، هما عايشين. لازمنا نتحاوروا كما قلت لك، نحاوروا العهود. انا مانيش مع العهود الخامسه، انا ضد النظام هذا. النظام هذا ما لازم يروح، لازم يروح. ما عندوش لازم يروح ولا يركع كما قال اي تحمد ربي رحمه. كيفاش انا نبروبوزيو لكم حاجه، نديروا كما داروا في المكسيك، كما داروا المكسيك، خيروا كونديدا المعارضه وكل، اتفقوا على واحد كونديدا هكذا. كاين شو داروا شونجمون في المكسيك، ربح على هذاك المعارض او بريزيدان، والمكسيك بدات كلشي. حنا دوك القبايلي والعربي، هذا نقول لك صراحه والله ما كان مشكل هذا قبايلي ولا عربي، حنا جزائريين سيفري. انا نهضر قبايلي، انا تربيت بالقبايلية، سمعت، ولكن مانيش ضد اللغه العربيه، مانيش ضد الاسلام. اولا اللغه العربيه ما تجمعش الاسلام، لا ما نديروش المغرب الاسلامي، لا ما نقولوش المغرب الاسلامي. انا شو بريفير المغرب الاسلامي ولا المغرب العربي؟ المغرب العربي شكون سمى المغرب العربي؟ هما القوميين العرب، سي بروفوكاسيون. القوميين العرب شكون دارهم؟ اي مسيحيين. كيفاش انت تمشي مع واحد مسيحي يتكلم اللغه العربيه مع نانسي عجر ومع البريشي وجورج واسوف، ولا واحد امازيغي يقول لك انا امازيغي ولكن نقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ايا نخيرك، مع من تمشي؟ هاي الاخ مراد، سؤال الاخ مراد، اسمعني معك شوف اسمعني، هذه المواضيع راها هي تزيد تعكر الاجواء. تا دوك لما مثلا دوك انت هذا الانسان اللي راهو دوك مثلا دوك الناس كاين اللي راه ما على بالوش، فهمت؟ ما هي لا قضيه نتاع قوميه عربيه ولا عروبه ولا يحزنون، ما على بالوش. هو ناض كبر سمع كلمه المغرب العربي راه يردد فيها هكذاك، فهمت؟ ما عنده لا خلفيه سياسيه ولا عنده ثقافه ولا علم بالتاريخ ولا هم يحزنون. لكن درك لما تشوف انت ناس في منطقه القبائل، هو انه يمسح اللغه العربيه ويخلي هو الفرنسيه، ويزيد هو يسمع قال كلمه المغرب العربي نحي كلمه العربي، هو في اوتوماتيكيا راه رايح يفهم باللي هذا الناس راهم ضد العرب هكذا مباشره، راح يفهمها. حنا درك هذه المواضيع تدرك فرق بين هو انك تتحدث انت مع انسان قال مثلا راهو ضالع في التاريخ، وراهو انسان قال عنده مستوى ما شاء الله عليه من الثقافه، تتحدث معاه قال له مثلا نهضر انا وياك، تقول لي انا باللي والله العظيم انا راني نشوف باللي يعني كلمه نتاع مثلا مصطلح نتاع هذا نتاع المغرب العربي نشوف فيه باللي قال راهو فيه كانه يعني ما نشوفش روحي باللي انا راني قال مثلا امازيغي، نشوف في روحي باللي كانه مقصي. نقول لك انا باللي مثلا وراه المشكل لو كان مثلا نحيو كلمه المغرب العربي ونديروها قال مثلا المغرب الكبير، نقدر نتفق انا وياه قال مثلا انسان مثقف راك لاحق الوسمو، بصح كاين اللي راهو يلصق لك فيها خطر علاه، موش وقتها لانه الناس ماهيش على قدر من الاستيعاب وعلى قدر من الفكر. لذلك انا دائما نقول باللي كاينه بعض المواضيع اللي ماهوش الوقت نتاعها اللي تتناقش. خلي نبدلوا النظام، خلي نديروا مؤسسات، خلي نرفعوا مستوى نتاع الوعي، وكاينه امور اللي تجي في وقتها نهار اللي تركح الناس تروح هذيك الصراعات هذيك الذوب وحدها، ذوب يعني من تلقاء نفسها، لانه هذ الناس اللي هما راهم يزرعوا في العصبيات، هذا اللي درك هو يجي نتايا يقول لك بومدين خائن، واش راح تنتظر؟ راح تنتظر في رد فعل عنيف. لما تجي تقول واحد بومدين خائن، بومدين حركي، وبومدين ما كلمش قرطاس، وفي المقابل قال كذا والاخر 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 والاخر، تشوف انت انسان عنصري لدرجه ما علمش كيفاش، واش راح تنتظر؟ راح تنتظر رد فعل عنيف اخر. لكن لما تكون انت يا انسان موضوعي وانسان منطقي وانسان منصف وتتكلم كلام اللي مقبول وكلام مسموع،
راك راح تلقى في المقابل تلقى انسان حتى اذا كان راه رايح ربما يقول لك كلمه يقول لك خلينا ناجلها السيد هذا راه انسان منصف واسمه خلي نكون معه انا سبل. فهمتني القضيه وراها؟ لا يقول لك اسم العنصريه خلقتها فرنسا والحكم تاعنا كمل عليها كمل عليها 260 الى يومنا هذا. نحكي لك على فرحات فرحات حنا بكين عيطولو فرحات امازيغن امولا. كان واحد الوقت كان شيوعي كان الاكستريم غوش كان تروتسكيست كان في جي سي ار جوناس كومونيست ريفوليسيونير. وبعد داروا كيفاش ندار سينيو امباكت امباكت مع البوفوار مع جنرال المعلم تاعهم هو جنرال تواتي هو وسعيد سعدي هو المعلم تاعهم ريال هو جنرال تواتي هو المعلم تاعهم. وبعد ما تفهمش هو وسعيد سعدي المهم جاوا من عائله واحده هم اقصائيين هم كيفاش نقول سيدي راسيست سمعت كومبلكس سوبريوريتي سخيبوا روحهم هما اللي قاريين وسمعت بس هادو اول مره درنا انتخابات نزيهه في الجزائر هي 1991 عباك شحال داو كراسي داو زيرو زيرو سياج صفر كرسي يعني القبائل اغلبيه ساحقه هم مسلمون سمعت هم وسطيين هم وسطيين سمعت وسطيين يحبوا الغير يحبوا المسلمين سمعت هما اللي داو الاسلام للاندلس. اما سعيد سعدي وفرحات مزيغ نيمولا وكاينين بزاف كاينين بزاف من السياسيين هم مناضلين اغلبيه مناضلين يتخباو من وراء الامازيغيه هما ماهوش ما يخدموش الامازيغيه ما يخدموش الامازيغيه هما يخدموا مصالحهم ضيقه سمعت. اما انا كنت معهم انا كنت مناضل في الحركه الامازيغيه انا كنت كاش نقول انا مسلم ولكن كنت مينوريتار كنت مينوريتار لا باسكو المعربين المثقفين باللغه العربيه خانوا البعد الامازيغي للجزائر. ما تقول انت تقول الجزائر كانت صحراء قاحله بعد جو المسلمين بدات من ذاك النهار ماشي هذه هي التاريخ ماهوش مناضل اللي يكتب تاريخ اللي يكتب تاريخ هو مؤرخ مؤرخين هما سيونتيفيك سمعت ماشي بايديولوجيه. انا باغ اكزومبل انا نشتي بومديان ندافع على بومديان كباكي اونجل ننسى واش دار بون المهم دار الفلاحه وهكذا وكل شيء وبعد ننسى الطرف السلبي تاعو سمعت ولا نحب ايت حمد ولا ايت حمد زعيم وكل شيء ننسى الطرف السلبي تاع ايت حمد ماشي هكذا ما نقدروش نديروا تاريخ ما نقدروش نبنيو دوله او في فرنسا هي اللي قريبه سي محمد دوغول وما ادراك ما دوغول الي كريتيكابل ميتيرو وما ادراك انا ميتيرو عنده 50 كتاب يكتب كل عام عنده كتاب بصح الي كريتيكابل ماهوش النبي لا ماشي قال انا مانيش مع دوغول يقول لك هو انت خبيث ما تشتيش الجزائر فرنسا وهكذا دونك هادو الحكم هذا يستعمل العروبيين العربيين هادو ماهوش ما يخدموش اللغه العربيه ولا اللغه ولا الاسلام يخدموا مصالح تاعهم الضيقه يمشيوا مع اليهود سمعت هاو في فرنسا ولادهم يقراوا في فرنسا في انجلترا في امريكا مثلهم مثل الامازيغيين هذا امازيغيين لي بربريست الامازيغيين هادو كما سعيد سعدي وربعته يخدموا مصالح تاعهم شكون اللي حبس دار انقلاب عسكري شكون اللي دارهم 1992 نحكي لك شكون كاين الجزائر كان فيهم العرب فيهم الشاويه فيهم القبائل هما اللي داروا يعني في الحكم هذا فيه الجزائريين وكل فيه القبائل فيه الشاويه فيه مزابيه فيه سمعت دونك القبائل فيهم المجرمين الشاويه فيهم المجرمين المزابيه فيهم المجرمين العرب فيهم المجرمين حنا واش حبينا نجمعوا المخلصين اما المجرمين عرفوهم يا رجل حنا حبينا نجمعوا المخلصين سواء في القبائل ولا في الشاويه وكاينين ولا ما كاينش كاين مخلصين في القبائل صح معك كاين مخلصين في العرب كاين مخلصين في الشاويه كاين مخلصين في توارق سمعت هاي الحصان المخلصين اما المجرمين هذو يا اخي ما عندنا ما درنا بهم سوف يحاسب ديجا هما بداو يكتبوا كتب او بدي بدك الكتب او بدي تعرفوا اين هي لا بور سوفي لا ريبوبليك وراي لا ريبوبليك وراي اين هي وراي لا ريبوبليك وين الجمهوريه اللي سوفا وراه لو كان خلاو الفيس مشى انا ما فوتيتش على الفيس
كنت مع الجبهه القوى الاشتراكيه في الوقت هذاك، ما فوتتش على الفيس، ولكن قلنا نروحوا للدوزيام تور ما راناش خايفين من الفيس هذا، باسكو الفيس شكون جاب؟ جاب مع الشعب، جاب صحاب بلكور، جابوا لوساندي، جاب نفس ستيف طنجه في بجايه، جاب غير الله عزوي كانت شمال اكسيتيرا، ما جابش مع البرجوازيين. ما هو الفرق بين حماس والفيس يا اخي؟ اسلاميين في زوج، كيفاش الحكم يخدم على الحماس وما يخدمش مع الفيس؟ باسكو الحماس اللي دوميستيكي دي اسلاميست دوميستيكي، اغلبيهم من المخابرات، من المخابرات، ولاد القياد، ولاد سمعت، ولاد البرجوازيين. اما الفيس اغلبيه ساحقه، هو جاب مع الشعب، شعب علي بن الحاج الشعب. وكش دوكا حنا كيفاش دوكا؟ واش حبيت نقول لك؟ لا كيفاش نخطط دوكا؟ خلينا مرات شوف دوك نعاود نرجع لك الكلمه. فيما يتعلق بالقضيه هذه نتاع الفيس، درك نقولوا مثلا نسمع هكذا، وحتى انه عشت انا، يعني انا ثاني راني عشت الفطره هذيك ونعرفها بالتفاصيل تاعها، فهمت؟ درك لو كان نقولوا مثلا اونيت لا ميم جينيراسيون، انا زيت 69، ايه انا راني شويه كبر عليك شويه. شوف عشت المرحله هذيك بالتفاصيل تاعها، ونعرف ادق التفاصيل في الوقت هذاك. دوك لو كان هذا الناس اللي راهم هما في السلطه، صحيح هو انه وقعت اخطاء من طرف القياده نتاع الفيس، وقعت اخطاء وكانت فيه تصريحات غير مطمئنه، بل فيه تخويف، بل فيه تهديدات، صحيح. ولكن هذ الناس هذو دوك مثلا فرضا قال باللي يودي هما راهم وقفوا هذ الانتخابات وداروا انقلاب حتى على الشاذلي، وقال راهم هما خلصوا الجزائر من هذ الناس هذو، خلصوا الجزائر من هذ الناس. دروك لو كان راهو البرلمان راهو قال مثلا راهم فيه دكاترة، وقال راهم فيه باحثين، وقال مثلا المدرسة الجزائرية راها تطورت، والثقافة الجزائرية راها ازدهرت، ورانا صرنا نشوفوا في رؤساء أحزاب ما شاء الله. وقال لما تشوف انت ذوك المستوى نتاع التسعينات، انت راك عشتها، شوف انت الحوار كيفاش كان بين عباسي مدني ومهري، وكيفاش كان بين ايت حمد والناس هذو اللي راهم كانوا موجودين في تلك المرحله، وتشوف انت يا الان في 2019 تسمع انت في طليبه، وتسمع انت في بونجمه، وتسمع انت في برلمان، صارت الناس تقول برلمان الحفافات، وتشوف انت المستوى اللي راه الناس تناقش به يا صاحبي، وراك مدي البلاد لوين؟ لو كان دوك مثلا راهم خرجوا الناس، قال مثلا نقضوا على الازمه تاع البطاله تاع السكن تاع هذه الازمات اللي راها موجوده، ياك تشوف اخرتها نتاع عياش هذاك، هاي اخرتها نتاع هذا نتاع هواري منار، السيد راه يدير عمليه تجميليه بركي في الحيط، فهمت؟ او بوتفليقه هو نفسه راهو صاري راهو يداوي في الخارج، وهما بدون استثناء راهم يخرجوا للخارج ويبدلوا حتى الظفر تاعهم، ويبدلوا في لي لونتين تاعهم وكذا كل شيء، ولكن ما عندهمش الشجاعه باش يتكلموا. يعني انت نعطيك انا هذيك، نعطيك معلومه كاين الناس راهم ما يعرفوهاش، زرهوني، تعرف زرهوني واش قال النهار اللي منعوا احمد طلب الابراهيمي من في البرلمان؟ واش قال؟ قال لهم باللي هذو بقايا نتاع الفيس، صح ولا لا؟ لا تعرف شكون اللي بدل الكلوه نتاع واش اسمه زرهوني؟ تعرف شكون ولا ما تعرفوش؟ اللي بدل له الكلوه هو اطار من الاطارات نتاع الفيس، بدلها له في فرنسا هذاك اوزيالا، هذه نعطيك معلومات هم كثير الناس ما يعرفوهاش. ومات هو اللي بدل له الكلوه نتاعو في فرنسا، هذا الزرهوني، هذا العقون هذا. فهمت؟ هذا الزرهوني العقون اللي هو قال باللي هذا العوده نتاع الفيس ويجي يدير عمليه جراحيه في فرنسا عند هذا اوزيالا اللي هو كان
من العناصر تاع الفيس وخرجوه لانه دخلوه كالمير دخل كالمير. يعني باش تشوف هذا الناس هذو فهمت. لو كانوا نقولوا مثلا راهم درك هما قال راهم طوروا الجزائر وراهم وصلوا بها الى مستوى قال مثلا من الثقافه ومن الاعلام ومن السياسه ومن التقدم التكنولوجي والصحي وكذا 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 قال والله غير ما شاء الله يسب فيهم ويجي يبدل الكلوه نتاعو في عندهم وهل ما جرى هذا ما يحشموش هذا ما يحشموش هذا اقسم بالله اقسم بالله غدوه لو كان يجي علي بالحاج هو بريزيدان تاع الجزائر غير يجيو هما الاولين سمعت هو الاولين يطبلوا له ايه كنا برك غلطنا وما هو رجل سمعت كل شيء نو هذا الحكم هذا الحكم تاعنا ما يحشموش ما عندهمش الا اذا تستخيف على المشيئه هذو ما يحشموش ما عندهم باه يحشموا حنا دوك المشكل فينا الشعب حنا في الشعب دوك يكرهوا فينا عدد 62 حنا يكرهوا فينا جابوا لنا بزاف حوايج هذا قبيلي ومن بعد قبيلي ومن بعد هنا او ذا عربي ومن بعد هنا في سطيف او جاو بري هذا من وين هذا اسمه سمعت ما عندناش باش ما يكونش عندنا مشروع وبحبسونا جابونا الاسبي وبعد درك هما اعتنقوا هذا الفكر المليء بالحقد والضغينه قال وراه المشكله هاك انت درك اسمح لي هاني درك انا عربي وانت قبيلي هانا نتناقشوا في اخوه انت تحترمني وانا نحترمك تا قال كاينه اشياء اللي نتفقوا فيها كاينه اشياء اللي نختلفوا فيها ورانا نتناقشوا مع بعضنا ونقدموا خدمه للجزائر لكن لما يجي واحد انت اوروبي انت بعثي انت اسلامي انت ذيك هو عنده الفكر الاقصائي ويجي هو يقول لك انت باللي انت عنصري هو مريض بالعنصريه هو مريض بالعنصريه ويجي يقول لك انت عنصري او هنا احنا بيناتنا في القبائل بيناتنا علاش لي غرون كابيل لي بيتي كابيل هذه سيت ان ريتاج كولونيال فرنسا اللي خلاتها او كراك في فرنسا كاين لا سافوا لا اوت سافوا كاين النورموندي لا اوت نورموندي ماشي لا سافوا لا بتيت سافوا لا غروند سافوا سمعت تحب تي زوزو لا هما اللي داروا الثوره ماهوش هما اللي داروا الثوره الجزائر اللي داروا الثوره الجزائر كل باكملها يعني من الصحراء حتى الشرق من الغرب للجنوب سي محمد داروا كل الجزائر بدون اقصاء داير ديمقراطيه هذه ديمقراطيه واش كي قلت لي بيسون نختلفوا هذا اختلاف رحمه سي لو دروا لا ديفيرونس ديموكراسي سي لو دروا لا ديفيرونس اسي محمد ما تفهمش انا وياك وبعد الجزائري وانا جزائري انت تخمم بالجزائر وانا قلتش انا اسمو نخرجك من ميلا انت اسي محمد انا نهضر ذاك النهار مع واحد للاسف الشديد خرج الخونا مراد يبدو انه عنده مشكله في الخط اسف جدا الاخ مراد شوفوا ترى هذا نتاع النبا للاسف الشديد الاخ اللي عندك مشكله شوف ترى معك الاخ محمد حسن نفس الشيء الاخ محمد شوفوا ترى هذا يوبا اللي قلت لي باللي انت من الجماعة نتاع الماك اني طلعتك الزول مرحبا بك الزول الذراري لم يشوفوا الذراري توانا كاملين ناس قسم جزائر مزيغ تفضل الاخ الاسم نتاعك ناس قسم جزائر مزيغ وي مسيو علاش انت واش المشكل عندك مع لا كابيل مع لو بيبل كابيل ولا لو بيبل مزيغ تفضل وي جيك ديوبا يوبا اسميني يوبا هاي وا تفضل على خرجت شوفوا ترى مع هذا الأخ الزاوي صالح شوفوا ترى مع هذا الأخ صالح الأخ اللي ترمز الاسم تاعك بيوبا مرحبا بك الأخ صالح
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بغيت نعلق على واحد الموضوع سمعتك تكلمت عليه مع واحد الضيف عندك، قلت له بلي الشعب الأخ صالح نتكلم فيك من ولاية البيض. مرحبا بك الأخ صالح. شكرا. تكلمت قلت بلي لما الجزائر ادت الاستقلال الشعب كان جاهل وكان أمي، وهذه غلط فيها شويه. الشعب الجزائري كانت عندها واحد القيم روحيه في ابان فتره الاستعمار، ومن بعد الاستقلال بدا التغيير في هذه القيم، والسبب كانت السياسات نتاع الانظمه الى يومنا هذا. هذا هو الشيء اللي بغيت نعلق عليه. صالح، شوف الأخ صالح، أنا راني نتحدث المسألة نتاع الأمية، بمعنى أن الناس كانت أغلبية ما كانتش تقرأ وتكتب، بدليل هو أنه كانت تلقى ناس لحقنا بهم. إحنا رانا جيل الاستقلال، لحقنا بهم هو أنه يعطيك برية يقول لك روح اديها لفلان يقريها. فهمت؟ أني معاك. وهذه هي، شوف، هي صح، وبدليل هو انه المدرسه لم تكن موجوده، يعني كانت فرنسا، خرجت فرنسا من بعد الناس بدات تدير في المدرسه، بدليل هو انه كانوا يجيبوا في اساتذه من العراق ومن سوريا ومن مصر وفلسطينيين، وهذه امور معروفه من البديهيات موجوده في الجزائر، غير الانسان اللي يحب يسمو. كانت الناس تقرا، كانوا يقراوا في الزيتونه في تونس، وكانوا يقراوا في العراق ويقراوا في مصر، وهذه الامور حتى 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 في الخطابات تاع الناس، يعني بحكم انه الان احنا رانا نتحدثوا في الموضوع تاعنا تاع اليوم حول الانقلاب، تلقى نزار يقول لك باللي التيار العربي كاين ناس هذو اللي راهم درك يهضروا، هذو المجمع تاع الماك يهضروا في الهضره نتاعو، يقول لك باللي راهو كاين تيار عروبي، فهمت، والتيار الاخر تيار تغريبي، هما يقول لك باللي تيار تغريبي، فهمتني، يقولوا بلي كاين تيار تغريبي ولا تيار فرانكوفوني هذا ولا الفرانكوفيلي، راهم يقولوا هكذاك. وحنا درك هذيك الصراعات اللي هي كانت موجوده، هما ما يتحدثوا مثلا درك نتاع على بن بلة وعلى واسمه بومدين، هما مصنفينهم في هذا الاطار تيار عروبي، فهمت، شوفوا ليها هكذا باش تكون الامور واضحه، تيار عروبي شعباني حاطينه معاهم، ولكن يستغلوه، يستغلوا القضيه نتاعو في قضيه نتاع الاعدام نتاعو يستغلوها، لكن هما فكريا ضد الفكر نتاع شعباني. شعباني هو راهو كان مع، قال مثلا مع الجمعيه تاع العلماء، هما يقول لك باللي بن باديس خائن كان مع فرنسا، كيفاش انت هذا بن باديس خائن وراك مع شعباني؟ ولا هما لانه هما، شوف، كل ما جات قضيه كما كان يتكلم الاخر قبيل هذاك على بن بلة، لما تكون قضية تخدمهم يلصقوا فيها، ولكن هما يكفروا بن بلة ويكفروا بومدين ويكفروا بشعباني ويكفروا بجمعية العلماء المسلمين ويكفروا بعائشة ويكفروا بالرسول ويكفروا بربي، ما على بالهمش به. كاين ناس من منطقة القبائل، ناس مسلمين، ناس معتدلين، وناس يقولوا في كلام موضوعي، وناس هما راهم يدافعوا على واسمو الثقافه نتاعهم، اللي احنا انا شخصيا نعتبرها ثقافتي، نعتبرها تقاليدي. لانه رانا احنا ابناء منطقه، ابناء وطن واحد، وراني نشوف انا باللي الهويه راها بالعناصر نتاعها المختلفه، وكاين الناس اللي هما مش فاهمين الموضوع نتاع الهويه، لانه هذه الهويه فيها عناصر، وهذيك العناصر، يعني نعطيك كمثال درك، والكلام مش غير ليك انت، الكلام اللي راهم يسمعوا فينا الاخوه. قال مثلا درك هذا الموضوع تاع الهويه، كاين واحد مسيحي وواحد يهودي وواحد مسلم وواحد كافر، وهما راهم جزائريين في ربع درك، راهو اصبرني برك، في هذا الموضوع تاع الهويه، الهويه فيها عناصر، كاين عناصر اللي هي ثابتة وكاين عناصر اللي هي متغيرة. هذا اللي راهو درك هو مثلا مسيحي جزائري،
واش يقول لهم؟ واش يقول لهم لما يخرج واحد يسقسيه يقول له برا، يقول له انت من وين انت؟ يقول له جزائري. الجزائر هي انتماء، انت تنتمي للجزائر. والعنصر نتاع الهويه نتاعك قال مثلا راهو داخل في هذا الاطار نتاع الدين، انت راك مسيحي. الاغلبيه نتاع الشعب الجزائري هي اغلبيه مسلمه، لكن انت بحكم هو انك انت راك مثلا تمثل نفسك وانت راك ضمن اقليه، راك موجود في الجزائر، راك انت ابن عن جد راك جزائري، ابن عن جد، وانت راه عندك ديانه، والله كافر، والله راك يهودي. لما انت تكون في الاطار المشترك كاينه اشياء اللي انت تجمعك مع المسلم وتجمعك مع المسيحي، هو هذا الاطار المشترك نتاع الجزائر. انا جزائري، كاين اللي درك راه يقول لك انا مانيش جزائري. ها شوف قبل دوك هذا اللي دخل يقول لك لو بوبل كابيل، ماشي لو بوبل الجيريان، بوبل كابيل. شوف استاذ، هذه التفريقات مين جات؟ جات من السياسيين اللي حكموا الجزائر، هذه هي التفريقات. انا علاه قلت لك لفترة الاستعمار كان الشعب الجزائري موحد، كان متوحد في كل الهويه تاعو. لما جاء بعد الاستقلال بداوا السياسيين ولا الزعماء ولا الوطنيين ولا الثوريين بداوا في صراعات نتاع مناصب، امور مناصب يعني في الزعامه في اي شيء. هذه وما التهاوش كما نقولوا الحاجه نتاع الاساسيه، يعني نتاع يجمعوا كل الاختلافات اللي موجوده في الشعب الجزائري. وش هواري بومدين الله يرحمه على كل حال، واشتهي الهويه نتاعو. كانوا اللي كانوا معاه كانوا مايلين للشيوعيه في اقتصادهم، في سياساتهم، في قرارهم، في قوانينهم. هذيك الامور اللي قعدت، حنا الدستور تاعنا ما جا مسلم، ما جا لائكي، ما جا شيوعي. هذه هي اللي خرجت لنا هذا الوقت، هذا التفريقات اللي بين الناس. لا هذه الامور ما كانش كاين، جات من بعد الاستقلال. بومدين كان مسلم، بومدين دار هو اللي دار الجامعه الاسلاميه في قسنطينه، بومدين هو اللي قلب العطله بالجمعه بعد ما كانت بالسبت والحد. فهمت؟ كاع كانوا مسلمين، لكن الافكار اللي كانت في ديهم ذاك الوقت والتجارب هي اللي اثرت على المجتمع اليوم. منهج اقتصادي، منهج اقتصادي. هما دوك انت يا دوك انت كي تروح انت تخدم طياره، تخدمها بالاسلام ولا تخدمها بالمسيحيه ولا تخدمها بصح قبل لا تخدم الطياره، قبل لا تخدم الطياره لازم تكون القلوب صافيه وتكون الناس عايشه في تعايش سلمي، ومن بعد تجي الطياره وتجي الامور تاريخ انت تجي الامور بعد مباشره بعد اسمه الاستقلال دخلوا في صراعات، ومن بعد كانت الناس تحت الضغط، كان الفقر، كان التخلف، كان كما كنت نقول لك قبيل انا الاميه والجهل وكذا. وهو لما تشوف انت الفطره نتاعو اللي حكمها هو، شحال حكم هو؟ حكم 13 سنه، هبط في اللقاء درك عنده 20 سنه، باقي الناس مازالت تحوس له على وحده خامسه. هذه امور واش راح نقول لك، هذه الصراعات احنا كاين واحد السياسات تثبت فيها الماضي رانا نخلصوا فيها اليوم. حتى بوتفليقه اللي راه كان مع بومدين قالها، قال لك احنا غلطه الكبار، اذا اخطائهم هما هي اللي رانا نستوردوا فيها، رانا اليوم نتجرعوا فيها. هذا هو الشيء اللي يسمو، كاين اشياء اللي فعلا رانا نسمو فيها، ولكن كاين الناس اللي راهم درك هما اشربوا من الحقد والضغينه ما يحرق الجزائر 10 مرات. كاين الناس راك تشوف فيهم درك، هاو الاخ اللي كان يكلم فينا درك هذا واسمه مراد، راهو قبايلي، ولكن تشوف الكلام نتاعو كلام موضوعي، كلام موزون، هذا تقدر انت تتفاهم معاه وتلتقي معاه. دوك تروح تحكي مع واحد هذا يقول لك هذا نتاع المخابرات، فهمت؟ تحكي معاه يقول لك هذا واحد من نتاع المخابرات، وهذا راهو ما عندوش اصل، وهذا راهو كذا، وهذا راهو كذا. فانه هو راهو يتكلم في كلام موضوعي، كلام عقلاني. لماذا؟ لانه هذا الناس ما يقدروش يمشيو بالموضوعيه، ما يقدروش يمشيو بالصدق، ما يقدروش يمشيو بالمصلحه نتاع البلاد. هذا الناس تخدمهم التفرقه، يخدمهم هذاك الخطاب الراديكالي، تخدمهم العنصريه، يخدمهم الحقد، يخدمهم السب، يخدمهم هذيك الفوضى، هذيك تخدمهم، وهذه هي.
هذه يا رب يجي بالخير، والسلام عليكم وشكرا لك سعيد. وعليكم السلام، شكرا الأخ صالح. الأخ نتاع عنابة اللي ترمز للاسم نتاعك بعنابة، والله العظيم طلعتك شحال من مرة، اللي ترمز الاسم نتاعك بحاتم عنابة طلعتك شحال من مرة. عندك مشكلة في الخط تاعك. حسان نفس الشيء، نشوف ترى مع هذا حميد ورمضان، شوفوا ترى مع هذا حميد ورمضان هذا يا اخي طلعتك يا اخي طلعتك اللي ترمز الاسم نتاعك بيوبا وخرجت هربت وما قدرتش حتى تبين وجهك. دوك نعاود نطلعك يا سيدي ورينا نشوفوا وجهك برك. فهمت؟ ننتظر في الأخ هذا إن شاء الله العودي يطلقوا سراحه. المهم نزيدوا شوية ونخليكم تروحوا تريحوا إن شاء الله. ربي يبارك فيك الأخ حاتم، والله غير طلعتك شحال من مرة وعندك مانع في الخط نتاعك، ربما راهو عندك ضعف في الخط أو ربما عندك مانع في الهاتف، ربما كش ما كاينة حاجة راك غالقها. فهمت؟ ها نطلعك يا سيدي، هاي ورينا وجهك برك يا سيدي. هاي انا طلعتك، هاني عاود طلعتك ايوه بس سيدي، هاني قعد انا وياك الليله لهنا ارواح. ازول ازول، علاش طيحتني من لاكام؟ شوف مسيو طلعتك لا لا سيستم بيبي كابيل، باسكو هذيك المنطقه عندها وريني شوف وجهك برك، عندها امور تميزها. ترى البطل المغوار، وريني ترى شوف وجهك. وي معليش يعرفونا بالواحد، انا جو سوي ماكي شاعل الضوء يشوفوك، شاعل الضوء يشوفوك يا سيدي. علاش انت يا تكرس العنصريه؟ شاعل الضوء يشوفوك. انا قريت في المدرسه التربيه الدينيه، انا معليش شاعل الضوء يشوفوك، شاعل الضوء يشوف وجهك. راك من الماك ولا من الموساد؟ شاعل وجهك نشوفوك، شعل وجهك نشوفوك مثل ما راني نتكلم. انا نتكلم ونتقش انا وياك ونسمع. ها وخرج مره ثانيه. ما شوفوا ترى هذا الاخ ناصر، للاسف الشديد الاخ ناصر اللي ترمز الاسم نتاعك بياسم. أخ حسان نفس الشيء، عيسى نفس الشيء. عيسى مانيش عارف واش صرا لك انت. هذا حميد ترى نشوف ترى بالك لا الله يطلع الأخ هذا حميد. اي صارني طلعتك الله غالب. شوفوا ترى الاخ هذا حميد، شوفوا ترى الاخ حميد اخ محمد. والله ما كان حتى مشكله الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك مينو، والله غير ما عندي حتى مشكله. فهمت؟ والله غير ماذا بيا انا يكون انسان موضوعي ويكون انسان يقنعني نقتنع به. بالك لعود راني غلط انا، يا هو راهو على الصح، ما عندي حتى مشكله. انا الشيء اللي مقتنع به هو انه راهم على ضلال، على ضلال. فهمت؟ لو كان دوك مثلا هذا دوك راهو يجي يقول لك يجيب لك كلام موضوعي، ها هو دوك هذا خي هو الاخ راهو ما نعرفه ما يعرفني. هذا الاخ مراد هذا
اللي هو من منطقة القبائل واللي واحد كان مجمع نتاع الأفافاس يتكلم في كلام مثلا اختلفت انت وياه والله ما كان حتى مشكلة. عيسى عاود خرج، عيسى عاود خرج وعاود دخل. شوفوا ترى هذا الأخ الأخضر هذا والله نقول لك الأخ نصر الدين أنا نشوف فيها باللي ما هيش صدفة، فهمت؟ للأسف الشديد راني طلعتك الأخ الأخضر، ما هيش صدفة. هذا الناس شوف نقول لك من خلال التصريحات، تصريحات نتاع النزار بنفسه درك هو راه يعترف باللي دار الانقلاب، هو ما يقولك باللي ما دارش انقلاب. انت لما تقول انت يا واحد باللي انا هذا رئيس ماشي بائع نتاع كوكاو، تديلو انت رساله نتاع الاستقاله، واش معناتها؟ واش هذا لي وقال ودي روح انت تطلع في التلفزيون وتكلم، واش معناتها؟ معناتها باللي اقاله مش استقاله، معناتها باللي اقاله. درك هو لما شاف روحه باللي راهم رايحين يقتلوه، وراه شاف روحه باللي البلاد راه راح تتفلق واسمه تحت التهديد وتحت الوسم نتاعو، هو قبل على جلب شوي يخلي لهم السلطه. هما اختاروا اوقات معينه، هذو ما مش ناس قال هكذاك برك راهم يمشيو بطريقه اعتباطيه. استطاعوا اختراق وزاره الدفاع، استطاعوا اختراق الرئاسه، واستطاع هو انه يمليه الشروط وطنه كثيرين من الناس بما فيهم المجاهدين. علي كافي منين؟ علي كافي راهو كان من المجاهدين، وراهو كان قائد نتاع واسمو نتاع منطقه، فهمت؟ موشي انسان قال هكذاك برك جا من الطريق، ولكن هما لعبوا لهم على هذاك الوسم نتاع الوطنيه باللي هذو راهم الاسلاميين. ولكن هما في حقيقه الامر هم هذه هي المشكله. كاين بعض من الناس اللي هما دركا مره على مره يقول لك انا مانيش فاهم، ماكش راك تقول ماكش فاهم باسكو راسك الله غلب. هم لا يفرقون بين علي كافي وعلي بالحاج، هذه هي الحقيقه، لانه هما بالنسبه لهم علي كافي عروبي، فهمت؟ وقال علي بالحاج اسلامي، وراك دائما تشوفهم وتسمع فيهم يقول لك باللي عروبي اسلامي، هذا عروبي اسلامي. هم لا يفرقون بين العربيه والاسلام، فهمت؟ هذه هي المساله. اذا هما هذه المسائل ما داروهاش غير هكذاك، هم لا يفرقون بين واسمه نحناح وعباسي مدني وبالخادم واسمه ذاك عمار سعداني، ما يفرقوش بيناتهم. هما بالنسبة لهم كل كيف كيف، عربي إسلامي. شوفوا يرمز الاسم نتاعو بمدريد. درك نشوف الأخ محمد، اصبر شوية نشوفو ترى مع الأخ هذا ونشوف ترى إذا كان نقدر نطلعك. واضح من أنك ما تعرفش لهذه المسائل. السلام عليكم سي نور الدين. وعليكم السلام، مرحبا بك. كيفك داير سي نور الدين؟ الله يبارك فيك. ما الاسم نتاعكم اللي راك تكلم فينا؟ ريال مدريد كمال ميلوز اللي تكلمت لك خطره في الهاتف. كمال اخويا كي نسمع قال سيتنا لا 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 كي يسمع تقول لي كمال من ميلوز ماشي كي تكتب لي مدريد. واش نيشان راك شايف خطره نبدلوا مع نتبعوا شويه رياضه وشويه نتبعوا شويه راك شايف. من نهار اللي خطيتنا في هذه واحد العام ونص ولا عامين ما شفناكش، عاود كي شفناك في فيسبوك عاود شفنا هذه راك شايف شطنا معك ولينا معك من 2006 ما زدناش كاع شفناك. الحمد لله والله الحمد لله الاخ نور الدين والله بيان والله الحمد لله. وانت راك غايه نور الدين والله غلا باس ربي يبارك فيك والله الحمد لله والله. بعدا كي نشوفوك هكا كل يوم منشط معنا. واش راه الجو عندكم تما؟ راه برد الحال شويه والله. البرد 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 برد راك شايف هنا بلاد الثلج بلاد البرد راك شوف شوف تما راك مقرب للالمان تما. راني على 12 كيلومتر انا نسكن في بلاد الالمان ولا سويس على 12 كيلومتر. واش تحكي لنا في الموضوع تاع اليوم الاخ كمال؟
وات بات شويه قبيله وات بغيت ندخل غير في هذيك تاع اللي قلت تاع الاستقاله تاع شيرلينغ هذيك ماشي استقاله هذيك تكون ما كنت غير نهضر عليها حتى في الكتاب تاعه بلا ما على باله قرر عليها في الكتاب تاعه بلا ما على باله هنا خالد النزار قال البرياطه وهلاه كانت في جيبه ومعك مع هذه شعال ما كانش طلع باش يهضر مع الشعب يدفعوه باش يهضر مع الشعب وعطى له البريه اللي كانت في جيبه هو كان دارها عطاوها له ليه لخالد النزار خاطر ما حضرش معاهم في لارينيو كان على باله واش كان كاين عطاوها غير البريه اللي قالوا له انت عطيها له هي هذيك هي قعدت البريه عنده يومين باش عطاها له وطلعها باش يهضر مع الشعب كوديتا ماشي قالوا له خرج ولا قبل هو شوف نقول لك هو راهو كاين تسجيل نتاع الشروق وين انه يتكلم يقول باللي راح وقيل اعتقد مات واحد من العائله نتاع الشاذلي واه سمعتها مو ولا واحد من العائله نتاع الشاذلي وراح وكان معاهم مهري واه نيشان هو بروحه يقول باللي راهو تكلم معاه في القضيه هذيك وراهو قال له باللي راهم رايحين يفوزوا نتاع الفيس قال له هو باللي اودي الشاذلي قال له باللي ما ظنيتش باش يديو اسمه قال له باللي هو راني نقول لك باسكو علاش هما راهم كانوا يخدموا في مجموعه وكانت عندهم تقارير نتاع الامن العسكري على بالهم هما من خلال لي زونتان تاعهم من خلال الممثلين تاعهم على مستوى الولايات على بالهم بالامور كيفاش راه تمشي هما كانوا مجدين رواحهم باللي مدعومين من الخارج فهمت وانا لما نقول في هالكلام مش نهضر من راسي النهار اللي داروا المحاكمه نتاع خالد نزار مع سويديه في باري انا كنت ثم سمعته بودني شي قالوا لي سمعتك ثاني شفت هذيك قال الرئيس المحكمه قال له باللي فرانسوا ميتيران اللي تي او كورون حتى في الكتاب تاعه قال له كان على علم بالانقلاب واش معناتها معناتها باللي شاوروه واه شاوروهم نيشان حتى في الكتاب تاعه دايرها علي بالحاج راه دار واحد الفيديو كان في الجامع كان حل الكتاب تاعه ويقرا الى كشتها علي بالحاج الله يذكره بالخير هي قاعد يقرا قال لهم واش هو داير بريه في جيبه وما كانش على باله باللي الكوديتا خطر كانت مجدين الكلام نتاعو هو مع مهري لما قلت لك هو يقول باللي راحوا للشاذلي حكاو ومن بعد لما جاه للرئاسة وكان تما كانوا مجدين رواحهم باللي هو الشيء اللي تما الشاذلي ما مشى لهمش هو لما ما مشى لهمش الشاذلي فيما بعد أقالوه بالقوة يعني هو لو كان قبل لهم الشاذلي وداروا من بعد ممكن بصح هما من بعد باسكو هما كانوا خايفين خايفين خطر لا 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 كاينين الناس اللي هما شنو نقول لك انا نحب الموضوعيه هدوه نور الدين هدوه بالقتل في المرحله كانوا يعني تسمى رايحين بعيد صحيح كاين ناس اللي هما كانوا في الجبهه الاسلاميه كانوا يعني مأمنين بهذا الفكر نتاع الجهاد فهمت ولكن بعد كنا... ما وصل الحشاني وداروا المؤتمر هذاك نتاع باتنا وكانوا بعض من الناس اللي هما نحاوهم فيما بعد بدا يتغير الخطاب خاصه بعد ما دخل عباسي مداني وعلي بالحاج للسجن وصار فيما بعد ما اسمه حشاني نسق مع مهري ونسق مع عيد حمد وكانوا ربما كانوا راهم رايحين يتنازلوا بدليل التصريحات نتاع احمد طالب ابراهيمي كانوا رايحين يتنازلوا على مقاعد في البرلمان وحتى على مقاعد في الحكومه وكانوا ماشيين للتوافق في تلك المرحله كانوا ماشيين للتوافق فيما بعد هما كانوا عارفين باللي المساله هذه ما تخدمهمش بالاضافه الى الحرب اللي كانت دايره في العراق علاش انا راني ربطت هذه المسائل لانها داخله في هذا الاطار تاع الشرق الاوسط راه مازالها الى اليوم هذا الصراع اللي راه موجود على قضيه تاع تركيا وهذه اللي راه دركا راه موجوده في السعوديه وفي واسمو حتى كره القدم وصلوا الى الدرجه هو انه يستثمروا في مقابله تاع كره القدم بين الجزائر ومصر بين الجزائر والعراق
نيشان مش طالقين والو، كل ما جاتهم قضيه يركبوا عليها. وثاني نعود للقضيه اللي قلت، اللي خاطر كان الاخ دخلت قبيله اللي قال لك اللي كان اللي داو الاستقلال ما كانوش كشغل جاهلين، جاهلين كانوا قاريين منه، وانت قلتها بارابور سيفري. انا زايد في السبعينات زعما سبحان الله راه عندي كاروت نافو نعقل، وكنت في مام في ديك الوضعيه تاع انا خرجت من فرنسا، خرجت من الجزائر، خرجت في 2001 فهمني، زعما حضرت ما كنت نسكن في تلمسان، نسكن في بودغن، بالك تسمع بودغن؟ نسمع بها فين لاستي، وتركب على داك الجبل تاع لاستي، جبر الديار تما في الجبل. وفين كانت ثاني عندنا الحاله، حاله كما يقول لك الحكومه تاع الليل والحكومه تاع النهار، راك فاهمني؟ اون براف يا واه. فاش كنت بغيت ندخل لك كاع نسيت السؤال والله العظيم، فاش بغيت نمشي لك على قضيه تاع الاميه بالك. واه واه تاع الاميه تاع سي فري، كانوا اميه الناس زعما، ماشي كانوا زعما اميين زعما ما يعرفوش، ما يعرفوش يكتبوا، ما يعرفوش يقراوا. حنا كانوا عندنا معانا، كانوا يجوا عند شيره اختي كانت كبيره، كانت استاذه في الرياضيات، كانوا يجوا عندنا تقري لهم البراوات تكتب لهم. ها كاين سوء تفاهم، كاين سوء تفاهم برك. لو كنت مثلا على الوالد نتاعي، والد نتاعي لا ما تقرا ما تكتب، والد نتاعي بس هذا لا يعني انه ما فيهاش خصال. لما تروح مثلا كاين بعض الناس اللي هو لما تقول له انت مثلا هذا انسان امي والله انسان جاهل، ما انت باللي ما يعرف والو. نو لا هما كانت عندهم يكتب، ولكن راها كيما نقولوا اميه، ولكن ربات وكبرت. شكون اللي كبرني انا؟ شكون اللي قراني انا؟ نيشان. وكانت عندهم النيه، وكان عندهم القوه والكوراج، وكانوا نيه، وكانوا رجال، كانوا صادقين. وتعتني الاسئله تاع بومدين، كان اللي كان يقول لك كان ديكتاتوري، كان منا، كان ما كانش ديكتاتوري بومدين، كان ديكتاتوري على الرؤساء واه، مي على الشعب ما الحمد لله والله العظيم زعما ما عقلنا عليه، ما عقلناش عليه بزاف. كي كان الوقت بعد كي مات عقلنا واحد شويه، حتى ال 80 82 كانت عاد هذيك لا بوليتيك تاعها تمشات تاع بومدين، وكاع كنا زعما الحمد لله. ما انا الوالد تاعي يحكي لي يقول لك ما كان ديكتاتوري معنا ما والو، كان عندنا الشرف تاع الجزائري، جزائري الجيري يخرج للخارج. نقلنا انا بابا كان خطره مشى لفرنسا، مشى لبونكا خلصوه، عطاوه الفرون باش يمشي لفرنسا، عطاوه الفرون كل عام كانوا يعطوها 120 ألف فرنساوية ولا مانيش عارف إيه باش يمشي لفرنسا. كان عندنا الشرف كي تخرج لفرنسا ولا تخرج للخارج، كي تقول لهم أنا الجزائري، هذا الوالد تاعي يحكيها لي، كي تقول لهم أنا الجزائري والله يبوسوا لك رجلك، مالك يرفدوك يرفدوك، كان يقول لك يرفدوك. وكان اللي يقول لك كان ديكتاتوري، كان منا كان كاش ديكتاتوري والله، كان الحقيقة كان ديكتاتوري مع الرؤساء تاعو. هو مع الرؤساء تاعو كان صوبيتي ديكتاتورية وبين الصرامة. ديكتاتور هذا الانسان اللي ديكتاتور هذا راه اللي يتحرك يقتلو، ما اللي يتحرك نقاش ولا يشاور ولا وسم استيدو. راه كان داير مجلس الثوره، مجموعه ماشي غير واحد، مجموعه معاه. داك هو اللي اسس قسنطينه والسيدك المدرسه، كاين ناس راهم احياء راهم كانوا معهم. ها هو هذاك وشمو كان مستشار اعلامي محي الدين عميمور، هو حي مازالو حي. احمد طلب ابراهيمي مازالو حي، مازالهم احياء. كان الناس راهم كانوا يشتغلوا معاه ويتكلموا معاه. قول لي انسان كان سيفر كان صارم بزاف والله معاك، وكي تتكلم يعني انسان يتكلم موضوعيه واش عليه؟ ولكن كاين الناس اللي هما ما يعرفوا لا تاريخ ولا على بالهم واش اسمه يجي. وكي كان يمشي لفرنسا، ثاني واحد السيد كان يحكي لك قبيله، ثاني كان يقول لك مشى لفرنسا، هو جامي مشى لفرنسا. هو مام كون ممكن تقول انت مام كيجي فايت البلاد وش يعرف فرنسا بلي فوت على فرنسا يدور يديفي فرنسا، جامي حط رجلها في فرنسا بومدين. كان يقول لهم مازال دم الشهداء هنايا، جامي حط رجلها في فرنسا، وجامي فات على فرنسا فوق فرنسا في الطياره، جامي جامي دلافي على التاريخ زعما تاع بومدين اللي نعرفوه واللي عقلنا عليه زعما عادي هي. راك تسمعني الاخ نور الدين؟ نعم راني نسمع فيك. هادي هي بومدين الحق. عاود واش تاع عاود حنا واش نوا غير حاجه وحده نور الدين. التاريخ تاع لارجيري تاع الجزائر ما نعرفوهش الكل كاع، نعرفوا غير من الاستقلال لهنا.
وما من الاستقلال لهنا ما نعرفوش بزاف صوالح. كان اللي يقول لك هاد الامور كانوا فقط وقت بوم الدين وقت بن بلا صحه، عاود كان اللي يقول لك كاين قبل ما يجي الفيس كان ديجا منظمه، كان ديجا بريباري في 86 في 85 كانوا عارفين واش غادي يفوت واش غادي ما يفوتش. راك فاهمني واش كاين بزاف صوالح، كاين بزاف صوالح ما نعرفوهمش وما قريناهمش وما قراوناش في الكوليج. اول تجي هنايا يا الاخ فهمني القضيه هذه نتاع التاريخ، التاريخ يقريوك في الابتدائي ولا إيه دوك اللي انت راهو عنده مستوى نتاع ابتدائي خلاص واش راح يدير في ابتدائي؟ تعلم الحروف وتعلم الحساب وتعلم بعض القصص وكذا، واش التاريخ تعلمه انت في الابتدائي؟ الانسان اللي درس التاريخ راهو الحق قرا الثانويه وقرا الجامعه وراهو دار ابحاث وحده ودار اجتهادات وطالع وكذا. التاريخ هما راه الناس كانت خارجه من الاحتلال يا راجل. الاحتلال هو راهو نفسه كسر المدرسه الجزائريه، حرق الكتب، تاريخ حرفه، فهمت؟ الدين راهو حرفه، الدين راه كاينه بعض المسائل راه مازالها مغروسه الى الان، مازالها موجوده. قضيه نتاع الشعوذه وهذيك كاينه امور راه مازالها الى الان. انا نشفى مثلا في المنطقه نتاعنا يعني هذيك كي جبدناها كمثال برك، وربما راها كاينه موجوده في مناطق واحده اخرى. كنا لما كان واحد صغير لما طير السنه نتاعو يهز السنه نتاعو ويرميها فوق القرموط ويقول لي ربي يعين الشمس كذا وكذا وكذا. لو كان انت تبحث في المساله هذه تبحث فيها في المساله، هي داخله في الاعتقاد، شوف ليها انت امور يعني كيما نقولوا جايحه خلاص. ولكن لو كان تبحث فيها تلقاها باللي مساله داخله في الاعتقاد ومن العبادات، فهمت؟ من العبادات اللي داخله في الشرك، بس انت ديرها هكذاك وراها موجوده ربما في مناطق واحده اخرى. وهذه كيفاش دخلت؟ دخلت لانها موروثه تغرست. نعطيك حاجه واحده اخرى، كي كنا صغار كنا نشوفوا البنات يلعبوا المارينا هذيك، واش منين جايه هذيك؟ جايه من لعبه مسيحيه فيها كروا تاع المارينا هذيك. وامور واحده اخرى كثيره دخلت، هي دخلت للمجتمع الجزائري، فهمت؟ وما زالها الى اليوم، مازالها مستمرة. وهذه لازم لها ناس تخدم، لازم لها مدرسة، لازم لها إعلام، لازم لها دعوة، لازم لها ناس في كل مستوى. لا الحمد لله، الحمد لله هضروا كما راه كاين دي فيديو، كاين راهم الناس راهم يهضروا، راهم يقول لك فسر في 90 واش فسر في 92 فسر في 86 زعما. دروك راه عندنا شويه معلومات، راه عندنا حنا نعرفوا زعما واش كان صرا واش كان ماش كان ما صراش. زعما راه عندنا معلومات، كاين اللي راهم يهضروا لي فيديو، كاين اللي راهم اما دروك الحمد لله ما شاء الله دروك الناس راهم مويعه شويه مع اليوتيوب مع هذا، عملنا شويه هذا ما كان. واش نقول لك اخ نور الدين بارك الله فيك. شكرا للاخ كمال. ان شاء الله نسمع صوتك مره واحده اخرى ان شاء الله. والله ان شاء الله انا تلتو ولا تلتو ولا تلتو، غير دي فوا نخلي الناس تدخل وانا ندير الفيديو ونرقد، هذا ما كان غير واش هو كل يوم. والله كل يوم، والله كل يوم. شكرا. السلام عليكم اخ نور الدين وبارك الله فيك، والسلام على الجماعه اللي راهم معنا وبارك الله فيك. الله يجعل ربي يجيب لك الاخ كمال. اصبر تشوف انطرا محمد حسن حميد، زيدو ترى بالك حميد لعل الله المرة هذه تفوت، بالك لعل الله الأخ حميد المرة هذه تفوت. شفتها كيفا الأخ جهاد؟ شكون اللي كتب الأخ حاتم؟ هذيك هي بالذات، شفتها ولا ما شفتهاش؟ اخ حاتم تاع النبا نتاع اسمه نتاع عاطل وسن نتاع الدب ويعطيك سنة الغزال، هي بالذات هذيك، هي بالذات هذيك مسألة
راه موروثه ماشي هاك تشوف انت هاك في المنطقه نتاع النابون يعني من المنطقه نتاع البرج وهاك تشوف نفس الشيء. لماذا؟ لانه هما هذيك المساله كانوا يعبدوا في الاوثان الشمس، يطلب من الشمس تعطي له سن نتاع الغزال ويعطي له هو سن الذئب. شوف ذاك التعبير، ولكن هو يطلب في الشمس، فهمت؟ حنا كنا صغار ما نعرفوش كنا نمسيوها هكذاك، معناتها انه كانت كاينه بعض الاشياء اللي هي راها تسمى داخله في ال. الاخ حميد راني طلعتك شحال من مره، راني زدت عاود طلعتك المره هذه، اتمنى هو انك تطلع. اتمنى هو الاخ حميد تزيدكش ما تضيف لنا اشياء ونختم ان شاء الله هذا البرنامج. المهم معذر الاخوه، مرات تطيح مع ناس هكذا اللي هما عندهم باع في التاريخ وفي الثقافه وكذا، تستفاد منهم ويستفادوا منك. مرات الناس الله غالب يخرجوك على الموضوع، مرات تولي انت تصح له في معلومات، مرات انت تولي تتوضح له في بعض الاشياء، وفيما بعد يروح وقت كثير في هاك. شوف الاخ الهادي في تيارت نفس الشيء، ما كانش منها الاخ سيف قلت لي مازال اليوم هاو، ما ظنيش تبس ثاني سبحان الله. او مال هذه قضيه تاع السنه هذه راه دايره حاله وانا ما على باليش. واش دير الاخ حميد، نزيد نجرب معاك المره اذا كان ما طلعتش المره هذه ربما ان شاء الله فرصه واحده اخرى. اخ حميد هاني طلعتك، اتمنى هو انه تفيدنا بالراي نتاعك في الموضوع، اذا ما كانش ان شاء الله رانا نزيدو نلتقيو في فرصه واحده اخرى. المهم الاخوه والاخوات، فيما يتعلق بالموضوع هذا نتاع يناير وهذه القضيه نتاع الانقلاب، يعني انا شخصيا قلتها في كم من مناسبه قبل ما يعتمدوا هذا يناير كعيد رسمي، وراه موضوع راه موجود في اليوتيوب، وانه تحدثنا عن الامازيغ في الجزائر والتغيير، وتحدثنا عن هذا الموضوع بالذات، قضية نتاع اللغة وقضية نتاع يناير. هذه القضية نتاع كل منطقة كيفاش هما راهم يحتفلوا بهذه المسألة، كانوا يديروا أكلات، يعني عبارة عن أكلات هكذا، وكل منطقة كيفاش. هنا مثلا في الجهة نتاعنا كانوا يديروا شخشوخة، كان اللي يديروا رفيس، كل واحد كيفاش يديروا هذه المسألة. لكن هذه الجماعة هذو داروا انقلاب، وكانت تجمعهم بعض الأشياء، كان عندهم توجه ضد العرب وضد المسلمين، هذه الحقيقة. ما ناس سواء كان عن جهل أو كانوا ناس عندهم عداء للعروبة وللإسلام، وبالتالي هما يعني مش غريب هو أنه راهم داروا هذه المسائل، راهم داروها عن تخطيط، فهمت؟ هذه هي المسألة. المهم هما داروا الانقلاب، دوك لو كان نقولوا مثلا راهم هما حسنوا من الوضع نتاع الجزائر من كل النواحي، قال مثلا في الرياضة، في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام، في الصحة، في كل شيء، قال والله ما شاء الله راهم هذ الناس راهم طوروا البلاد وكذا. عطلوها، عطلوا الجزائر، هاكم تشوفوا احنا الآن في 2019 درك بوتفليقة، هذا بوتفليقة راهو هو رغم الأشياء اللي نقولها عليه، ولكن مع ذلك يكون الإنسان موضوعي. بوتفليقة راه هو ورث تركة، ورث تركة تاع هاد الناس اللي راهم درك هما انقلبوا على الإرادة تاع الشعب. كاين بعض الناس اللي صنعوهم، كاين بعض الناس، واحد كان يبيع في الدلاع، واحد كان كونطابل، واحد كان عساس، واحد كذا، صاروا أرباب نتاع مال في هذه الفترة. هذه كانوا يدمروا في الاقتصاد
وفي نفس الوقت يصنعوا في ناس خدموهم استولوا على الاقتصاد واستولوا. شوف صاروا انت يتحكم لك في الاقتصاد نتاع البلاد ويحتكروا في السلع وكذا، وصلوا البلاد للمستوى الله اعلم به. الاخ ميلود راه موجود، اذا كنت حاوس نتاع الحوار تاع مهري موجود، راه موجود في اليوتيوب، اكتب مهري برك تلقاه، راه موجود. اي مهري هو راه واحد من الناس اللي كانوا في الحزب نتاع الشعب، واحد من الناس اللي كان في الحكومه المؤقته، وكتشوف فيما بعد كان هو الامين العام نتاع حزب جبهه التحرير في اثناء نتاع التعدديه، ومباشرة لما راح لسانتيجيديو مع أنه كان ضيف راحوا سموه خائن. يا الأخ الكريم شوف نقول لك، هذه الحيلة هذه اللي قلت لي باللي علاش تخلطوا تربطوا في الإسلام بالعربية، شوف نقول لك هذه الحيلة روحوا استعملها مع لي ششر الصغار، مع الولاد الصغار، ما تقدرش انت تستعملها مع الناس اللي فاهمين هذه الامور. لا تستطيع ان تفصل العربيه عن الاسلام، ما تقدرش تقول لي باللي العروبه وحدها والاسلام وحده، ما كاينش منها. قران باللغه العربيه، محمد باش، محمد عربي، انا انزلناه قرانا عربيا. ما تقدرش انت يا كي نولي نقولوا انت دوك بهذا المنطق نتاعك انت نتاع العربيه وحدها والاسلام وحده. كيفاش انت تفصل بين العربيه والاسلام؟ محسوب يعني بهذه الطريقه انت راك تتهم في ربي، ربي ما على بالوش. من دون الخلائق كامل، من دون اللغات اللي راهم موجودة في العالم كامل، هو اختار اللغة العربية هذه. يقولها واحد غير مسلم، الإنسان المسلم اللي عنده هو العداء للعروبة ما كانش منها، إما إنسان جاهل وإما إنسان راهو عدو للإسلام. إنسان المسلم هو مثل ما يحترم اللغة العربية يحترم الإسلام، ما تقدرش تفصلهم. فهمت؟ إنسان الجسد تقول لي انت باللي اللسان هذا خاطئ، مش تاع الجسد هذا. اللغة وش هي؟ هي اللسان تاع الإسلام. كيفاش انت دوك لما تصلي باش تصلي بالعربية ولا باش تصلي؟ لما انت جيت تقرا الحمد لله رب العالمين كيفاش تقراه؟ تروح للفارسي لما يجي يصلي راهو يتحدث بالفارسيه في الخطبه نتاع والله في المواعظ نتاع، ولكن لما يجي يصلي باللغه العربيه. تروح للتركي راهو يتحدث بالتركيه، لما يجي يصلي باللغه العربيه. كيفاش تفصل انت اللغه العربيه عن الاسلام؟ كاينش منها. فهمت؟ هذا الناس اللي يقول لك انت يا ناس عندهم حقد على العرب، ناس عندهم حقد على الاسلام، هذه هي المساله. فهمت؟ باش تجي تفصل انت العروبة على الاسلام ما كانش منها هذه. عيسى عندك مشكله في الخط نتاعك ياسر، يبدو انك ما راك حاب تزيد كلمات. اصبر ترانزيت ونعطيو الكلمات. واحد البرنامج جاي الاخ عز الدين، واش صاحبي حسبتني بسمو؟ عارف باللي كاين عرب باللي مسيحيين، وعارف باللي كاين عرب يهود، واش انت صاحبي ثانية واش حاسبنا رانا في
السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، أهلا الأخ ياسر. أهلا بك، أهلا بك. الكلمة اللي كنت تهضر هذيك تاع الإنسان يصلي، يصلي ما تقدرش تصلي بالأمازيغية، يعني تصلي باللغة العربية، يعني باللغة الإسلام. لغة الإسلام هي العربية، يعني تحب ولا تكره، تحب ولا تكره، عندك عاداتك، عندك تقاليدك، عندك وش حبيت، يعني الناس كل تقبلها. وش هي كاينه حاجه واحده، تقبل لغه الاسلام. وكاين كما يقول لك لا 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 ما تقبلش على روحك، ما تقبلش على روحك، ما تقبلش على روحك. اخي نور الدين اسمع واصبرني، اخي نور الدين، ما تقبلش الاسلام على روحك، ما تقبلش اللغه العربيه على روحك، ماكش مسلم الله يسهل عليك. بصح ما تجيش تبلعط الناس تقول لي باللي لازمك تفصل بين اللغه العربيه والاسلام، ما تجيش تبلعط الناس. ثم تقدر تصلي بالامازيغيه ولا هذيك ما كانش منها، باسكو الاسلام اصلا نزل باللغه العربيه. اقرا 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 اقرا، هذه ما خرجت بالامازيغيه، لا نو بالعربيه، بالعربيه لازم تقبلها. وكاين ناس يعني كما يقول لك يا اخي نور الدين ما يتقبلهاش. انا كما عشت انا عشت في كما كنت عايش في الجزائر في الثمانينات في التسعينات، كنت عايش في الجزائر، درت يعني ما درتش بزاف، يعني الله غالب كما يقول لك ما درتش بزاف في الوطن تاعي. انا كنت عايش في مدينه سطيف، كبرت في سطيف، كانت عندي لافامي في البرج، جهه برج باريري 34، كانت فاميلتي في 34، كانت في المدن المجاورة كما يقول لك. المدن المجاورة كنت أجو نفس الأفكار، كانت عندهم نفس الأفكار، نفس العقلية، نفس ما كانش هذه تاع وبورتون كانوا قبائل كانوا في سطيف في البرج ومازالوا عايشين دوكا. خرجت غير دوكا هذه، خرجت غير هنا هذه تاع نصلي بالقبائلية ولازم تعلم اللغة القبائلية، تعلمها يعني ما كانش مشكل، ماناش ضد اللغة القبائلية. وشن هي؟ الواحد لازم يستعرف، لازم يستعرف لغة الدين هي العربية. كاين واحد يعني يجي حقد الحقد هذاك، يحكموا الحقد هذاك على اللغة العربية، بصح سي كوم سا تي دو لاكسبتي. لا 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 لا، شوف نقولك احنا رانا ناس متفتحين وناس موضوعيين، متفتحين تتكلم يعني لغه، تتكلم اللغه، انت تتكلم بالامازيغيه على روحك، تقول لي باللي تقول لي انت باللي راك مسلم وراك محتفظ بالامازيغيه تاعك، الله يسهل عليك، ما عندي حتى مشكله. بصح ما تجيش تبلعط الناس تقول لهم باللي انت لازمك تفصل بين اللغه العربيه والاسلام، هذا التغليظ. والله تجي تقول لي انت دوكا باللي انا أمازيغي عربني الإسلام، هذا تبلعيط، ما كاينش من هذه نتاع أمازيغي عربني الإسلام. الإسلام ما جاش يعرب الناس، لا بروف باللي راها تركيا راهم أتراك عندهم اللغة نتاعهم مسلمين، في إيران راهم فرس وراهم مسلمين، تروح لماليزيا عندهم اللغة نتاعهم وراهم مسلمين. كاين حتى من الإسلام ما جاش باش يعرب الناس. لو كان جرى هو يعرب الناس ما راكش تكلم القبيلية، لو كان راك ماكش موجود خلاص. كيفاش هذا هو صح اللي راهو في ماليزيا يتكلم اللغة نتاعو، واللي راهو في الهند يتكلم اللغة نتاعو، واللي راهو في إيران يتكلم اللغة نتاعو، وفي كل مناطق العالم وين راهو وصل الإسلام راهم يتكلموا في اللغة نتاعهم. الإسلام ما جاش هو باش ينحيك اللغة نتاعك، بالعكس هو راه مذكورة الآية في القرآن، إن في اختلاف ألسنتكم لآيات يا أولي الألباب. ما جاش باش هو ينحي الألسنة نتاع الناس أو اللغة، ما جاش باش يفرق، فهمت؟ ما جاش هو باش ينحي. بصح ما جاش تبلعط الناس تقول لي باللي أنت أفصل العربية عن الإسلام، لا، العربية ملتصقة بالإسلام. تحب أنت مثلا تدعي للإسلام بلغة واحدة أخرى الله يسهل عليك. بصح يا اخي نور الدين، يا اخي نور الدين، انا كاين واحد، اسمح لي يا اخي نور الدين، كاين واحد انا نعرف واحد يخدم معايا، واحد قبيلي يخدم معايا، قال لي علاه انتوما، انا نعطيها لك، قال لي علاه انتوما تصليوا بالعربيه
قال لي احنا ما نفهموش العربيه، اسكو علاه احنا ما نصليوش بالقبائليه؟ قلت له انا فهمته وانتم تاع قبائلي، هو يعرف يهضر الفرنسيه اللغه، يعرف يهضر بيان فرنسي، بصح قلت له اللغه هذه، اللغه هذه هذا الانسان يخدم معايا وفهمته طريقه بيان، وما استقنعش خلاص، عييت نفهم فيه ما استقنعش. قال لي كيما انت نصلي تصلي بالعربيه؟ قال لي نقدر انا نصلي بالقبائليه. افهم انت ما تقدرش تقنع انسان. قلت له لازمك انت تتعلم العربيه. سبحان الله، تقدر تقول لي السلام عليكم، هاك تقولها السلام عليكم، هاك تقول لي واش راك منا لاباس، نروحوا نقضي والسيد نتلاقى معاه ديما نشوفه واش نديروا، نسقهوه كيف كيف. دوك تخرج لي في الهضره هذه، كيفاه انت تصلي بالعربيه وانا فاميلتي قبائل تما شغل حبيتو نتوما تدخلوا الجنه واحنا ما ندخلوش، والله كيفاه؟ انا مش هكذا فهمت. وانا قلت له تعلم العربيه غير بالعقل تفهم تهضر معايا وتصلي نورمال. هو حاب يدخلها صلات بالقبائليه، انا مش هكذا صلات غير بالعربيه. المهم شكرا للاخ ياسر، نحاول على جال باش نختموا هذا البرنامج. رشيد، أخ نصر الدين، فيما يتعلق بالشاذلي، إيه هو شافهم باللي مدين البلاد رايحين بها بعيد، هما قروا وخلاص يعني وصلوا إلى مستوى وإن أنه يلقى روحه باللي محاط، يا يعني إما أنه يدير الاستقالة نتاعو وربما يناور معاهم حتى باش هو في وقت لاحق، او قال مثلا يبعث رسائل او يبعث اشارات او كذا، او يقتلوه. وصل لهذاك المستوى من بعد، وتالي هو انسان مجاهد، فهمت؟ انسان شارك في الثوره، يعني ما يقدرش هو قال مثلا راه كان جا الامر يتعلق به هو في نفسه، ما اعتقدش باللي شاف لها ربما من جوايه واحد اخرى. وكاينه بعض الاشياء اللي مع الوقت ان شاء الله تبان، فهمت؟ كاينه اشياء اللي يجي نهار وين انه تتضح وتبان مليح. هما داروا الانقلاب حقيقه، هو انه كانت فيها اخطاء من القياده نتاع الفيس او من الناس اللي كانوا في الفيس، يعني بصفه عامه كانت اخطاء موجوده، الانسان يعترف بها اليوم وغدوه، فهمت؟ وقعت اخطاء وكذا، ولكن هما كانوا معولين باش يروحوا، فهمت؟ كانوا معولين على جال باش مدين البلاد، مدينها البعيد. لماذا؟ لانه قضيه تاع الاختراق مثل ما رانا قلناها، هما راهم اخترقوا الرئاسه لما وصل العربي بالخير ثم قبل المجيء نتاع الفيس، بدليل الاحداث نتاع اكتوبر وقعت سنه 1988، والفيس راهم بداو تسمى الحزب تاع الجبهه الاسلاميه جا بعد تعديل الدستور هذاك في 89. هما القضيه نتاع الاختراق بدات من قبل، اخترقوا. وشوف نقول لك، راني تفكرت مساله، شوف في سنه اعتقد 86 85 86 مانيش شافي بالضبط، ولكن متاكد من هذه القضيه. انا كنت في البحريه، كنت نادي في الخدمه العسكريه في تلك المرحله، جاءوا ضباط راني شافي عليها مثل اليوم،
جو ضباط للثكنة هذيك وين كنت أنا موجود، وما كناش في بزاف ثكنة فيها تقد ما فتناش 30 واحد، ثكنة صغيرة هكذا كانت تاع حراس تاع السواحل في البحرية. جو مجموعة من الضباط جو لثما للثكنة هذيك وين كنت أنا موجود، وقالوا لنا باللي رانا حبينا نحدثكم على موضوع مهم. واش هو الموضوع هذا؟ حدثونا على الجنرال بلوصيف، وقالوا لنا باللي راهم حكموه في قضية نتاع سرقة ومع المرأة نتاع شيرلي. هذه راها قبل الأحداث نتاع أكتوبر وقبل ميلاد الفيس، بمعنى أنه راهم كانوا هما في تلك المرحلة كانوا يوجدوا للشاذلي، وهذا بالوصيف راهو كان هو البرادروات تاع الشاذلي، قنعوه باللي راهو سراق وراهو كذا، وخلقوا له مشكلة في الدار نتاعو مع المرا نتاعو ولعبوا له براسو. فهمت؟ هذه راه المسألة نتاع بالوصيف، والناس اللي راهم يعرفوا هذه القضية راه من الأكيد هو أنه يا الأخ الكريم احنا يا مرة على مرة يجيو ناس هكذا يتكلموا كل واحد والمستوى نتاع الثقافة نتاعو. نشوفوا ترى نختموا بهذا الأخ هذا اللي يرمز الاسم نتاعو بحمزة، للأسف الشديد حمزة صدام هذاك زعما نطلعك، للأسف الشديد ما عندك مانع. المهم الإخوة والأخوات، أتمنى هو أن رانا أفدناكم بهذا النقاش. إذا كان أخطأنا نطلب منكم المعذرة. نلتقي إن شاء الله في نقاشات واحدة أخرى. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.